طبعا الهايبر تنشن مش مهم بس للامتحان، انما مهم جدا 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 كمان للحياه. فعايزين نركز حتى في العلاج. هتلاقوني بقول الاسامي التجاريه الاسامي العلميه. بصوا بقى يا جماعه، هنبدا سيستميك هايبر تنشن. طبعا موضوع مهم جدا، خصوصا لما تعرف ان تلت المصريين عندهم ضغط. عارف تلت المصريين عندهم ضغط؟ يعني انت بتتكلم من كل ثلاثة في واحد عنده هايبر تنشن. فلازم تبقى عارف الموضوع ده كويس جدا. لازم تدرك قد ايه الموضوع ده في منتهى الخطوره، القاتل الصامت. خدوا بالكم ان احنا بنتكلم مثلا في 80% من الناس اللي عندهم ضغط ما بيعرفوش عندهم الضغط غير بعد 5 سنين. لما نتكلم ان في حوالي 60% ما بيعرفوش الا بعد ايه يا جماعه؟ القاتل الصامت. هنتكلم عن مرض جايز بيبقى اسيمتوماتيك، يعني ما بيشتكيش من اي حاجه، ويا ريته كان بيشتكي زي ما نشوف دلوقتي. المهم نبدا بالهايبرتنشن، ونبدا اول حاجه ديفينيشن اوف هايبرتنشن. ديفينيشن اوف هايبرتنشن عايز ديفينيشن محترم. يعني ايه ارتفاع ضغط الدم اصلا؟ في كلمه انا شخصيا الكلمه دي تكفيني في الديفينيشن. يعني لو انت قلت ديفينيشن اوف هايبرتنشن وكتبت الكلمه دي بس، اعتقد تاخد الفول مارك. اللي هي كلمه ايه بقى يا جماعه؟ بيرزيستنت. لازم تكتب كلمه بيرزيستنت. ما انت لو ما كتبت، ولازم تحتيها كمان يبقى في كام خط يا جماعه؟ 1,000,000 خط. يا سلام، ما كلنا ممكن ده. طب ما انتوا في لجنه الشفا وكلكم بيبقى عندكم ايه يا جماعه؟ هايبرتنشن. يبقى قيس الضغط وانت رايح الامتحان كده، هتلاقي الضغط عادي. هل انت واحد بيشرح البطنه الناس بيفهموا بعد شويه، ما اكيد ضغطه هيبقى عادي. هل هو يبقى هو هايبرتنسر واحد بيفهم بس بعد شويه فبيبذل مجهود رهيب، ما هو برضه هيبقى في الحصه عنده ايه يا جماعه؟ هايبرتنشن. هل هو هايبرتنسيف؟ لا، كلمه ايه يا جماعه؟ بيرزيستنت. والكلمه دي على فكره بتسبب لي مشكله. ليه بتسبب لي مشكله؟ لان مش اي ضغط هنكتب فيه كلمه بيرزيستنت. خد بالك من الكلام ده، لان في طلبه كتير هو متعود اي ارتفاع في ضغط الدم في اي حته يقوم كاتب كلمه ايه؟ بيرزيستنت. فيجي مثلا في الامتحان بالمونري هايبرتنشن. هل البالمونري هايبرتنشن هيبقى بيرزيستنت؟ لا، لان ما سمعناش عن واحد بيتنرفز شويه، الضغط في البالمونري ارتري عالي. خد بالك انا بشوف الطلبه دول اللي هو مثلا بورتال هايبرتنشن، تلاقي كاتب بيرزيستنت اليفيشن في الضغط في البورتال فين. طبعا هتلاقي ضحك جاي من كنترول وانت معدي من تحت كده، اقول لهم ده انا على فكره بس انا كاتب كلمه بيرزيستنت في البالمونري او في البورتال هايبرتنشن، انما هنا بيرزيستنت. بس ممكن تلاقي دكتور سخيف في اللجنه يقوم في الشفا ويجي يرفع نظارته كده ويقول لك ايه بقى؟ يقول لك يعني ايه بيرزيستنت؟ ما انت برضو كلمه عايمه كده. قول له يعني انا عشان اقول ان انت عندك الضغط لازم اقيسه كم مره؟ 3 مرات، بين كل مره والتانيه لازم على الاقل اسبوع. معايا ولا مش معايا؟ 3 مرات. طب الاقيه كام عشان اقول انت هايبرتنسيف؟ اتعود لما تيجي تتكلم عن اي ديفينيشن في ارقام ما تقولش الرقم الا بعد ما تقول ايه؟ above upper limit of normal. معايا؟ عشان حتى لو الرقم طلع غلط او انت كاتب له ايه يا جماعه، او حتى لو انت نسيت الرقم في الامتحان اسقط، لا هتقوم كاتب له ان في elevation of arterial blood pressure above كام؟ upper limit of normal. اللي هو كام upper limit of normal ده؟ اللي هو 140/90. حلو الكلام. وخدوا بالكم من حاجه مهمه قوي، ان في خلال 2 أو 3 سنين انا اعتقد ان القيمه دي هتقل شويه. يعني بدل 140/90 هتبقى كام؟ ممكن تبقى مثلا 120/80، ممكن تقل. لان الابحاث قالت ايه؟ قالت ان الناس اللي من 120/80 لحد 140/90 ده يعتبر نورمال اهو. لان تعريف الهايبرتنشن امتى يبقى واحد فيكم هايبرتنسيف؟ لما الضغط يزيد فوق 140/90. طب لو هو من 120/80 ل 140/90 ده يعتبر نورمال، ومع ذلك الابحاث قالت كلمتها، قالت ان هو برضه ستيل ما زال معرض للكارديوفاسكولار ايه؟ كومبليكيشنز. يعني انا لمصلحتي يبقى الضغط كمان اقل من 120/80. عشان كده انا اعتقد ان قيمه البلاد بريشر او الهايبرتنشن بعد 2 أو 3 سنين، وممكن السنه دي على فكره تفاجئ ان هي قلت عن كام؟ عن 140/90. بس لحد النهارده ديفينيشن الاخير في الهايبرتنشن بيقول ايه بقى؟ بيقول اقل من 140 كام يا جماعه؟ 90. يبقى تاني بقى بيرزيستنت هي الكلمه المضيئه. اباف كام قلنا؟ ابر ليميت اوف نورمال اللي هو كام؟ 140/90. يقوم الراجل في الشفوي رفع نظارته كده ويقول لك بيرزيستنت يعني كام مره؟ قول له ما قلت لك يعني 3 مرات. يقول لك هو ممكن من مره واحده بس اقول ان انت هايبرتنسيف؟ انتوا ايه رايكم؟ يعني ممكن عيان يجي لك عيادتك مثلا تقيس له الضغط مره واحده بدل ما تخليه معاك اسبوعين ثلاثه لحد ما يجي له الضغط؟ هو انا ممكن من مره واحده اقول له روح يا استاذ ممدوح انت عندك ضغط؟ انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ ولا لازم 3 مرات؟ خدوا بالكم السؤال ده بيتسال شفوي كتير جدا، وممكن يبقى بدايه اللجنه مناقشة عادية وحاجة عملية قوي. ممكن من مرة واحدة اقول له روح انت عندك الضغط؟ انتوا ايه رأيكم؟ لو عنده مرض تاني، لو ضغط عالي قوي، ما اصل انت هتقول له الاجابة دي هيقول لك عالي قوي قد ايه؟ فعالي قوي قد ايه؟ ما هو لو ايه الرقم اللي لو لقيته اقول له لا روح بقى انت عندك خلاص بقى.
طب يا دكتور بيرزيستنت ما فين بيرزيستنت؟ قلت يا حبيبي بيرزيستنت دي لا مش معانا دلوقتي، عالي قوي يعني فوق ال 170 110. يعني لو لقيته فوق ال 170 اقول له لا تعالى بقى ده انت من مره واحده انت هايبرتنسف معايا ولا مش معايا. انت ممكن وانت داخل لجنه الشفا وضغطك يعلى لكن مش لدرجه يوصل 170. خد بالك من الحكايه دي، يقوم في الشفا ويسالك السؤال الاصعب بقى، يقول لك طب ممكن يبقى 140 90 اكتر من 140 90 ومن مره واحده اقول له روح انت عندك الضغط، انت ايه رايك؟ يعني يبقى 140 90 اكتر من 140 90 ومن مره واحده واقول لك روح انت عندك الضغط. Is considered and treated as hypertensive until proved otherwise. ينفع؟ ايه رايكم؟ عشان الحاجات دي برضو ساعات فيك في الهايبر في الام اس كيو على فكره، as regard to hypertension ويجيب لك اربع جمل كلهم تناصب وكلهم داخلين في بعض، فانتوا ايه رايكم؟ ينفع. بس ينفع امتى بقى؟ لو كان هذا العيان الحقير عنده الضغط اكتر من 140 90 بس ويز ايه؟ مين يكمل الجمله؟ ويز حاجه اسمها تي او دي. يعني ايه تي او دي؟ كلمه شهيره قوي اللي هو تارجت اورجان دامج. يعني ايه تارجت اورجان دامج؟ اللي هي الاعضاء اللي بتبوظ في وجود الضغط. يعني واحد عنده هارت فيلير وضغطه في ال 140 90 قول له لا تعالى انت هايبرتنشن. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فوق ال 140 90 يعني هايبرتنشن اهو، وكمان عنده الضغط عنده القلب، لا يبقى هو بنسبه كبيره جدا هو يعتبر ايه يا جماعه؟ هايبرتنشن. ما انا شايف اثار الضغط كمان على العيان، مش هستنى بقى ده انا كل يوم هيفرق في علاج العيان ده. عنده مثلا رينال فيلير اكيوت رينال فيلير او حتى كرونيك رينال فيلير، لا يبقى في وجود الضغط على من 140 90 يبقى هو هايبرتنس. معايا ولا مش معايا؟ نرجع تاني للديفينيشن. وانتوا تلاحظوا انا دايما بهتم جدا بالديفينيشن، اولا ممكن يجي لوحده في الامتحان، ثانيا هو بدايه لجنه شفوي. ما انت لو ما قلتش ديفينيشن محترم ممكن يجي نظري طبعا. ده السنه اللي فاتت كان في سؤال ديفاين كونستيبيشن، شفت السؤال ده اللي هو ديفاين؟ وعلى فكره اكاد ادعي ان الكتاب الوحيد اللي كان كاتب تعريف في الكونستيبيشن محترم كان كتاب جي اي تي بتاعه ديفاين كونستيبيشن، اللي هو كان خمس سطور اللي هم الخمسه كرايتيريا، لو عندك اثنين منهم يبقى انت عندك ايه. طبعا كل طلبه بقى كونستيبيشن اللي هو عيان بيعاني من وقعد يالف اي كلام هارد ستول او عكس الدائريه، والله في ناس في الزاف الاجابه عكس الدائريه اللي هو ايه بيبقى عكس وعم كاتب الدائريه وده العكس بتاع اي كلام بقى. فهو ديفاين هايبرتنشن يبقى محترم جدا، فاكتب ديفريشن محترم. السؤال بقى، سؤال بقى اللي هو يقول لك ايه؟ يقول لك هو ممكن ابنى او عامل معامله الضغط عند رقم اقل من 140 90؟ اه ممكن. عيانين يقول لك بص بقى يا سيدي، بيرزيستنت اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اباف ابر ليميت اوف نورمال، اباف كام يعني؟ 140 90. بس كلمه بيرزيستنت بط ان دايابيتكس، يعني الجماعه اللي عندهم سكر والجماعه اللي عندهم فشل كلوي. خد بالك بقى، اللي عنده سكر واللي عنده فشل كلوي يعامل ان عنده الضغط عند رقم ايه؟ اقل، اللي هو كان مثلا 130 80. ايه ده؟ يعني عيان السكر لو انت النهارده ممدوح عنده سكر ورحت قست له الضغط ثلاث مرات لقيته كام؟ لقيته فوق ال 130 على 80. يبقى في الحاله دي هو ايه يا جماعه؟ روح قول له روح يا ممدوح انت عندك الضغط. لانك لازم تعمل حساب الايه يا جماعه؟ الكوموربيديتي. لازم تعمل حساب الاثار الجانبيه بتاعت السكر وبتاعت ايه كمان؟ وبتاعت الضغط. وخد بالك ان الاثنين بيجيبوا بعض اصلا، والسكر بالذات بيجيب الضغط بسبع ميكانيزمات هنعرفهم كمان شويه او نعرفهم في الدايبيتس. يبقى اذا عندنا، عايز بقى اسمع ديفينيشن محترم، بيرزيستنت اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اباف كام؟ اباف ليميت اوف نورمال. بات ان دايابيتكس عند اللي هو اليوريميك بيشنت بيبقى اكتر من كام؟ 130 80. وتقوم كاتب ان بي بقى ان هو ممكن من قياس واحد بس يبقى هايبرتنسيف، ومكتوب عندكم الحته دي في الديفينيشن لو كان اكتر من كام؟ 170 على 110، او كان هو اكتر من 140 90 لكن ويز تارجت اورجان دامج. لما الراجل يقرا في كنترول الديفينيشن ده اعتقد ممكن يجي له الضغط وقعت فوق اصلا، وانت معدي برضه قول لهم على فكره ده انا لانه هو ايه يا جماعه؟ انا كاتب له الديفينيشن مش مجرد اللي هو 140 90 وخلاص، انما كاتب ديفينيشن ايه يا جماعه؟ محترم. هنتجاوز الكلاسيفيكيشن دلوقتي وندخل على الايتيولوجي، ما هي الاسباب اللي تعمل هايبرتنشن؟ الاسباب اللي بتعمل هايبرتنشن لازم تاخد بالك من حاجه بقى. هو انا من اول الحصه وانا بقول 140 على كام؟ على 90. 140 على 90 اللي هي ايه؟ ايه 140 دي؟ ضغط الدم اثناء السيستول. طب اسالكم اشوفكم في الفسيولوجي كده، هو ضغط الدم اثناء السيستول كان بيتاثر بايه؟ يعني ايه الحاجه اللي لما تحصل تزيد يقوم على طول يزيد السيستوليك بلاد بريشر؟ هي اسمه سيستوليك بلاد بريشر. سيستوليك يبقى بيتاثر بايه؟ ستروك فوليوم. يعني ايه ستروك فوليوم؟ اللي هو الدم اللي خارج منين يا جماعه؟ من القلب في الدقه الواحده. واضح ولا مش واضح؟ يعني القلب بتاعك لو دق دقه جامده فيها دم كتير قوي هتلاقي مين اللي هيزيد؟ السيستوليك ولا الدايستوليك؟
السيستوليك بلاد بريشر، ضغط الدم اثناء السيستول انه يتوقف على ستروك فوليوم. واضح ولا مش واضح؟ طب امال الدايستوليك ده اللي هو ضغط الدم اثناء ايه؟ الدايستول. ايوه ده بيتوقف على ايه بقى؟ البريفرال ريزيستنس. يعني ايه بريفرال ريزيستنس؟ اللي هي القطر او الوسع بتاع ايه يا جماعه؟ الارتريولز. وعشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك حتى دايستوليك يبقى هو بريفرال ريزيستنس. معايا؟ اللي هو ايه يا جماعه؟ يعني ايه دايستوليك بريفرال ريزيستنس؟ يعني الارتريولز بتاعتك لما توسع يقوم يحصل ايه؟ توسع يبقى الضغط هيقل. طب ولما يحصل فازو كونستريكشن الدايستوليك بلاد بريشر هيزيد. المهم عشان ما تتلخبطش، انا عندي سيستوليك بلاد بريشر وعندي دايستوليك بلاد بريشر، يبقى انا عندي كام احتمال لما اقول لك اسباب الضغط ايه؟ هتقول لي ايه؟ قول لي عندنا يا اما السيستوليك يزيد وبس، يا اما ايه؟ الدايستوليك. في حاجه اسمها الدايستوليك يزيد وبس؟ دي حاجه نظري، ده على فكره ده كلام مذكرات صفراء. هو يقول لك ايه؟ يا اما السيستوليك يزيد وبس، يا اما الدايستوليك يزيد وبس، يا اما الاثنين يزيدوا. الناس تضحكوا علينا على طول، لان هنا الدكتور في الشفوي هيقول لك تعالى لي على حجري بقى. انت بتقول ايه يا ماشي؟ تقول له يا دكتور السيستوليك يزيد وبس بقى هنسميها ايه؟ ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. لازم احدد لو السيستوليك زاد بس، يبقى لازم احدد واقول ايه يا جماعه؟ روح يا ممدوح انت عندك ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. يقول لك يعني ايه؟ قول له يعني السيستول بس هو اللي عايش. طب والدايستول؟ لا كويس، وممكن يبقى قليل كمان. معايا ولا مش معايا؟ وبعدين يقول لك وايه كمان؟ تقول له الدايستوليك بلاد بريشر بيزيدوا بس. اول ما هتقول له كده هيقول لك تعالى على الحجر يا حبيبي، دايستوليك بلاد بريشر يزيدوا بس ازاي؟ قول له يا دكتور اسمع بقى الطالب، ساعات الطالب القبله تلاقيه واقف والله فعلا هو تحس هو بيبقى شايفك، والله شايفك كده مهرج هينش، شايف الفوطه وهي عليك، عشان كده اقعد اعمل له والله انت واقف كده عشان ما اشوفهاش، شايف والله فوق وبيتخيل، بيتخيل منظرك وانت جاي على فيل ابيض بتنتحر، وانت بتقول له الدايستوليك يزيدوا بس. هيقول لك هو يعني ايه دايستوليك يزيدوا بس؟ قول له يعني ضغط الدم اثناء الدايستول بيبقى عالي. هيقول لك يا راجل اذا كان ضغط الدم اثناء الدايستول، عارف يعني ايه دايستول ولا لا؟ اللي هو انبساط القلب عالي، فما بالك لما القلب بقى في السيستول يضخ دم؟ ما هو لازم يبقى عالي برضو. عشان كده ما فيش حاجه اسمها الدايستول يزيد وبس الا لو حاله مرضيه بقى، ده مش هايبرتنشن. انما انا بتكلم الحالات اللي عندي يا اما السيستوليك يزيد وبس، يا اما لو الدايستوليك زاد فاكيد هيبقى كمان ايه يا جماعه؟ السيستوليك زايد، يعني هيبقوا الاثنين عاليين. في نقطه عايز اقولها بقى، لما انا اقول لك واحد داخل علينا دلوقتي اسمه ممدوح، بقول لك على فكره ممدوح عنده الضغط واسكت انا ما حددتش، يبقى انت بتفهم ان انا بتكلم عن ايه؟ الدايستوليك. معايا ولا مش معايا؟ يعني لما انا اقول لك ان هو عنده الضغط واسكت على فكره ده هايبرتنسيف، يبقى انت على طول فاهم ان عنده ايه يا جماعه؟ الدايستوليك عالي، وطبعا هيبقى كمان السيستوليك عالي. طب لو هو عنده السيستوليك بس اللي عالي، لازم احدد، ما ينفعش اقول لك عنده الضغط واسكت، لازم اقول لك ممدوح عنده ايه؟ ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. انا النهارده مش هتكلم خالص عن الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، يعني اسبابه عنده الضغط وبس، يبقى هو الدايستوليك ده اهم حاجه، وطبعا بالضروره انت فاهم ان هيبقى كمان السيستوليك عالي. معايا ولا مش معايا؟ لان الحصه الجايه هنتكلم عن موضوع اسمه ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، ايه الحاجات اللي تزود السيستول بس. تعرف اديكم مثل حتى دردشه بالبلدي، عارف زي مين بيبقى عندهم الظاهره دي؟ عارف انت لو رحت النهارده تقيس الضغط الواحد عنده 70 سنه فوق ال 70 سنه، يعني نقي النهارده اي حد فوق 70 سنه كده وروح قيس له الضغط، عارف هتلاقي ضغطه كام؟ انا بقول لك من دلوقتي اهو، هتلاقي ضغطه مثلا ممكن يبقى 165 على كام يا جماعه؟ نقول على 85. شايف الضغط عامل ازاي؟ ده عنده ايه ده؟ ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. على فكره ده في علاجه مشكله. عارف اقول لك على حاجه؟ روح قيس الضغط لجدك، يعني يقول له تعالى يا جدي وانا النهارده خدنا موضوع الهايبرتنشن وعايز اجرب عليه. يقول لك امشي يا ابني العب بعيد، قول له انا عايز اجرب عليه. قيس له الضغط كده، هتلاقي ضغطه قريب من القيم دي على فكره، مش لازم 165 بس هتلاقي عنده على الاقل 150 مثلا. شايف الضغط عامل 150 90. خد بالك ان مين اللي عنده عالي؟ السيستول. لكن عنده الدايستول ايه يا جماعه؟ نورمال، وممكن يبقى اقل من 90 كمان. ليه؟ مين يفسر الظاهره دي؟ ولا نستنى الحصه الجايه لما ناخد الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن؟ بس انا عايز اشوف دماغه. ليه جدك؟ انا بحلف لك بالله اهو، هتروح تقيس الضغط لجدك هتلاقيه كده، او هتلاقيه قريب من القيم دي، السيستول عالي شويه والدايستول. الاول انا عايز اسالك سؤال، هي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني انت كده تفرح بجدك ان ضغطه كده؟ لا طبعا. 150 على 85 ولا حاجه وحشه؟ وحشه. ايه رايك بقى ان هي حاجه حلوه؟ وان انت لو لعبت في علاج العلاج بتاع جدك هتضيع الدنيا. هو ليه جدك هيبقى كده؟ لان طبعا فوق لما بيكبر بيبقى عنده اثره ايه؟ اثروسكلروز. اللي عنده اثروسكلروز ده الحصه الجايه هنعرف ان الاثروسكلروز هو السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل ايه يا جماعه؟ ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. معايا ولا مش معايا؟
لمصلحة جدك، لأن عنده تصلب في الشرايين. عنده تصلب في الشرايين فين كمان؟ في دماغه. فالبلاد فيسل اللي في دماغه برضو فيها تصلب فين؟ في الشرايين. أنا لمصلحتي يبقى الضغط السيستولي عالي شوية عشان يزق الدم يوصل للدماغ، فما يشتكيش من إيه يا جماعة؟ ديمنشيا والحاجات دي. عشان كده أنت لو عالجته، لو عالجته هتنزل الضغط، هتلاقي فيه مشكلتين. أما تنزل الضغط زيادة هيبدأ يشتكي من إيه يا جماعة؟ إسكيميا، ريلاتيف إسكيميا في دماغه. غير كمان في مشكلة تانية، إن أنت كل أدوية الضغط اللي هتديها لجدك النهاردة هتعمل إيه؟ هتنزل السيستول، لكن برضه هتنزل إيه يا جماعة؟ الدياستول. وأنا عندي الدياستول هو الأهم. تلاقي جدك النهاردة بسببك، بسبب إن أنت خدت الموضوع ده، وهيقعد يدعي عليك ويدعي اللي شرح لك النهاردة. فجأة أنا كمان دعاء هيصيبني وأنا قاعد. فعشان كده يقول لك لا، عشان كده الحصة الجاية وإحنا بنتكلم عن علاج الأيزوليتد سيستوليك هايبرتنشن هقول لك ما تقربش خالص من جدك ما دام الضغط بتاعه إيه؟ لأن دي حاجة حلوة. عشان ما نتلخبطش، انا النهارده مش هتكلم خالص عن السيستوليك هايبرتنشن، انا هتكلم عن مين يا جماعه؟ هايبرتنشن العادي اللي هو الدياستول الايه، دياستوليك عالي، وبالتالي السيستوليك هو كمان عالي. ونبدا نشوف الاسباب. الاسباب ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، هو الدياستوليك ليه لازم يبقى عالي؟ ليه؟ لا الدياستوليك كده مش عالي. لا يعني ليه انت عايزك سيستوليك؟ لا قصدي الدياستوليك ليه نخاف ان هو يقل؟ لا لا، ما انت لو قللته قوي هيبقى عنده هايبوتنشن. يعني لو قل قوي، يعني هو الوقت 80 انت تقول له توصل 70 وممكن تدي دواء تلاقيته فجاه هو قل لي عن 60، يبقى هو كده عنده هايبوتنشن. انت واخد بالك؟ فعشان كده انا المشكله لو اديت دواء هيقلل السيستول هيقلل كمان دياستول. هتلاقي جدك بيشتكي من نفس الاعراض بتاعت الهايبوتنشن. انت واخد بالك؟ فانا عشان كده انا في لازم اتعامل بحكمه مع العيان ده. وعلى فكره مش معنى كلامي ان السيستوليك بلاد بريشر حاجه سهله. يعني مش معنى كلامي ان هو لما تلاقيه مثلا فوق ال 160 او 170 ده يبقى كويس، لان برده ده ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ نزيف في المخ. يعني برده انت لازم تبقى، عشان كده بيقول لك الدكتور لازم يبقى ايه يا جماعه؟ حكيم. يعني في حاجات لازم انت برده تقدر ايه يا جماعه؟ تحسبها حسابات المكسب والخساره. لازم تبقى عندك خبره في التعامل مع العيانين دول. لكن انا النهارده هتكلم عن ايه بقى؟ دايستوليك هايبرتنشن. دايستوليك هايبرتنشن اللي هو الضغط العادي خالص بقى، سيبك عشان ما نتوهش من بعض. دياستوليك هايبرتنشن يا ترى اسبابه ايه؟ اسباب الضغط ايه؟ اسباب الضغط للاسف الاسيف 95% من عيانين الضغط جالهم ضغط وما يعرفوش هو جالهم الضغط ليه. عشان كده يسموه اصلا حاجه اسمها ايه بقى؟ برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني من غير سبب. حتى ليه اسم تاني حلو قوي يقول لك اسينشال. يعني ايه اسينشال؟ اسينشال يعني حاجه بتاعت ربنا. يعني انا جالي الضغط ليه يا دكتور؟ هو انا ايه اللي جاب لي الضغط؟ حاجه بتاعت ربنا، محدش عارف. 95% من الناس اللي عندهم الضغط اسينشال او بيبقى برايمري ايديوباثيك. يعني يبقى في كام في الميه سكندري؟ 5%. برافو عليك. 5% سكندري يعني في سبب. اظن تبقى انت دكتور غير عادي في زمن غير اعتيادي لو قدرت تشخص عيان الضغط وتقفشه اللي من ال 5% دول. لان بكل بساطه ايه؟ هتعالج السبب خلاص العيان خف. انما البرايمري هل هيخف؟ لا، هيفضل طول عمره ياخد دواء الضغط. هو في عيان ضغط بيخف؟ لا طبعا، انت بتعمل كنترول اوف هايبرتنشن بس. فعشان كده البرايمري لازم تعرف انهم 95 والسكندري كام في الميه؟ 5%. السؤال بقى، طب وانا لو دخل علينا دلوقتي واحد عنده الضغط، الحكمه بتقول ان انا اعمل انفستيجيشنز فور ذا كوز في الاول ولا لا؟ يعني انا لو دخل عليا واحد، هل الحكمه بتقول ان انا اشوف الاسباب؟ هنعرفها كمان شويه، ان الكليه تبقى بايظه، ان الغدد صماء، ان مش عارف ايه يبقى بايظ، هنقول الحاجات دي كمان شويه. هل الحكمه بتقول ان انا لازم في الاول اعمل انفستيجيشنز فور ذا كوز؟ تبقى دكتور سخيف لو عملت كده. لان انا نفسي بعظمه لساني لو كان في لسان عظم بقول كام في الميه؟ 5%. هو انا عشان 5% او ما اكلفك بقى روح اعمل لي وظائف كليه وبعد كده نلف على الغدد الصماء وبعد كده مش عارف نلف على ايه، هل لازم اعمل كده؟ لا طبعا، لا طبعا. عشان كده امتى اعمل انفستيجيشن فور ذا كوز بقى؟ امتى؟ لما يجي لك حاله في الامتحان ويقول لك ذا فيرست انفستيجيشن، لازم تقول له في البدايه لازم اعمل انفستيجيشنز فور ذا كوز. لما تشك ان هو سكندري، لما تشك كده منظره يقول لك ده شكله من 5%. امتى اشك؟ مين يعرف يقول بقى؟ دخل عليك واحد عنده الضغط كده، قول له بص يا ممدوح انا عايزك تعمل انفستيجيشنز فور ذا كوز، يقول لك يا عم ده 5% بس، ده من كل 100 في 5، ده انا بنحس لو كده. قول له ما انت من الناس النحس دول. امتى تشك؟ حاجتين، هما حاجتين. ايوه بصوا يا جماعه، هو البرايمري اصلا اللي هو الاسينشال هايبرتنشن اللي هو الضغط بتاع ربنا، اللي هو اللي بيجي يعني حاجه بتاعت ربنا كده ما حدش يعرف سببه ايه. السن الذهبي بتاعه كام سنه؟ حوالي مثلا 35 سنه، بيجي على سن 35. اللي هو تقريبا قدكم في سنكم ده. يعني هو بيجي على سن كام يا جماعه؟ 35 سنه. واخدين بالكم؟ 35، 36، 34،
في بداية الثلاثينات أو المهم في 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 الحتة دي معايا ولا مش معايا، تلاقي ساعات واحد داخل عليك عنده 20 سنة وعنده الضغط. لا تعالى لي بقى يا دكتور أنا من 5%. أنت من 5% الله يخليك، ده هو الضغط البرايمري بيجي في سن كام؟ 35. أنت 20 سنة أو 18 سنة أو كمان 16 سنة طفل داخل عليك وعنده الضغط، يبقى لازم لازم وأنت خطه في الأطفال بقى طفل عنده الضغط the first investigation is كليا، لازم اطمن على كليته. ممكن يبقى نفرت ده، حتى خطه السنه اللي فاتت قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم لما تلاقي عيل صغير عنده الضغط لازم تقول له ايه؟ ما تقوم تطمن على ايه؟ على كليتك. ده لازم ما تقوم تطمن على كليتك. فان كانت كليته سليمه، او ايه الجمله؟ فان كانت كليته سليمه هنعمل فان سكند انفستيجيشن ايه؟ شوف الان كونجنتال هارت ديزيز زي الكوركتيشن اوف ايورتا والحاجات دي، معايا ولا مش معايا؟ فهو احيانا يبقى اول حاجه عمل الزمن، لكن لا ساعات تلاقي واحد رخم اللي هو جاي في سن رخم. سن رخم اللي هو كام؟ 29 سنه 8 اللي هو تحس برضه الله يخرب بيت التاريخ اللي جاي ولا انت مديني يعني ممكن يطلع برايمري برضه ممكن يطلع ايه يا جماعه سن رخم كده. يقول لك ما الحاجه الثانيه اهم حاجه بقى، الحاجه الثانيه اللي هي ايه يا جماعه؟ الهيستوري، فاميلي هيستوري. فاميلي هيستوري دي مهمه جدا. ليه؟ لان البرايمري دائما ابدا بيبقى من عائله سيئه السمعه دايما. البرايمري هايبرتنشن واحد عنده 35 سنه وعنده الضغط، دايما هيجي يقول لك ايه؟ ابويا عنده الضغط وامي عندها الضغط والبواب بتاع العمارة عنده ضغط ومصر كلها واصحابي وقرايبي وقلب كل الناس عندهم الضغط. انما تعالى في السكند هايبرتنشن اول سؤال هتقعد معاه كده تقول له ايه؟ ابوك عنده الضغط؟ يقول لك لا. امك عندها الضغط؟ يقول لك لو سمحت ادوكم الجبس. لا ما عندهاش الضغط. يا ابني في حد عندكم عنده الضغط؟ لا ما فيش حد. في ما انت طالع مقطوع من الشجره دي تبدا تشك نيجاتيف فاميلي هيستوري مع عامل الزمن، تبدا تشك ان هو ايه يا جماعه؟ طب معلش بقى يا استاذ ممدوح، او بلاش بقى استاذ ممدوح، معلش يا حماده لانه هيبقى صغير، روح يا حماده ما تقوم تطمن على ايه؟ على كليته. وان كانت كليته سليمه طب ما تشوف قلبك، طب ما تشوف والحاجات دي اللي هنقولها كمان شويه. معايا البرايمري؟ نبدا بالبرايمري ولا بالسكندري بقى الاسباب؟ البرايمري مفيش اسباب، بس هم علماء الكارديولوجي يسيبوك؟ لا طبعا، هم قاعدين 1900 وخشبه. واحد قال طب ما كده الطلبه مش ايه ده هيحبوا الموضوع ده. فواحد ابو لهب قال انا عندي فكره، ترى ارزعهم ايه بقى؟ نظريات. وفعلا اي حاجه اديوباثيك تلاقي نظريات كتير قوي. وعلى فكره الهايبرتنشن بالذات حوالي بالظبط وبدون مبالغه 80 نظريه، 80 نظريه والله. وافتح بقى اللي منكم عنده تكست بوك، روح افتح كده وشوف نظريات لا نهائيه، وكل يومين بالظبط تلاقي في نظريه جديده طالعه لك كده. وده يدل ان اصلا ما فيش ولا نظريه صح. ما هو معلش لو في نظريه تقدر تفسر الموضوع بالظبط، انما احنا مليون نظريه. لكن بالنسبه لكم كفايه تعرف 7 نظريات بس. هقول انا، بص انا هقول 7 نظريات، تعرف منهم 4 اكتب لك منهم 2 في الامتحان، قول منهم واحده في شفر. بقول لكم يا جماعه اشرب على بس. هو عموما النظريات، طبعا النظريات اللي تعرفها اللي هي النظريات ايه يا جماعه؟ والنظريات اللي موجوده في كتاب الاسم اللي هي اول نظريات اتقالت في الموضوع سنه 1900 وخشبة، لما كانوا لسه قاعدين في قهوه الكارديولوجي، قهوه العلماء بيالفوا الموضوع اصلا. فقال لك اول 4 نظريات. وعلى فكره اول نظريه اللي هي ايه بقى؟ واحد كان تقريبا مش عارف الماني او انجليزي، قال لك اول نظريه، نظريه طبعا غير مقنعه بالمره، كان زمان الطب ده في الرخص والله، اي واحد عايز يبقى عالم او والله بسهوله جدا تبقى عالم عادي جدا. فالمهم واحد طلع عليه نظريه لا يمكن مش مقنعه، طلع واحد انجليزي كده او سويسري مش فاكر كان ايه، او سويسري او سويسري. فالمهم طلع بقى ايه بقى؟ قال والله يا جماعه الناس دول عندهم الضغط لسبب لا يعلمه الا الله. نروا يا واد يا مؤمن. بعدين قال هم دول زي ما تقول كده عندهم السمباثاتيك ايه يا جماعه؟ حامي شويه. في نظريه في الدنيا اسمها السمباثاتيك حامي شويه، وبقت نظريه والشهر وباع علي. قال لهم السمباثاتيك حامي شويه. طبعا المذيع اللي كان بعت له حامي ازاي يا دكتور؟ قال لها شوفي يا انسه، مش انسه برضه قالت له، قال لها شوفي بقى هو حامي شويه ممكن من التوتر اللي هو عايش فيه، التوتر والستريس والحاجات دي كلها، فممكن ان هو السمباثاتيك يبقى حامي فيعمل فازوكونستريكشن. قالت له هي ردت عليه قالت له هو الضغط يبقى ايه غير فازوكونستريكشن؟ ما هو الفازوكونستريكشن هيرفع يقول لا هيرفع الضغط. هو ولا قال السمباثاتيك حامل ايه ولا هو قال لك تفسير كده انه ممكن الاسترس يعمل كده. نظريه حقيره جدا، لان مش كل الناس اللي عايشين في الاسترس عندهم الضغط، ومش كل اللي عندهم الضغط عايشين فين؟ عايشين في الاسترس. وحتى لو الكلام ده حقيقي نظريه تحس ان هي سخيفه كده، يعني ايه الاسترس؟ تحس ان هو اتزنق في اي كلام عمالي يا جماعه استرس بيرفع الضغط. يلا مقتنع ولا مش مقتنع؟ قالت له مقتنع معايا. بس طبعا نظريه ايه يا جماعه؟ جه واحد تاني تحس ان هو برده غبش، قال بقى نظريه الايه؟ قال لهم يا جماعه الناس دول عندهم الضغط، بس تحس ان هي اكتر علميه، يعني نظريه علميه شويه. قال الناس دول عندهم الضغط ليه بقى؟ اصل عندهم الرنين عايش. عارفين سمعتوا عن حاجه اسمها الرنين في الحياه قبل كده ولا لا؟ طب بيطلع منين ده؟ من القرنيه ولا من الكليه؟ من الكدني. برافو عليك. فده بيطلع من ايه يا جماعه؟ بيطلع من الكليه.
طبعا المذيعه سالته سؤال غبي جدا اللي انا اخشى ان يبقى واحد في القعده دي نفسه يساله. المذيعه سالته كان سؤال غبي جدا، قالت له ايه يا جماعه ليه حد بيطلعش منى الشاذلي بتاعت انجلترا وقاعده معاه في العشرة مساء بتوقيت لندن؟ قالت له طب هو ليه، لا اسمع سؤال غبي بقى، قالت له طب هو الرنين بيعلى عنده ليه، ليه الناس دول عندهم الرنين عالي؟ قال انت هبله الرنين عالي، انا بقول لك اديو بس، ما انا لو اعرف ليه الرنين عالي كنا حطيناه فين في السكندر. قالت له انا اسفه جدا، اه كمل. يعني هو الناس عندهم الرنين عالي، ربنا خلقهم كده، كليتهم بتطلع رنين كتير. طبعا الرنين عارفين بيعمل ايه من اول حصه في كارديولوجي، فاكرين الراس رنين والانجوتنسن، انجوتنسينوجين، انجوتنسين 1 وانجوتنسين 1 انجوتنسين 2، وانجوتنسين 2 ده كان بيعمل حاجتين يرفع الضغط اللي هو رقم واحد، اول حاجه سولت اند ووتر ريتينشن عن طريق انه بيزود ايه الابدوسيرو، وتاني حاجه هو نفسه بيعمل فازو كونستريكشن. ده لعين الانجوتنسين 2 ده، او في ناس ربنا خلقهم الرنين عندهم عالي يوم يزود انجوتنسين 2 يوم يرفع الضغط. ليه الرنين عالي انا ما اعرفش، معايا ولا مش معايا. طيب جه واحد تحس انه اخذ النظريه الثالثه بقى، كان زمان اي حد في الدنيا بيبقى عالم، اي حد والله فعلا. يعني انت عارف لو طفيع عكاشة ده كان طلع سنه 1910 والله مش بعيد، هو معاه دكتوراه اصلا، هتلاقي كان خد دكتوراه في الكارديولوجي. اي كلام بيتقال. ده النظريه الثالثه دي بقى انا مش عارف ده ازاي سمحوا له اصلا يقولها، خصوصا اقرا كده افتح هاريسون هتلاقي النظريه الثالثه ظهرت بعد الثانيه. انا مش عارف ازاي يعني، هو طلع كده ما قال لهم بصوا بقى يا جماعه انا عندي تفسير. قالوا له التفسير ايه؟ قال لهم في ناس ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عندهم الالدوستيرون عالي. طب هو ده قال لك الرنين عالي وجزء من ايه يا جماعه؟ في طياته، في طياتي يعني، في طيات. انا اسف طبعا انا بقول طيات معاكم في وسط حاجه كلام كده، بس في طيات النظريه الثانيه ما هو قال كده. فهو قال لك ايه بقى؟ قال لك الالدوستيرون عالي. سبب ايه الالدوستيرون عالي؟ تعرفين الالدوستيرون بيطلع منين اصلا؟ بالظبط. فهو سبب ايه؟ ما يعرفش. ما هو لو يعرف برضه هيحطه فين؟ يعني لو كونز مثلا اللي هو اللي عامل كده يبقى سكندري، انما ده ما عندوش كونز ولا حاجه، ولا هايبر بليزيا ولا تيومر ولا اي حاجه، بس هو الالدوستيرون عالي. لحد ما ظهر الامريكاني بقى، وعلى فكره الامريكان دايما بيبقوا كده. ظهر واحد نصابين والله فعلا، وانتوا في الجراحه بالذات هتشوفوا الموضوع ده، تلاقي العمليه الاولى مثلا لو بدات تاخدوا عمليات وكده هتلاقي الموضوع ده، لو بتهتموا بالجنسيات شوفوا الموضوع ده، تلاقي دايما العمليه الاولى انجليزي سويسري الماني مش عارف ايه، وتيجي تبص على العمليه في الاخر بقى الايديال في الاخر امريكانش. ما عملش فيه حاجه، هو استغل اخطائه ليه؟ يعني كل شويه يعمل موديفيكيشن موديفيكيشن موديفيكيشن، وتلاقي اللي شهر في العالم كله معظم العمليات تلاقي الماني تلاقي امريكي في الاخر، بس هو حمار. يعني هو استغل ليه يا جماعه؟ كل العمليات كده على فكره. فهو برضو الامريكاني هو ما كانش دكتور على فكره، بس هي الظروف خدمته، هو فعلا مش دكتور لان اللي قال الكلام ده لا يمكن يبقى دكتور. نظريه غريبه جدا، هو كان حظه، شوف بقى الظروف لما تخدم واحد. هو كان قاعد بيشيش والله، كان قاعد عادي جدا في احدى اهاوي نيويورك، كان قاعد بيشيش عادي جدا، وجاب الراجل بتاع الولع قال له حط لي رسالة هنا الحجر، قام رصص الحجر ايوه. فالمهم وفجاه شوف بقى الحظ ان على الترابيزه اللي جنبه كان مين قاعد، كان ثلاثه مين اللي اكتشف النظريه؟ واحد انجليزي واثنين ثلاثه انجليز طالعين رحله في نيويورك، قال لك نقضي الاجازه هناك. هم قاعدين في نيويورك برضو بيشيشوا على القهوه اللي جنبيهم، فجاه واحد قال له بصرف في النظريه بتاعته، قال له يا عم يا سلباتك حامي ايه، ما تخلناش بقى ايه احنا علماء زي بعضينا وما ينفعش الكلام ده ما صحش يعني. واحد قال له طب الرنين، قام واحد طلع الدستور قال له اسكت انت بتاع الدستور ايه، ما انا قلتها في الرنين. المهم قعدوا يتخانقوا مع بعض وبيشيش قاعدين ايه يا جماعه يتباطوا بعض، وده اخينا ده بيشيش لحد ما فجاه هو قعد على القهوه قال لهم ايه بقى، قال لهم يا جماعه انا عندي نظريه لتفسير الضغط. طبعا الراجل كل القهوه بصوا له ومش الدور اصلا، قالوا له ازاي طب قولها كده، قال لهم لا في مؤتمر صحفي. وفعلا كل القنوات جت، وده وقف كده في وسط المؤتمر الصحفي وقام قايل يا جماعه عندي، لا نفسه حتى ماسك اللي قام رامي اللي كده وماسك ايه ماسك المايك. وبعدين قال لهم ايه يا جماعه، قال لهم يا جماعه انا عندي نظريه لتفسير الضغط. طبعا الثلاثه قعدوا يبصوا له ده ايه ده هيقول ايه ده، قال لهم بصوا بقى شوف والله هو قال كده بالظبط، قال يا جماعه الناس دول بطريقه او باخرى عندهم السمباثيك حامي شويه. طبعا الراجل المخرج عم جايب بسرعه على مين؟ كادر على الراجل بتاع السمباثات، هو قاعد يبص له كده فقال السمباثاتك حامي شويه، فزي ما تقول كده عندهم فازو كونستريكشن في كل الجسم، بما فيهم فازو كونستريكشن فين؟ في الرينا الارض. فالدم اللي رايح للكليه يقوم يقل، فزي ما تقول كده الكليه تنفعل تقوم تطلع ايه؟ لان اي حاجه بتعمل اسكيميا في الكليه تقوم الكليه تطلع ايه يا جماعه؟ رينين. فالرينين قاعد بقى القصه دي يطلع انجيوتنسين 2، وانجيوتنسين 2 يقوم يزود الالدوستيرون، فالالدوستيرون يعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. كل الناس اللي على القهوه قعدوا يسقفوا، النظريه شكلها فخرين جدا، بس الثلاثه دول كل شويه ده هو ما عملش حاجه، هو جاب الثلاثه ضمهم على بعض وقام مسميها ايه بقى، اسمع بقى، هو ضربهم في الخلاط فعلا وقال لهم مالتي فاكتوريا، النظريه متعدده العوامل. بس شفت الامريكان ما عملش اي حاجه من عنده. الغريب في الامر افتح اي تكست بوك قديم شويه بالخمس ست سنين تلاقي هي دي النظريه اللي مكتوبه،
اللي هي نظرية مالتي فاكتوريال. ايه يا جماعة؟ تلاقي دكتور امريكاني مش عارف اسمه ايه هو اللي قالها ومشيت العملية دي، النظرية دي في العالم كله. هو جمع الثلاث نظريات. في نظريات جديدة طلعت بقى، منها نظرية، النظرية دي مش مهمة بس تعرفها لنفسك يعني عشان تبقى عارفها في الحياة. وانا قلت لك الموضوع ده مش للامتحان، للامتحان سهل قوي، بعد ما نخلصه هقول لك تبص على ايه وخلاص. انما للحياة في حاجات مهمة. يعني في مثلا نظرية يقول لك ايه، عارفين الانسولين؟ الانسولين اللي بيعالج السكر عارفينه؟ الانسولين هو الانسولين ده بيرفع الضغط ولا يقلل الضغط؟ على حسب. على حسب ايه؟ على حسب. انا مش بسالك مرض السكر بيعمل ايه، هو مرض السكر يجيب ضغط طبعا. انا بسالك الانسولين يعني العيانين اللي بياخدوا انسولين. طب ده المفروض يا جماعه تقولوا لي ايه؟ طبعا بيرفع الضغط. ما هو اصل الانسولين، بص انتوا كلكم حافظين الانسولين الرابيد اكشن. رابيد اكشن بتاع الانسولين ايه بالمناسبه؟ بياخد السكر يدخله جوه الخلايا. دي ايه؟ خلايا. طب بيدخل ايه جوه الخلايا؟ اسمه انسولين، يعني بيدخل حاجتين صح؟ حتى فيها 2 ان. انتوا بتسالوا نفسكم الاسئله دي ولا انتوا بتسالوا؟ 2 ان يبقى بيدخل حاجتين في الخلايا مش حاجه واحده. لو كان بيدخل الجلوكوز بس كان سموه انسولين. اما هو انسولين ليه بقى؟ لانه دخل بالمناسبه مع الجلوكوز ايه بيدخل؟ بيدخلوا مع بعض. بوتاسيوم. دخل الجلوكوز والبوتاسيوم جوه الخلايا عشان كده بيعمل هايبوكاليميا. معايا؟ لكن بيعمل ايه في الصوديوم؟ صوديوم اند ووتر ريتينشن. شفتوا بقى يا جماعه؟ اذا الانسولين يعمل صوديوم. عشان كده الناس اللي بياخدوا انسولين اصلا مع الوقت، شوف الانسولين اللي هما بيتعالجوا بيه يرفع الضغط، لانه بيعمل صوديوم اند ووتر. ايه يا جماعه؟ ريتينشن. الصوديوم ده كده موجود في الخليه لما تطلعه بره في الدم. طب ماشي، ليه يعمل بقى وفي الخليه بقى؟ ما هو لا، هو على فكره هو ما بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، هو مش بالميكانيزم ده. ده جراديوال اكشن تشينج. توقف بالك يعني ده رابيد اكشن، ده بعيد خالص عن الصوديوم. انما الانسولين جزء من شغله اصلا على الالكترولايتس، هو بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. فاي حاجه بتعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن طبعا هترفع ايه يا جماعه؟ هترفع الضغط. انما ده رابيد اكشن، يعني اول ما العيان ياخد انسولين في الحال بتاع عنده ايه؟ هايبوجلايسيميا، وعلى طول دراماتيك لو بوتاسيوم. عشان كده دي ممكن تموت في الاي سي يو. تدي انسولين من هنا تلاقي العيان مات من ايه؟ من الهايبوكاليميا. المهم هو عنده صوديوم اند ووتر ريتينشن. الانسولين يرفع الضغط بصوديوم اند ووتر ريتينشن. تقوم انت لو واحد فيكم بقى فنان وفيلسوف بيربط الكلام، يقول لي عشان كده، اقول له عشان كده ايه؟ يقول لي الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس. تايب 2 ايه يا جماعه؟ دايابيتس. تايب 2 دايابيتس ده عنده انسولين ولا ما عندوش؟ هو عنده بس الريسبتورز ما بتسمعش كلامه. هو عنده بس اوبيز قوي، فالانسولين مش قادر برضو. ايه يا جماعه؟ هو عنده. فعشان كده تايب 2 دايابيتس، عشان كده علاجهم ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش انسولين، لان هو اصلا عنده انسولين بياخد حاجات ثانيه بقى هنبقى نقولها في الدايابيتس. فاذا اللي عنده تايب 2 دايابيتس لان عنده انسولين كتير مش قادر يعمل حاجه قوي في الجلوكوز، لكن بيعمل ايه يا جماعه؟ يرفع الضغط. عشان كده الجماعه تايب 2 دايابيتس دايما تلاقي عندهم ايه يا جماعه؟ عندهم الضغط. النهارده انت عرفت ليه عندهم الضغط؟ الانسولين نفسه الهايبر انسولينوما دي تعمل الضغط. اي حد عنده تايب 2 دايابيتس عنده ضغط، لان الانسولين بيعمل ايه يا جماعه؟ صوديوم اند ووتر ريتينشن. حتى الناس اللي عندهم تايب 1 لما بياخدوا انسولين في العلاج تلاقي اللونج ران عندهم ايه؟ عندهم ضغط. هو بيخرج الصوديوم بره بيعمل صوديوم. لا هو ما بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن بغض النظر عن الميكانيزم ده، يعني مش لازم بغض النظر عن الميكانيزم ده، بس هو الانسولين من الحاجات اللي بتعمل ايه اصلا؟ زي الكورتيزون زي الحاجات دي بتعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، فعشان كده بيرفع الضغط. بيروح عندنا ان هو بيظبط الاي ريسبتورز الفا ريسبتورز بتاعت الادرينالين وكده. ما بيشتغل طبعا على السمباثيتك. ما ناخد الالكترولايت، ما ناخد النيفرولوجي في لما نتكلم على الالكترولايت ديستربنس هنفهم الفيلم ده. بس هو دلوقتي هو بيعمل الصوديوم بيبقى جراديوال شويه، مش زي البوتاسيوم اللي هو دراماتيك. ايه دراماتيك او رابيد اكشن؟ لما ناخد الانسولين هنفهم الكلام ده. في حاجات جراديوال وفي حاجات بتبقى ايه؟ رابيد اكشن. في نظريه تانية برضو ممكن ما تبقاش مهمه قوي بس للحياه. سمعتوا عن حاجه اسمها، عارفين البارو ريسبتورز؟ الريسبتورز اللي في جسمنا اللي بتظبط ايه يا جماعه؟ بتظبط الضغط. هي متظبطه على كام الضغط عندنا؟ الست على كام؟ على 120/80 صح ولا غلط؟ يعني انا لو ضغطي عالي ايه اللي بيحصل؟ لا على طول الباراسمباثيتك يوم يقلل. طب لو ضغطك قوتي تلاقي السمباثيتك ايه؟ ينفعله يعني؟ صح ولا غلط؟ احيانا لما واحد يبقى عنده كرونيك هايبرتنشن يوم يحصل حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ اعاده تظبيط. يعني ايه اعاده تظبيط بقى؟ كل شويه يقول لك هو في ايه؟ هو كل شويه الضغط يعلى، نقوم احنا بقى اللمبه الحمراء تنور ونقوم نقلل الضغط. يا عم هو شكله متعود على كده، سيبه. يوم يحصل الستنج على كام؟ يبقى الطبيعي بتاعه احيانا 160/90 او 160/100. شوف ده بقى الطبيعي. يعني ايه بقى الطبيعي؟ يعني انت خلاص الريسبتورز بتاعتك اتظبطت على كده. يعني انت عارف انت لو عندك ضغطك قل عن 160/100
عارف ايه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك بتعاني من اثار ايه؟ الهايبوتنشن. شفتوا بقى يا جماعه بقى الطبيعي بتاعك كده. على فكره دي النظريه دي مهمه ليه؟ لان انت لو خبرتك قليله لو انت واقف في المستشفى هتلاقي الحاجات دي. تلاقي واحد عنده الضغط وانتوا عارفين عيان المصري طبعا ولا بيقيس الضغط ولا بينايل ولا بيهتم لانه خصوصا هو اسيمتوماتيك ما بيشكيش من حاجه. فتلاقي العيان جاي بقى عنده ضغطه كام؟ 160 100. تلاقيه عالي شويه تقوم انت عندك ضمير قوي تقلله الضغط الكامل. تقول له بص انا بقى عندي ضمير جدا وهتم بيك انا هتطلع من عندي 120 80 وهو طالع 120 80 ده نورمال اهو. يطلع من المستشفى يقول لك الله يخرب بيتك يا دكتور تصدق بالله قبل ما اجي لك كنت كويس انا حاسس ان انا دايخ وهبطان وهمدان وهبتان وهو طالع يقوم يجي له هبوط يقوم واقع في الشارع عربيه ايه يا جماعه عربيه تشيله واخر اخر نظره هيبصلك ايه يا جماعه نظره لوم وعتاب لا يمكن تنساها طول العمر نفس النظره اللي انتوا بصينها لها دلوقتي انا مش عارف ليه. فهو عشان كده يقول لك ريسيتنج. احيانا في ناس متظبطين على كده عشان كده في الاستقبال يقول لك هنقول الكلام ده في التريتمنت ما ينفعش ان انا اقلل الضغط ايه يا جماعه ما ينفعش ان انا اقلله بسرعه وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اوصله لايه للنورمال ان انا اوصله لك للنورمال ده انا محتاج ايه محتاج ايام واحيانا اسابيع يعني ده بعد كده انا هوصله لك بس واحده واحده انا برده مش هسيبك كده انما لازم تبقى العمليه ايه يا جماعه جرادوالي ما ينفعش تنزل الضغط مره واحده هنقول الكلام ده في تريتمنت حتى في مثل امريكاني مش عارف سمعته عنه قبل كده ولا لا عارفينه اللي دايما حتى الامريكان بيقولوا للطلبه عند الامريكان عندهم يعني يقول لك عيان الضغط لو نزلت له الضغط اكيوت العيان بيموت مش عارف سمعته المثل ده قبل كده ولا لا مثل امريكي شهير قوي يقول لك عيان الضغط لو نزلت له الضغط اكيوت مره واحده العيان بي ايه يا جماعه العيان بيموت المهم يعني دي شويه نظريات سيبك منها بقى كلها حماله بالجنزبيل وندخل على السكند هايبرتنشن لا الكرونيك هايبرتنشن الضغط المستمر يبدا يلعب في الريسبتورز دي اصل بص هي عمليه ايه هي اصلا الريسبتورز دي ايه يا جماعه كلها اندر كنترول انت عارف جسمك كله اندر كنترول في ايه سمباثيتك وبارا سمباثيتك الضغط هيقل سمباثيتكك شويه الضغط هيزيد بارا سمباثيتكك اللي هي الحاجات دي التوازن ده اللي موجود بين الاثنين فانت انت عارف ساي اقول لكم بفكره ممكن تبقى ابسط من كده ناس اللي عندهم مثلا سكر لما بيدخل في هايبوجلايسيميا بيحصل ايه اول ما الجلوكوز يقل سمباثيتكك ينفعل صح بينفع بقى بيعمل حاجات هنبقى نقولها في الدايبيتس اللي هو تلاقي نفسك بترتعش تاكي كارديا جامده عرقت جامد زغلله بطنك مش عارف ايه انكزايتي الكلام ده كل بطنك وجعك جدا ابدومينال بين غير عادي تحس انت جعان غير بصوره غير طبيعيه مين اللي بيعمل كده سمباثيتك طب انت لو انت ريكرنت هايبوجلايسيميا العيان المهمل بقى اللي كل يوم يتعرض لريكرنت هايبوجلايسيميا هيجي عليك وقت سمباثيتكك هيبطل ايه بقى اقول لك ايه ده هو انا كل يوم انفعل واللمبه الحمراء والحق وانت مش عارف واعمل الخمس حاجات دول تقوم انت تجري بمعلقه سكر تبقى كويس يقوم سمباثيتكك يبدا ايه يحصل له ادابتيشن يتاقلم عشان كده بعض الناس اللي عندهم سكر من زمان يدخل في هايبوجلايسيميك كوما ويموت من غير الورنينج ساينز هو انت يا ممدوح مش انا حفظتك قلت لك لما تلاقي نفسك عندك تاكي كارديا وبترتعش وعرقان مش تجري تاكل حاجه مسكره يقول لك والله انا دخلت في هايبوجلايسيميك كوما ومت من غير ما ايه من غير ما ادخل على الاعراض دي قول له يبقى انت السمباثيتك بتاعك ايه نفس الفكره هنا لما يبقى عندك الضغط عالي باستمرار باستمرار بقالك عشرات السنين الاف السنين سمباثيتك خلاص بقى هيبقى متنح يعني خلاص هتلاقي الريسبتورز بدات ايه حصل نوع من انواع الريسيتنج دي المهم ده البرايمري سيبك منه انت مش هتعرف اللي هي يا جماعه الاربع نظريات اللي في الاول وبس في نظريه ثانيه بس هتلخبطكم ولو ان انا قلتها في الهارت فيلير اقولها ولا انت سمعت عن ماده اسمها اي ان بي اي ان بي اتريال ماتريوليتك بالطايد طب الاي ان بي ده كان بيطلع منين اتريال طب الدي ان بي بيطلع منين فينتريكل مش البريم صباح يقول لك ايه بي من اتريال طب البي يقول لك بقى اي حاجه بحرف من البريم او لو في طلبه يقول له غلط يا حبيبي مش من البريم من باك يقول له غلط مش من باك يا ابني من ظهره يعني لا ما بيطلعش من ظهره اللي هو فاكر ان اي حاجه بحرف البي وخلاص بيطلع من ما لا هو بيطلع البي ان بي بيطلع منين يا جماعه بيطلع من الفنتريكل الاثنين دول سبحان الله الاثنين دول تعرف عاملين زي ايه المواد دي بتعمل ايه زي اللازكس بالظبط يعني ايه زي اللازكس بالظبط انت دلوقتي لما يبقى ضغطك عالي هتروح السوبر ماركت هتقول انا عايز ايه انا عايز لازكس عشان ينزل الميه يقوم الضغط يقل سبحان الله ان انت قلبك اصلا بيطلع لازكس شفتوا بقى يا جماعه عشان كده اللازكس يقوم يقلل الضغط شويه عشان كده لما ضغطك يرتفع على فكره انت بلاحظها كده هتلاقي نفسك بتخش الحمام كتير شويه مع انك انت ما خدتش لازكس بس هو ايه اللي حصل يا جماعه على طول قلبك انفعل طلع المادتين دول احيانا ناس يبقى عندهم قلبهم ما بيطلعش المادتين دول اللي هو الايه ان بي قليل قوي فعشان كده ده ما عندوش ما يعتبرش عنده ايه لازكس فما بينزلش ميه كتير فعشان كده ضغطه بيبقى اعلى نظريه مش مقنعه ما هي لو كانت مقنعه بالكامل كنا حضرها ايه يا جماعه
حطيناها سبب يعني. انما نظريه هو واحد قعد على قهوه العلماء قال لك هي جت عليا اخبطهم يا عم نظريه اشتغل شغل اللازق. قال لك ايه هو بيشتغل شغل اللازق طبعا هو مش في قوه اللازق بس هو حاجه يعني حاجه ايه يا جماعه على فكره قلنا المعلومه دي فين في الهارت فيلير. اي واحد حد فيكم عنده هارت فيلير اي حد عنده هارت فيلير هتلاقي عنده الماده دي عاليه ده لدرجه انا قلت لكم لو لقيت الماده دي مش عاليه يبقى انت مش هارت فيلير. فاكرين الكلمه دي بس قلنا الانفستيجيشن دي لمين للطالب اللي هو الفراغ العاطفي كلاب العلم فانتوا جايز شكلكم ما ذاكرتوش الحته دي معايا. فالمهم بقى ندخل سكندر هايبرتنشن ايه اللي يعمل طبعا سكندر هايبرتنشن كام في الميه امتى تشك عيل صغير او نيجاتيف فاميلي هيستوري. بس هو السؤال بقى هو ايه الاسباب بص سكندر هايبرتنشن مدام 5% بهم كام سبب 5 صح ومدام 5 لازم اول حاجه تبدا بيهم على فكره ساعات في الامتحان يجي يقول لك ايه النيموريت كوزز اوف سكندر هايبرتنشن لكن هو لو راجل معلم بيحط الامتحان ما يجيبش سؤال كذا انما يقول لك النيموريت ايه بقى كيرابل هايبرتنشن ده واحد قاعد كيرابل هايبرتنشن ده اللي هو كان فين ده في البورتال يعني في البورتال بيت ده هم قاعدين بقى في اللاج كيرابل اللي هو البورتال فين اللي هو اي كيرابل هايبرتنشن اللي هو هايبرتنشن لازم ايه يعالج. طب هو مين اللي بيعالج يعني مش لازم يقول لك اللي هو سكندر يعني معايا في طلبه على فكره يجي كيورابل هايبرتنشن تلاقيه وقف في الحياه عم ساب فراغ كده او عم كاتب له والله يا دكتور انا مذاكر البطنه كلها بس حصلت ظروف ويشرح له الظروف بسرعه في الحته دي ما ذاكرتهاش. ما هي ابني كيورابل هايبرتنشن اللي هي ايه سكندر هايبرتنشن. ايه هي الاسباب بقى اللي بتعمل سكندر هايبرتنشن هم 5 حاجات كم حاجه بقى 5 بس لازم تبدا رقم 1 ما تقوم تطمن على ايه الريت ريت طالب المهرجه الهندي بقى اللي هو الاي كيو ايه تحاضر او اي كيو شمبانزي ده قاعد اي كيو اميبا في الحياه على فكره وانا قلت لكم اي كيو اميبا بيرجع ايه الى الاسباب ويفضل يحفظ وينسى ويحفظ وينسى ويحفظ ويشرب وينسى وقاعد بقى اللي هو ايه يا جماعه رينال ما خدش باله من حاجه ان اي مرض في الكليه يعمل هايبرتنشن اي مرض. ولما ناخد النفرولوجي هنعرف ان الكليه بتاعتك عباره عن ايه اصلا عباره عن بلاد فيسلز طبعا ممثله رينال ارتري معايا وعباره عن البارينكما اللي هو النسيج لان بنقوله بقى في النفرولوجي مش عارف كورتكس على الضلع على حاجه كده. فالمهم انت عندك يا اما مشكله رينو فاسكولار يعني ايه رينو فاسكولار يعني مشكله في الرينال ارتري يا اما مشكله فين في البارينكما نفسها في التيشو نفسه فيسموها ايه يا جماعه رينال بارينكما. والمهرجة الهندي قاعد معانا قاعد بقى يرجع برضو رينو فاسكولار يا ابني ما هو رينو فاسكولار اي حاجه في الرينال ارتري هتضيقه تعمل ايه تعمل هايبرتنشن اي حاجه يعني لما ناخد ده رينال ارتري ستينوزس ده موضوع كامل في النفرولوجي وموضوع مهم جدا وبيجي لوحده في الامتحانات على فكره. رينال ارتري ستينوزس موضوع في النفرولوجي بكل اسبابه اللي من ضمن اسبابه ايه انا مش عايزك تعرف الاسباب بتاعته دلوقتي يعني لما يجي حتى في الشفا ويقول لك اسبابه ايه قول له هنبقى نقولها لك لما ناخد النفرولوجي يقول لك اعتبر ده وعد قول له اعتبر وما تروش وشك بعد كده اللي هو رينال ارتري ستينوزس اي حاجه بتضيق رينال ارتري انت عارف ابسطها ايه في حاجات كتير فاسكولايتس على مش عارف يحصل ديس ايه كلام كتير لكن واثر اسكوت حاجات كتير بس اسبابها في سبب اهم سبب ايه اديو بس كونجنتال كونجنتال بالذات في مين بقى في الفيميل. على فكره معظم الستات تحس ان الرينال ارتري عندهم مش متظبط ستات كتير جدا يروحوا النهارده كده يعملوا الترا ساوند هيلاقوا ايه يا جماعه رينال ارتري مش متظبط. والحصه اللي فاتت عرفنا ان ايه كمان مش متظبط الميترال فالف اعملوا ايكو بالمره تلاقوا الميترال فالف برده فيه ريجرش معايا ولسه احنا قاعدين لسه في اول ايه بس هو في حاجات كتير مش بده بس هو عموما بيبقى ستات كتير عندهم ايه يا جماعه رينال ارتري ستينوزس. بس عايز اقول خبر حلو ليه ان ممكن ستات يبقى عندهم يروحوا يعملوا الترا ساوند يطلع عندهم ايه رينال ارتري ضيق شويه بس مش عامل لهم مشكله وممكن نفس ذات الفيميل دي بعد كام سنه تقوم تدخل في هايبرتنشن برايمري هايبرتنشن عادي يعني مش اي واحده ست عندها رينال ارتري ستينوزس يبقى هو عندها يبقى عندها سكندر هايبرتنشن. على فكره وده مطب وقح من مطبات الطب يعني ساعات تلاقي واحده في ميل داخل عليك عندها هايبرتنشن حلو الكلام يقوم الدكتور اللي هو بقى الشكاك اللي هو بقى اللي ماشي زي ما الكتاب بيقول بالظبط ولا بقول لك ايه يا الفت روح اعمل لنا الترا ساوند تعمل الترا ساوند تلاقي الرينا الارتر عندها ايه ضيق يقوم بقى هو دكتور متسرع يقول لها ايه روحي يا الفت انت عندك ايه سكندر هايبرتنشن وهو اللي عندها برايمري ورينا الارتر سيروزز ده ما عملش حاجه. نفرق ازاي طبعا لنا موعد ولقاء بس فين بقى في النفرولوجي عشان الاثاره والترقب والتشويق والمتعه تقول امتى بقى الراجل ده يجي يشرح نفرولوجي عشان نعرف ايه يا جماعه نفرق ازاي لان ده فعلا مطب وقح جدا في الطب على فكره. انت المهم يعني اي حاجه بتضيق رينا الارتر طب رينا البارينكيما اجيب من اخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه
نجيب من الاخر. نجيب من الاخر ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، اي مرض في الريق في البارينكيما، اي انت عارف يعني ايه اي مرض؟ يعني الفهرس، الفهرس بتاع النفرولوجي. عشان كده الطالب، مين الطالب المهرجه الهندي؟ ما في طلبه كده بقى يرجع النهارده ويفتح بقى مذكرات صفرا وقعد بقى بيذاكر يا جماعه كرونيك رينال فيليا، اكيوت رينال فيليا، جاوتي نفروسي، تبر خلاص مش عارف ايه، بروميلوفرايتس، النفريتك سندروم، وقعد بقى بيذاكر ايه يا جماعه ويحفظ. يا ابني وانت خدت المواضيع دي؟ لا. طب ما هنبقى نعرفها فين؟ في النفروش. وعشان كده انا هقول لك كلمه تلخص كل الكلام ده. على فكره هتلاقيني كاتب رينال هايبرتنشن، ده موضوع لوحده بعد موضوع الهايبرتنشن، بس مش هشرحه في كارديولوجي، بحب اشرحه فين بقى؟ في النفرو. اللي عايز يقرا يقرا من دلوقتي يعني لحد ما ناخده في النفرولوجي، لان مش هتفهمه غير في النفرولوجي. نفرو ما تفهم الكليه اصلا جت ازاي وليه الضغط عالي. بس هو عموما انا هقول كلمه من الاخر، كل امراض النفرو الفهرس بتاع النفرولوجي يرفع الضغط ما عدا مرض واحد بس، اظن يبقى طالب نحس. لو جيت تالف انت مالف في المرض ده، ده انا ماليش دعوه بيه. اصل الطالب ده يا جماعه حتى والله لو هيطلع اول على الدفعه هيطلع من المستشفى ربنا يبتشيه. يعني اللي هو عندك فيه اكتر من 20 30 مرض يا راجل يا ظالم. يعني انت هتكتب 30 مرض، مرض واحد بس ما بيعملش ضغط. بس هو الصح بقى وانت بتذاكر تعرف المرض ده ولا تعرف الامراض اللي بترفع الضغط؟ تعرف المرض ده. المرض ده اللي هو ايه بقى؟ يقول لك اللي هو نفروتك سندروم. برافو عليك. نفرو، لا ده النفريتك بقى ده يا راجل، ده النفريتك ده اهم كلمه فيه هايبرتنشن. اهم كلمه ده هو النفريتك ده، مشكله العيل اللي عنده نفريتك سندروم اللي بيموت بسبب ايه؟ الهايبرتنشن، الكومبليكيشنز بتاعه الهايبرتنشن. نفروتك، بص النفريتك ده اكيوت، حتى في الاطفال خدته ايه يقول لك ايه؟ نفريتك اكيوت، نفروتك كورونيك، صح؟ فكان النفروتك، لا لا لا، النفروتك ما بيرفعش ضغط الا في حالات معينه، في اربع حالات. انما الاصل في الموضوع النفروتك ما بيرفعش ضغط. يا جماعه ده النفروتك عنده قديمه، يعني الدم ساب الدم وطلع بره، يعني فيها هايبوفوليميا. امتى الضغط يعلى؟ لو كان بقى نفريتك نفروتك، او لو كان السبب اللي عامل نفروتك كولاجين ديزيز، او العلاج بياخد كورتيزون، او السكر مش عارف هو اللي عم. في حالات ده دي استثناءات، انما كله بيرفع الضغط ما عدا ايه يا جماعه؟ نفروت. طب اكتبوا الكلمه دي، كله بيرفع الضغط ما عدا النفروتك سندروم. بس انا عايز ادردش معاكم بقى شويه، اي مرض تاني ما تحفظهمش بقى، ما احنا هنبقى ناخدهم بعد كده. لكن دردش، هو ليه الكليه لما تبوظ ضغطك يعني ليه؟ هو او على فكره كليتك لما تبوظ الضغط يلعب حوالي 5 او 6 ميكانيزمات برضه، بس احنا نعرفهم في النفرولوجي. لكن من دلوقتي ليه كليتك لما تبوظ ضغطك يعلى؟ عشان ابسط حاجه، عشان بالظبط صوديوم هاند ووتر ريزيشن، زي مثلا يا جماعه ماشي الميه مش هتنزل فضغطك يعلى، زي كرونيك رينال فيلير مثلا. رينال، بس رينال اكتر في الرينو فاسكولار، انت واخد بالك؟ يعني لما يحصل حاجه في الرينال ارتري زي ايوه بروستا جلاندين. هو انتوا ما تعرفوش يا جماعه ان في نوع من انواع البروستا جلاندين بيطلع من الكليه؟ فازو دايليتور بروستا جلاندين. بس دي عايز واحد ذكي عشان يحسبها بقى. هي الكليه بتطلع فازو دايليتور بروستا جلاندين. فازو ايه؟ دايليتور. فالكليه لما تبوظ يقوم يحصل ايه؟ مش هتطلع فازو دايليتور، يقوم يحصل ايه يعني؟ فازو كونستركشن. هو الضغط ايه غير ايه؟ فازو كونستركشن. بس انا بص ده موضوع كبير قوي اسمه رينال هايبرتنشن، هنشرحه في النفرولوجي احسن. واحد رينال، اثنين اندوكراين. برضو انا مش عايز، برضو انت بتذاكر يا جماعه كل حاجه اعرف انت بتذاكرها امتى، لان هنا الاسباب هتدخلك في منهج الاندوكراين كله. مثلا هل انت هتذاكر منهج الاندوكراين؟ لا، احنا هنعرفها لما ناخد ايه الاندوكراين. فعشان كده انا هقول كلمه بقى، اندوكراين غدد صماء. غدد صماء زي ايه؟ معلومات عامه يا جماعه، احنا ما خدناش اندوكراين، بس اكيد عارفين ان في حاجه اسمها غدد صماء في جسمنا، صح؟ وعارفينها ولا مش عارفينها؟ يعني عارفين في كده حاجه في الدماغ اسمها بيتيوتري جلاند، هايبو ثالاموس، عارفين الحاجات دي؟ عارفين هنا مثلا في غده اسمها ثايرويد، في كمان باراثايرويد، صح؟ عارفين الكلام ده معايا؟ طب انا بص انا اجيب من الاخر، لان احنا برده ما خدناش اندوكراين. مش احنا قلنا كل امراض الكليه ما عدا مرض واحد بيعملوا هايبرتنشن؟ كل الهايبرات، كل الغدد الصماء الهايبر بتاعها يعمل هايبرتنشن، ما عدا غده واحده الهايبو بتاعها يعمل هايبرتنشن. شفت بقى؟ فعشان كده وانت بتذاكر اي غده الهايبر بتاعها يعمل هايبرتنشن. يعني هايبر يعني ايه؟ اللي هو زياده مع اي غده هيبقى فيها نوعين من الامراض، يا هايبر زياده في افراز الهرمون، يا هايبو نقص في افراز الهرمون، صح؟ هايبر يعمل هايبرتنشن ما عدا غده واحده الهايبو بتاعها يعمل هايبرتنشن. اقول الغده دي ونخلص ولا اقول الهايبرات؟ وانت بتذاكر الذكاء بيقول ايه؟
تعرف ان الغده اللي الهايبو بتاعها بيعمل هايبرتنشن والباقي كله الهايبر بيعمل هايبرتنشن. ايه الغده دي؟ معلومات عامه. ثايرويد. هو مين اللي عنده هايبرتنشن، الهايبو ولا الهايبر ثايرويدزم؟ الاثنين. بس يبنتوا لو انت قلت الاثنين يبقى انت مش فاهم. ايوه انا النهارده بتكلم عن مين، ما بتكلمش خالص عن سيستوليك، فانا عشان كده ما بتكلم عن دايستوليك هايبرتنشن. مين اللي يرفع الضغط، الهايبو ولا الهايبر؟ الهايبو. هايبو ثايرويدزم ترفع الضغط. حد عنده هايبو ثايرويدزم؟ ده ضغطه ايه دايما؟ ضغطه عالي. ليه ضغطه عالي؟ هو الثايروكسين بيعمل ايه؟ الثايروكسين فازو دايليتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ الثايروكسين بيوسع ولا بيضيق؟ اكيد بيعمل ايه الثايروكسين؟ هرمون الثايروكسين. احنا هناخد الكلام ده في الاندوكراين بس معلومات عامه. الثايروكسين بيوسع يا جماعه، الثايروكسين بيعمل فازو دايليتور. الثايروكسين ده يخلي شايف البلاد فيسل دي واسعه جدا. معايا ولا مش معايا؟ طيب عشان كده الثايروكسين لما يقل يقوم يحصل ايه يا جماعه؟ فازو كونستريكشن. عشان كده الناس اللي عندهم هايبوثايروديزم بيبقى عندهم الضغط ايه؟ عالي. الهايبوثايروديزم ليه بقى الهايبوثايروديزم بيعمل هايبرتنشن؟ لان الثايروكسين قليل. الثايروكسين اللي عندنا عامل لنا شويه فازو دايليتيشن. لما الثايروكسين بتاعنا ثايروكسيننا يقل يقوم يحصل فازو كونستريكشن. هو ده الناس اللي كانوا بيقولوا ان يعمل الاثنين بقى. الهايبر ثايروديزم المفروض بيعمل هايبوتنشن. الهايبر ثايروديزم لان الثايروكسين كتير فيحصل فازو ايه؟ دايليتيشن. فيقوم الدايستوليك بلاد بريشر يقل. بس السيستوليك بلاد بريشر بيزيد ليه؟ لان هناخد ان الهايبر ثايروديزم بيعمل هايبر دايناميك سيركيليشن وبيزود الكونتراكتيليتي. فلما يزود الكونتراكتيليتي بتاعت عضله القلب الستروك فوليوم ايه؟ يزيد. فانا قلت الستروك فوليوم بيزود السيستوليك بلاد بريشر. عشان كده لما تيجي تقول الهايبر ثايروديزم يعمل ايه؟ يعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. لازم تحدد. انما الهايبو ثايروديزم ده اللي بيعمل هايبرتنشن. قولوا لي صح ولا غلط؟ هايبو ثايروديزم يعمل هايبرتنشن. واسكت صح. هايبو. طب الهايبر ثايروديزم يعمل هايبرتنشن؟ غلط. انما عشان تبقى صح لازم اقول ايه بقى يا جماعه؟ نوعين الام اس كيو كده، لان انت ساعات ما تبقاش فاهم دماغ الراجل اللي حاطط الامتحان. هو انت عارف ان هو بيعمل هايبرتنشن؟ لا، هو ما بيعملش هايبرتنشن. هايبر ثايروديزم تعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. بقيه الغدد بصوا بقى يا جماعه هقولها بس انت ما تذاكرهاش. ليه ما تذاكرهاش؟ لانك بتضيع مجهود على الفاضي. لان هنقول الكلام ده فين؟ كل موضوع هقوله دلوقتي دي حصه كامله. يعني مثلا نبدا بالبيتيوتري. يلا حد يقول بيتيوتري. عارفين بيتيوتري جلاند؟ انت اللوب وال انتيريو لوب والبوستيريو. عارفين الكلام ده؟ حاسس ان معلوماتكم فعلا قريبه من معلومات محمود عبد العزيز فيلم والله قريبه. يعني اللي هو البيتيوتري جلاند في انتيريو لوب. طب قولوا لي مرض، مرض زياده في بيبقى في هايبر في البيتيوتري. سمعتوا عن مرض اسمه اكروميجالي؟ اللي هو زياده في افراز مين؟ جروس هرمون. اللي هو اكروميجالي في جانتيزم خدتوه في الاطفال. عارفين لؤي؟ لؤي اللي بيطلع في الافلام عارفينه؟ لؤي اللي هو عارفه. اسمه اشرف بتاع كبير ده. ايوه اه بالظبط، برافو عليك. طب ما انتوا كاسينه هو عارف. طب امال لؤي ده بتشوفه لما بيجي يتحرك ده اكروميجالي. جانتيزم مندبل بيتحرك على الشاشه، باخد بالك المندبل ولا ايده جروف بتسلم على جروف. فالمهم يقول لك الاكروميجالي، يقول لك العيان ده هرمون النمو اللي هو الجروس هرمون عنده عالي قوي عالي قوي، فكل حاجه فيه بتنمو حتى الضغط بيعلى. عشان كده الاكروميجالي لؤي ده بقى عنده الضغط. والله العظيم لازم اي واحد عنده اكروميجالي لازم بتاع عنده ايه يا جماعه؟ عنده الضغط. ساعات الناس الفضوليين اللي بيذاكروا البطن احنا معاهم بقى. ولو ان انا برده ما بحبش انا ليه اللي هو الفضولي. الفضولي يقول لك طب هو ليه الاكروميجالي بيرفع الضغط؟ احلى اجابه ايه؟ قولوا ان انا اللقاء فين؟ في الاندوكراين. لكن انا لان ده موضوع هنشرحه لوحده في الاندوكراين. لكن سؤال انت لو بتالف الاجابه تالف ايه؟ انا برضو ساعات اللي هو واحد هو بص الاكروميجالي بيرفع الضغط عشان حاجتين منهم. حاجه لو جبت مين؟ لو جبت مرتضى منصور وقلت له ليه الاكروميجالي بيرفع الضغط، حاجه لو جبت الليمبي هيقولها. بص انا اقول لك على حاجه في كليه العلماء هتتعلمها بعد ما تخلص تخش على قهوه العلماء كده. بص يا ابني اي حاجه بترفع الضغط وانت مش عارفها استباح سجلاتات يرفع الضغط ليه؟ هتقول له والله اتفكر كده شويه، تقول له صوديوم اندوتر تنشن. ده ابسط حاجه. وعلى فكره تقوم تطلع بالحظ الاكروميجالي فعلا بيعمل صوديوم اندوتر تنشن. بس هو انت تفتكر الدكتور اللي هيسال السؤال ده في الشفوي هيبقى مستقنيس منك ومتكيف لما يسمع صوديوم اندوتر تنشن؟ ما الليمبي هيقول له نفس الاجابه. هتلاقي الليمبي والله لو دخل امتحان وعبله كامله وفاره بره يا ليمبي صوديوم اندوتر تنشن عشان ده كلام اي حد. هو ما بيسال السؤال. الحقيقه علمتني ايه بقى؟ الحقيقه علمتني او ننجز بس يا جماعه عشان نخلص.
هيعلمتني ان الدكتور اللي بيسال السؤال ده عايز يسمع حاجه ايه هي، مش صوديوم ادوات ريتينشن، ليه الاكروميجا اللي بيرفع الضغط حاجه انت المفروض تشغل دماغك تقول هو جروس هرمون ده اللي هو هرمون ايه اللي هو بينمي كل حاجه، بينمي بقى عضل ثلاثه عين هنبقى نقولهم عضلاتك على عظمك على اعضائك كل حاجه بحرف العين بتنمي اعضائك. من ضمن اعضائك ايه على فكره؟ بلاد فيسل. ايه اللي بيبطن البلاد فيسل من هنا؟ بس بص للاندوثيليوم كل اللي عايز اقوله وصل خالص، واحيانا اكون استنت ابلغ من كل مره. اندوثيليال هايبربليزيا، واندوثيليال هايبربليزيا وما يحصل فازه ايه؟ كونستريكشن. وهو الضغط ايه غير ايه؟ بس كده. عشان كده لما يجي يقول لك اكروميجا اللي بيرفع الضغط ليه، او بدل ما تقول له صوديوم ادوات ريتينشن اجابه الليمبي، قول له لا، قول له اندوثيليال، قول له يا لئيم انت عايز تسمع ايه، قول له مش اللي في اندوثيليال هايبربليزيا معايا. انزل لتحت شويه تلاقي الثايرويد، الثايرويد خلاص قلنا الهايبو بيرفع ليه، بيرفع الضغط. الهايبر عايز تقول بيرفع الضغط، لازم تحدد ايزوليت السيستوليك هايبرتنشن. طب في غده ثانيه هنا ولا ما كانش فيه؟ مش عارف فاكرينها ولا لا. غده حقيره كده اسمها ايه يا جماعه؟ باراثايرويد، اللي كانوا اربعه بيبقوا عددهم اربعه تاني. طبعا هايبر ليه؟ هايبر لان كل الهايبرات بترفع الضغط ما عدا خلاص بقى مش قصه يعني. لما نبقى ناخد الاندوكراين هنعرف ليه اصل. بس انتوا عارفين هو ايه يا جماعه؟ هايبر كالسيميا، هايبر باراثايرويديزم بتعمل هايبر كالسيميا. بالمناسبه ايه الدول اللي خدناه بيعمل هايبر كالسيميا وبسرعه؟ سايزايد ولا لازكس؟ سايزايد. اشمعنى؟ سايزايد خلاص. واللازكس؟ لازكس. بس هو عموما هايبر باراثايرويديزم بتعمل هايبر كالسيميا، الهايبر كالسيميا ترفع الضغط. تلاقي بقى واحد قاعد اغبى واحد في العالم اللي هو قاعد تلافيفلس، مفيش تلافيف في دماغه. يقول لك هو ليه الهايبر كالسيميا اصلا ترفع الضغط؟ ده انا اقول له اقول له يا راجل بس كده. طبعا يعني تزود ايه؟ الكالسيوم ده بس كونستريكشن. ايوه فازو كونستريكشن يا جماعه، هو ده الاهم. لانه بيعمل اصلا ما هو بيشتغل على السموث ماسل، بيعمل كونتراكشن للسموث ماسل بتاعت الارتريولز اللي هي فازو كونستريكشن. وهو الضغط ايه غير ايه؟ بقول له كده في شفه بجد، اقول له هو الضغط ايه غير فازو كونستريكشن؟ يقول له بقى يقول لك بس كده. هو في يقول له هو رد عليك يقول لك هو ايه الاهم من الصفر. طيب ندخل بعد كده نقول لك ايه بقى ده كده اللي هو الهايبر باراثايرويديزم. ندخل بعد كده ننزل لتحت شويه نلاقي ايه يا جماعه؟ سوبرا رينال. سوبرا رينال الجلاند اللي هي ثلاث طبقات. وايه يا جماعه؟ ثلاث طبقات واسفل. ثلاث طبقات اللي هم ايه اصلا؟ اللي هم الكورتكس، طبعا هنا طبعا هنا وطبعا هنا، وفي عندنا المضلع. يلا حد يقول الطبقه اللي فوق. الطبقه اللي فوق اللي هي بتطلع ايه؟ الطبقه دي لا الادرينالين بيطلع من المضلع. طبعا اللي فوق اسمها ايه يا جماعه؟ انتوا لا لا انتوا فارما ضايعين. قلت ماشي. ايوه ده كورتكس ثلاث طبقات. الطبقه اللي فوق بتطلع ايه؟ الدوسيرو. لا 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 مش عارف الزونه خلاص ما تقولهاش يعني اللي هو ايه الريتيكولار زون تحت. بص بقى الطبقه اللي فوق دي اللي هي بتطلع ايه؟ الالدوسيرو. يعني انتوا حافظين الزون بس ده انتوا كمان مش حافظين الزون ومش الطبقه. بصوا يا جماعه بالنسبه لكم بصوا ولا زون ولا بتاعه. الطبقه اللي هي اللي فوق طبعا اللي فوق بتطلع ايه؟ الدوسيرو. معايا ولا مش معايا؟ اللي هو لما الدوسيرو يبقى كتير حصل تيومر هايبربليزيا ادينوما بتاع يوم يطلع ايه هرمون اسمه الدوسيرو اللي هو مرض اسمه ايه؟ كونز. كونز بيطلع ايه يا جماعه؟ فجاه تيومر يطلع الدوسيرو. طبعا الدوسيرو بقى بيعمل ايه؟ هيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. هنا بقى في سبب. فاكرين الانجليزي الغبي اللي قال الالدوسيرون بيبقى عليه من غير سبب؟ انما هنا في سبب. انت هتروح هنا هتلاقي فيه ادنوما، تلاقي فيه تيومر في السوبرا رينال كورتكس بيطلع الالدوسيرون. مرض اسمه كونز. عشان كده كونز بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل هايبر تنشن. على فكره هنعرف ان الهايبر تنشن في الكونز ما بيبقاش سيفير قوي. بلاش في طبقه ثانيه هنا دي مش عارفينها. انا ممكن يجي لي كوشي اقسم بالله يعني مش الدرجه دي بقى. في هنا طبعا انت عارف انت اسامي الزون بقى زونة ايه؟ زونة كورتيزون؟ لا زونة ايه هنا؟ فاسيكولاتي. زونة فاسيكولاتي. بقول لك ايه ولا بتاع اسامي؟ اسامي دي طبعا في النص. بتطلع ايه؟ كورتيزون. كورتيزون طبعا بيرفع ضغط. فكوش طبعا يعني دي بقى معلومة ده هنبقى نقول بقى الموضوع ده في الاندوكراين. بس خد بالك. طبعا في الاندوكراين. طبعا. ده في الاندوكراين حصة كاملة يا جماعة كوشنج. عشان كده الطالب الغبي هو اللي بيعمل ايه يا جماعة؟ ما هو ده بقى الطالب الاي كيو شمبانزي. ده يرجع النهاردة بذاكر ايه؟ سكندر هايبرتنشن. اتصل بيه الساعة 5 بعد المغرب بذاكر الكوزز. تيجي تتصل بيه الساعة 10 بتعمل ايه؟ لا ما انا لسه في كوزي يا ابني. يا ابني ما الكلام ده هيجي فين؟
في الاندوكراين هو كوشنج. انا من رايي اما يقول لك كوشنج بيرفع ضغط ليه اقول له ما اعرفش، هنبقى نعرفها امتى في الاندوكراين يا جماعه اللي هو البرانش الجاي على طول. بس هو عموما انا بحب حتى اما بناقشكم انا عايز اعرف دماغكم، دي حاجه انا بعملها لنفسي عشان استشف الكلام المعلومات اللي في دماغكم ايه، واستشفتها تقريبا يعني. بس هو يعني انا اقول لك مثلا ان الكوشنج ليه بيرفع ضغط، انا عايز اعرف ليه كوشنج بيرفع الضغط. ليه ابدوستيرون اكشن؟ حلوه الاجابه دي على فكره فعلا ماشي. وايه كمان؟ فبيعمل صوديوم ادوترتنشن. بس وانت بتقول صوديوم ادوترتنشن ايوه هي دي الاجابه. امال ليه هيقول برضه صوديوم ادوترتنشن يا جماعه؟ وانت بتقول صوديوم ادوترتنشن ما تبقاش فرحان بنفسك قوي. ده طالب واقف على بالي يهز لك راسه في الشفا ومبسوط قوي بنفسه. صوديوم اللي هو صوديوم ادوترتنشن شفتنا يا دكتور، خدت بالك من الاجابه دي؟ عجبني اه الحته دي. فهو لا هو عايز يسمع ايه؟ عايز يسمع اجابه انا قلتها قبل كده. كورتيزون بيرفع الضغط ازاي؟ ده ايه؟ بس ايه اللي بيجي ده يعمل فازو كونستريكشن؟ كاتكولامين. لا كورتيزون يبقى انت بتقول على بعض. كاتكولامين ده اللي كي يشتغل عشان يعمل فازو كونستريكشن. عايز حاجتين، ملح. عايز ملح وكورتيزون في الهارت فيلير. عشان كده الملح بطريقه غير مباشره بيعمل فازو كونستريكشن لانه بيسهل عمل الكاتكولامين. وكما الملح الكورتيزون. الكورتيزون كده برضه. شوف كما الملح، والله اكتب الكلمه دي يا جماعه، وكما الملح الكورتيزون. فجوه ثقافيه هائله بينه وبينه. وكما الملح ايه؟ الكورتيزون برضه يبقى الكورتيزون عمل بقى ايه؟ ده انت ضربت حجرين بعصفور واحد. ايه بقى الحجرين اللي بعصفور واحد؟ اول حجر اللي هو عملت ايه؟ صوديوم ادوتر تنشن. طب الحجر الثاني؟ سهلت عمل الكاتكولامين. عشان كده يا جماعه هو ينفع واحد عنده الضغط بياخد كورتيزون؟ والناس اللي بياخدوا كورتيزون هتلاقي ضغطهم عالي، لان ده انت ضربت حجرين بكام؟ بعصفور واحد. ده ثلاث احجار. اه برافو عليك. لان في حجر ثالث اللي هو الدوستيرون لايك. بس الدوستيرون لايك مع عن طريقه بيعمل ايه؟ صوديوم اند ووتر تنشن. طيب ندخل بعد كده في ايه كمان؟ المضله. طبعا سمعتوا عن مرض اسمه انا مش بقول المضله. المضله يا جماعه دي بتطلع كاتكولامين. طب اللي هو مرض فيه كرومو سايتوما، مرض احقر امراض العمر. والله لما ناخده فعلا هتفضل طول الحصه افضل ارفع يعني هترجع الحصه صدى صوتها يفضل يجيلك احقر امراض العمر العمر العمر. لان في كروموسايتوما فعلا بتعمل ايه؟ بتطلع كاتكولامين. عيب المرض ده ايه؟ ان الهايبرتنشن يمتاز بانه، اكتبوا بقى الكلمه دي مش عارف انا كاتبها ولا لا، يمتاز بانه باروكسيزمالا. اكتبوها بالعربي الله يخليك. يمتاز بانه باروكسيزمالا. عارف كلمه باروكسيزمالا دي ماساه؟ طبعا مأساة، لان يبقى كذاب وقليل الادب اللي يقول لك انا بشخص فيه كروموسايتوما من اول مره. يقول لك ايه؟ تلاقي واحد دخلك المحاضره وانا يا جماعه في عيادتي امبارح دخل عليا ممدوح كان عنده فيه كروموسايتوما، لقطته على طول في ثانيه قلت له روح يا ممدوح انت فيه كروموسايتوما. ده يبقى كذاب، لان غالبا واحد باروكسيزمال هايبرتنشن هتشخص ايه يا جماعه؟ تشخصها في منتهى الحقاره اللي في الدنيا. واحد عنده الضغط حتى لو بيروح وبيجي هتشخصه ايه؟ يا سلام. طب ما انت الضغط لما يجي لك ضغط، هو الضغط هيجي لك كده هتنام تصحى تلاقي نفسك عندك هايبرتنشن؟ لا، هيفضل يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي لحد ما يجي وايه؟ وما يروحش. فعشان كده بقى غالبا بيبقى تشخيصه رخم. هنبقى نقول بنشخصه ازاي؟ لما تشك فيه، وده مرض قاتل، لان لو شخصته ضغط عادي وعالجته علاج الضغط العادي قد يموت منك. هنعرف ليه قد يموت في الاندوكراين بقى. طيب نسينا اهم غده. في غده هنا كده اسمها ايه؟ معده ولا ايه؟ في غده هنا كده بنكرياس. مرض ايه طبعا؟ سكر. طبعا ده السكر. السكر بيجيب ضغط ازاي؟ بكام ميكانيزم؟ ستة لا في كتاب الاندوكراين ستة. ليه ازرق كده؟ طبعا ما يجيش برضو واحد مهرجه هندي. انا يا جماعه ما هي دي النقطه، تلاقي واحد برضو مهرجه هندي. لا، تلاقي واحد بيذاكر كده اللي هو مذكرات صفراء قاعد دايابيتس بيجيب سكر ست ميكانيزمات. والله يجي ياخد الاندوكراين تلاقيه مش عارف مش فاكرهم اصلا، واللي هو ولا هيفضل هم ست. بس انا عايز يهمني في الشفا واقول له ايه؟ قول له ست ميكانيزمات ما لهمش سابعه. يقول لك ايه هم؟ قول له اما ناخد الدايابيتس انا. بس انت على فكره نفسي بقى لما اجي اشرح الدايابيتس تقول لي ايه هم الست ميكانيزمات؟ لما انا عارف انا خلاص حفظتكم. هيجي اليوم انا هو الزمان هو بينا اهو، هيجي اليوم اللي بشرح فيه دايابيتس. ايه يا اولاد، السكر بيجيب ضغط ولا ما بيجيبش؟ ايه يا دكتور، بيجيب ولا ما بيجيبش؟ انا نفسي بقى اجي اشرح اقول بيجيب ولا ما تقولوا لي ايه هم الست ميكانيزمات. على فكره انتوا تقدروا تجيبوا منهم كام؟ والله العظيم تقدروا تجيبوا منهم من الستة أربعة. هو المفروض خلونا برضو أكون واقعي، لو ناس واقعيين ومنطقيين يجيبوا منهم أربعة. المفروض تجيبوا منهم كام؟ ثلاثة. تجيبوا والله يعني مثلا فيهم واحدة أنا لسه قايلها علاج السكر بيجيب ضغط.
يعني مثلا فيهم واحده انا قلتها قبل كده في الهارت فيليا لما قلت لك هو مرض السكر يعني السكر عالي في الدم ولا صايع في الدم؟ على فكره الكلمه دي علميه قوي يا جماعه. السكر صايع في الدم. صايع يعني ايه صايع؟ ده شغله ولا مشغله؟ ما هو اصل وظيفه الجلوكوز ايه؟ شنو هو يخش جوه الخليه يتحرق يطلع طاقه؟ طب مين اللي بيدخله؟ انسولين. طب ما فيش انسولين قاعد بقى. ده انت زمانك بتقول يا ريتني كنت جلوكوز في واحد عنده سكر. ده شغله مش ولا بتتحرق ولا مقضيها؟ مقضيها طبعا بقى. اي واحد صايع بيعمل ايه اول حاجه؟ اي انسان صايع بيبقى طول النهار فين؟ لا في الشوارع. في الشوارع قاعد بقى في الشوارع. ايه يا جماعه؟ قاعد لك في النواصي. قاعد على النواصي. النواصي واقف كده وقاعد بسجاير وبتاع وقاعد عكس اللي يا جماعه اللي رايح واللي جاي. شفت انا بقول ايه؟ واقف في الشوارع يعني في البلاد فيسل تلاقي الجلوكوز عمال لك جلايكوزيليشن هنا. تلاقي البلاد فيسل بقت ايه يا جماعه؟ جلايكوزيليتد. طبعا جلايكوزيليتد يعني ايه؟ يعني ده وهو الضغط ايه غير ان هي دي. حتى لو ميها سالت سؤال وقلت لكم مش هيجاوبوا غير الصيه فاكر؟ وقلت لكم الناس المحترمه ما بيعرفوش يجاوبوا السؤال ده. لما ناخد السكر هو طبعا قاعد بقى مضيها والنهارده اربس ازايه لا وايت بلاد سيلز ازايه لا بليتلتلايه واكيد واحده طبعا من دول هتقوم تجيب بقى صح. بس قلت لكم الرزق بيبقى اكتر في البلاد فيسل الكبيره الشوارع الرئيسيه ولا الشوارع الضيقه الجانبيه الحواري الضيقه الضلمه الحواري الضيقه الضلمه. عشان كده السكر لما يجي يقول لك في الام اس كيو هو بيعمل مايكرو اكتر ولا ماكرو انجيوباسي اكتر؟ مايكرو انجيوباسي. دايما السكر دايما ريتينوباسي نيفروباسي نيوروباسي. هو برضو بياخد الشوارع. ما انت برضو ما فيش مانع تطلع في شارع رئيسي يعني ولا ايه؟ تطلع عادي. انما برضو ايه؟ انما الرزق بيبقى اكتر وانت بشوف في الحقيقه اللي ايه يا جماعه في الشوارع الضيقه الايه اللي هي كده. فالمهم يقول لك ادي كده ميكانيزمين. تعرف تقول ميكانيزم ثالث؟ انا مش عايزك تعرفهم ومش عايز اقولهم دلوقتي وهقولهم في الدايبيتس بالتفصيل. بس انا عايزك تتمرن على تشغل دماغك بس مش اكتر. تقدر انت ممكن تفاجئ النهارده وانت بتذاكر كوبايه شاي كده وفنجان قهوه وسجاره وانت على كرسيك الهزاز قدامك الفيول الهزاز انك جبت السته. ده انت تقوم تتحزم وترقص في البلكونه وتجيب الفيول الهزاز والله يرقص معاك. اللي هو فيه يا جماعه اللي هو الانسولين. ايوه ما الانسولين ما احنا قلناها مش صدى صوت بقى. ما احنا ماشي ما دينا. او مثلا رينال ارتري ستنوز. مش يا جماعه اذا ذكر سكر ذكر حاجه اسمها دايابيتك نيفروباسي. دايابيتك نيفروباسي ففي رينال. ماشي رينال ارتري ستنوز. على فكره دينا ارتر سلوز السبب ودايبيتك نفروباسي السبب تاني. يعني دول اربع اسباب. يعني احنا قلنا اربع اسباب واحنا سابين ايدينا بيجوا مع بعض. بيجوا مع بعض اسوشيتد. بس لما تيجي تقول له بيجوا مع بعض دي هيقول لك اسمها ايه؟ اصل بيجوا مع بعض دي ما تنفعش في طب. ايوه بيجوا مع بعض اللي هو ابقى هيقول لك اسوشيتد يعني ايه حاجه اسمها سندروم ايه؟ سندروم اكس بتاع مستر اكس. سمعت عنه؟ ايوه اخطر سندروم اكس الاخطر راجل في العالم. برافو عليك. اللي هما بيسموه انتوا جايز عارفين اسم تاني اسمه ميتابوليك سندروم. ده بيجي في الامتحان لوحده يقول لك ديفاين سندروم اكس. ايه سندروم اكس ده؟ او ميتابوليك سندروم اللي هو كان عباره عن ايه؟ كان عنده اربع حاجات. هو عباره عن عيان حقير عنده اربع حاجات مع بعض. تعرف السؤال ده بيجي في الام اس كيو مهما تكون مذاكره. طبعا كلكم اكيد مذاكرين سندروم اكس او فاكرينه. بس بيجي سؤال في الام اس كيو عشان تعرف وقاحة الام اس كيو. انا اسال سؤال في الام اس كيو دلوقتي كلكم هتغلطوا فيه. يقول لك ايه سندروم اكس ده واحد عنده اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ منهم حاجتين انتوا عارفينهم مبدئيا. ده لو واحد قاعد مش عارف حاجتين منهم ده نارته وانا قاعد. ده انا جيلي ضغط سكر وانا اقسم بالله. لان انا اصلا بتكلم على الاسباب اللي بتعمل تخلي عيان السكر يدخل في ضغط. ومع ذلك في ناس قاعده برضه ايه اربع حاجات مش عارفين منهم واحده. اللي هما يقول يا بنتي اول واحده ضغط وسكر. صوتك رجع ولا لسه يا بنتي؟ ضغط وسكر. طب الحاجه الثالثه اوبيستي بيبقى تخين وعنده ضغط وعنده سكر وعنده هايبر ليبيديميا. تخين وعنده ضغط وعنده سكر وعنده هايبر ليبيديميا. عارف السؤال في الام اس كيو بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه من دول مش من الميتابوليك سندروم؟ يجي يقول لك اول اوف ذا فولوينج اكسبت ويجيب اختيارات. انا السؤال ده كنت فاكره ان هو سهل يعني حتى ما بشوفه جاي في الامتحان بقول للطلبه كلهم اكيد حلوه يعني. واذا بالمفاجاه المذهله ان انا بلاقي نص الطلبه غلط فيه. لانه بيجيب لك اختيارات ايه بقى؟ مش هيجي يقول لك مثلا هايبر تنشن دايابيتس هايبر ليبيديميا اوبيزيتي كورنيال ألسر. بيجي يقول لك ايه بقى في الاختيارات؟ اسمع بقى سخافه في الاختيارات. دايابيتس هايبر تنشن اوبيزيتي هايبر ليبيديميا اسكيميك هارت ديزيز. كل الطلبه فاكرين ان الاسكيميك هارت ديزيز طبعا ميتابوليك سندروم. لا ما الاوبيزيتي ما احنا قلناها. ما هو الاربعه احنا قلناها اسكيميك هارت ديزيز. ما هو الخمسه اسكيميك هارت ديزيز دي غلط ما بتجيش فيهم يعني ما تعتبرش من الميتابوليك سندروم. على فكره هم زودوا الميتابوليك سندروم كان لحد 2009 كانوا اربع حاجات. من 2009 و2010 خلوهم خمسه يعني زودوا حاجه خمسه هنبقى نقولها في الاندوكراين اسمها انسولين ريزيستنس. يعني لو انت تبعت الميتابوليك سندروم هتلاقيهم اربع خمسه. المهم يعني ده كده معلوماتكم في الاندوكراين جامده على فكره. بصوا يا جماعه بصوا بقى كونكلولو عشان ما نتوهش.
اه ما هي دي هنقولها بقى في الاندوكراين لان دي حاجه ودي حاجه. يعني هقولها في الاندوكراين ما نيجي نشرح هم زودوا الخمسه ديت لان كاتب انسولين ريزيستنس ونشرحها في الاندوكراين. انت واخد بالك؟ بس انا عايز اقول حاجه الكونكلولو بقى اللي هو الكونكلوجن. يعني طالب بقى اللي هو بيذاكر بحب يا جماعه مذاكره الغزلان الله يخليك ذاكر بسرعه المنهج لسه اكبر بكتير مما تتخيل. انت لسه برضو ايه يا جماعه فاكر الحياه ورديه وكارديو انت لسه كارديو بليفر باندوكراين زمايلكم امتحنهم بشوف محمد هتلاقيه تلاقيه اصلا هي هو رايح. انت لو انت فعلا صاحبك قوي كل دورك في الحياه فكره بس ليه الامتحان بالاسامي البرانشات قول له بس انا عايز اراجع معاك بسرعه كده كارديو هيباتولوجي هو نفسه هتلاقي اكيد برانش او اتنين نسيو اندوكراين يا ده نسيت خالص انفكشن تروبيكال روماتولوجي بلاد نفرو اكيد كل طالب فيه بيبقى حظه حلو اللي ما بينساش مثلا اللي هي يا جماعه برانش او اتنين ينسى يذاكره انما اللي بيخش مثلا كده يعني. فانت خدوا بالكم فانا بحب المذاكره السريعه عشان لما نيجي واحنا بنراجع اقول مثلا كارديولوجي كله في يومين يبقى في يومين انتوا واخدين بالكم يا جماعه. فهو كونكلولو بيقول ايه بقى كونكلولو او كونكلوجن اسباب السكندر هايبرتنشن واحد قولوا بقى رينر كل امراض الكليه ما عدا نيفروتيك سندروم سواء رينو فاسكولار او رينال بارينكولا. طب ايه هي انا بنعرف النفر وبعد كده الكلام ده اصلا كلام فارغ يعني اندوكراينال كل الغدد الصماء الهايبرات ما عدا هايبوثايرويدز. الادويه في ادويه بتعمل هايبرتنشن اجيب من الاخر بقى عشان ننجز يا جماعه طولنا قوي في الايتيولوجي اي دواء بحرف السي سي 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 وانا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند بعض منكم سي 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 معايا ولا مش معايا ولو انت اخوان بقى وانت قاعد طبعا في الامتحان سي صف لازم الرابع كده يعني سي 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 واضح ولا مش واضح اي دواء بحرف السي هيمشي صح واضح زي ايه سجاير اه سجاير زي ايه كالسيوم على فكره في دواء لا بس هنا في حته فنيه لازم اول دواء تبدا بيه هو ايه عارف انت لما بتفتح حتى لو انت حد فيكم بيذاكر من المراجع يعني اللي هو هيرجع مثلا يفتح هاريسون لو هيموت زي ما انا قلت لكم قبل كده تكست بوك ايه هيقوم مثلا على دماغه واخواته يحاولوا شو ما يقوم فاتسينه اكتر. لو انت بذاكر من المراجع ما بيقسمهاش زي ما انا بقسمها بيقسموها ازاي بالاولويات يعني يقولك اهم سبب في السكندر هايبرتنشن هو رينال طب السبب اللي بعديه على طول هو ايه دواء دواء منهم ما بيحطهاش بقى ادويه لا رينال دواء ايه هو الدواء ده لا كونتراسبتيفز. بص يا ابني لما عيان يدخل عليك عنده سكندر هايبرتنشن فلازم اول انفستيجيشن لازم ما تقوم تطمن على ايه كليته فان كانت كليته سليمه فلازم تساله تقول له ايه اخبار حبوب منع الحمل لازم اللي هو لازم تقول له حبوب منع الحمل هو ده السبب الثاني فعلا ثاني سبب يعمل هايبرتنشن حبوب منع الحمل لازم تبقى عارف المعلومه. في سيهات ثانيه بقى سيهات كتير يلا سيهات زي ايه بقى ما احنا قلنا سي 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 كورتيزون على فكره في ناس ما بتقولش مش عارف كالسيوم كالسيوم لسه بنقول اخر صبري لسه بنقول هايبر باراثايرويدزم تعمل هايبر كالسيميا فقلت لكم كالسيوم بيرفع الضغط وجيت بقول دواء بحرف السي مع كاتكولامين في دواء خامس مكتوب عندكم كده اللي هو ايه السايكلوسبورين ده قلت تبقى انت جامد بس لا في الاهم من السايكلوسبورين ايوه كلونودين وزرو برافو عليك بس خد بالك كلونودين وزرو ولا وزرو يعني كلونودين ده بيعالج الضغط بس اللي هو دواء مش عارف اسمه التجاري عارفينه ولا اسمه كاتابريس عارفين كاتابريس اسمه التجاري كده الدواء ده حلو جدا في سويسرا على فكره عارف يعني لو في دكتور سويسري اكيد في دكتور سويسري بيشرح لطلبه سويسريين دلوقتي زمانه بيهتم قوي بالدواء ده ينفع مع العيان السويسري المحترم لكن احنا هنا في مصر بنتعامل مع عيانين غير محترمين على فكره عيانين غير محترمين بما فيهم احنا يعني ما تفتكرش احنا دكاتره النهارده هنبقى عيانين بكره برضه هنبقى غير محترمين في حاجه في جيناتنا كده بتبقى ايه يا جماعه غير العيان ده. لا 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 في سويسرا تلاقي العيانه عيانه سويسريه داخل عليك حاجه زي حاجه لا لا فاهمه هي بتعمل. فالمهم لكن هنا يقول لك عيان ايه يا جماعه العيان المصري ده لو بس مش هقول لك بوقف الدواء لو فكر يوقف الدواء يعني بياخد كاتابريس ده لو جيت مثلا انت عارف العيان المصري ده عادي جدا بتاع ايه علاج الضغط اخبارنا ايه في علاج الضغط سبته من زمان بالك قد ايه ممدوح يومين ولا ايه ولا لا بقالي 6 اشهر كده ما باخدوش الله يخرب بيتك كلونودين ده انت لو فكرت بس والله يعني لو بتاخده وجيت فكرت قلت انا بفكر بكره ما باخدش الدواء هتلاقي نفسك على طول هايبرتنسيف كرايسيس وموت فيه هو بيعمل ايه اصلا فعشان كده ما هنقول بقى في العلاج في العلاج هنقول الكلونودين ده اصلا يعتبر سمباثيك بلوك سنترالي بيشتغل سنترالي هنقول في التريتمنت الكلونودين ده بيعمل ايه كاتابريس وقال لك ان دواء حلو جدا عالميا لكن ما ينفعش عندنا ايه يا جماعه ما ينفعش عندنا موجود كاتابريس كاتابريس على فكره بيتكتب في بعض الحالات اللي هي في الاخر اما يبقى بقى حاجه هايبرتنشن جامد يعني نعمل الادويه البوبيولر طبعا حاجات ثانيه هنقولها الحصه الجايه برده ولكن يلا حد في الدماغ برضو تلاقي طالب رجع حاجات في الدماغ ترفع الضغط ويحفظ وينسى ويحفظ ويشرب وينسى مع ان الكونكلولو بيقول ايه طب اكتبوا الكلمه دي بالعربي اي حاجه تلعب في دماغك
فإنها بإذن الله سوف الجملة عملت كده. فإن بترفع أي حاجة بترفع في دماغك ترفع الضغط. أي حاجة ترفع أي حاجة بترفع في الدماغ. ليه؟ لأن في حاجة في الدماغ. سمعتوا عن حاجة اسمها فازو موتور سنتر؟ فازو موتور سنتر. طب أي حاجة في دماغك هتعمل إيريتيشن للفازو تقوم تعمل فازو كونستراكشن. لو في طلبة عاديين الطالب العادي سمع الجملة دي أم كتبها وخلاص والله يعني أي حاجة ترفع في الدماغ يعني إيه مثلا أي حاجة تزود الانتركرينيال تنشن يعني ستروك يعني مش عارف تيومر يعني كل الحاجات دي انفلام اي حاجه في دماغك. لما في واحد فيلسوف اول ما قلت الجمله دي حس ان في حاجات كتير قوي جواه اتحركت. في حد كده يا جماعه؟ في واحد كده حس ان لا الجمله دي تهز؟ حد حس ان هو تهز؟ انا اي حاجه في الدماغ ترفع الضغط. حد حس الكلمه دي هزته؟ ما هو ازاي عن طريق ان هي بتعمل اريتيشن للفازو موتور سنتر. في واحد يبعت فيلسوف كده قام باصص كده يقول ياه بس عارف الاستروك حد خد نيورو؟ في الاستروك نوعين اسكيميك استروك وهيموراجيك استروك. قالوا لكم ايه في نيورو بقى؟ ان مين لما تلاقي واحد انت عايز تعرف هو هيموراجيك نزيف ولا اسكيميك. قالوا لكم خطا ان الضغط العالي بيجيب ايه؟ هيموراجيك استروك. فعشان كده لو لقيت واحد ضغطه عالي يبقى هو عنده ايه يا جماعه؟ نزيف في المخ. لا، لان حتى الاسكيميك استروك اهو ما هو اي حاجه في دماغك ممكن ترفع الضغط. ما خد بالك انا عندي المرحوم بيموت في الاي سي يو انا هرش في دماغي كده اقول يا ترى يا وادي ممدوح هو انت هتموت ليه؟ ضغط جاب لك ستروك ولا ستروك هو اللي جاب لك ايه؟ ضغط. ما هو اي حاجه في الدماغ ممكن ترفع ليه يا جماعه؟ ترفع ضغط. عشان كده يقول لك بقى اي حاجه بدون استثناءات اي حاجه في دماغك ترفع ضغط. على فكره الاسباب سهله قوي. كليه اي حاجه في الكليه ما عدا بعد ما تداوي بيقول ما عدا النيفروتيك سندروم. اي حاجه في اي دواء بحرف السي. اي حاجه في الاندوكراين ايه هقولها دلوقتي بس اي حاجه في الاندوكراين ما عدا هايبر ما عدا الهايبوثايرويديزم. في دماغك اي حاجه في الدماغ ترفع الضغط. حلو الكلام. الكلمه دي مهمه ليه؟ لان حتى الاسكيميك ستروك اصل في بعض الدكاتره يقول لك ايه بقول لك ايه ده هيموراجيك ستروك من غير ما يعمل سي تي او ام ار اي. طب عرفت منين هو هيموراجيك ستروك؟ يا راجل بص على المونيتور الضغط عالي قوي. طب هو الكلام ده صح بس ممكن بعيان نحس يبقى الاسكيميك ستروك ده ما حاجه في الدماغ. اي حاجه في الدماغ ممكن ترفع الضغط. فيبقى ستروك هو اللي جاب ايه؟ هايبرتنشن. مش الهايبرتنشن هو اللي جاب له ايه؟ نزيف في المخ. يعني حاجة فلسفية كده هنقولها كمان شوية حتى في كومبليكيشنز هنفهمها اكتر. لكن اخر سبب اللي هو ايه بقى يا جماعة؟ يلا حد يقول لي سببين فاسكولار. حاجتين في البلاد فيسل يرفع الضغط. من لطف الاقدار بينا الحاجتين بحرف البي. لا اوعى تقول اثروسكلروز. لان الاثروسكلروز هناخد الحصة الجاية ده يعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. ده حاجتين بحرف البي في دمك يرفعوا الضغط. المرض الاول ليه؟ طب ما تختار الحاجه الاسهل المشهوره او بوليس ايسيميا. ده اللي عنده بوليس ايسيميا بدل ما هو عنده ميه عنده زيت فطبعا الزيت ضغطه اعلى. عنده بوليس ايسيميا ايه ده انت بتتكلم هنا بيعلى قوي. ده بيعلى ممكن يوصل 18 كمان. الريت بلاد سيلز بتوصل اكتر هنا من 6 مليون تاخد بالك. فانت عشان كده بتتكلم من ايه البوليسايسيميا كرات دم حمراء كتير قوي فطبعا ده يبقى عنده هايبرتنشن. حتى بيحصل حاجه اسمها فيسكوستي بلاد فيسكوستي. طب وايه كمان البي الثانيه؟ بي الثانيه على فكره اسمها بولي ارترايتس. طيب حد فاكر بولي ارترايتس دوزا جت سرتها فين؟ في الاسكيب في الانجن في الاسكيب كارتزي. حد فاكر بقى البولي انا يعني بولي ارترايتس نو دوزا ليه سموها نو دوزا؟ ايوه نو بالمونري مانيفيستيشنز ونو نو كيميكال. برافو عليك. كنكة ليه سي انكة؟ لا كنكة خلاص. عيب عليك يا سندة انت منتحي. كنكة ايه؟ او الراجل قالك ايه كنكة دي وخليتها منظرنا مش حلوة. نو سي انكة. معايا ولا مش معايا؟ فالمهم البولي ارتراس دوزا كان نو بالمونر. السؤال ده بيجي في الامس كيو. على فكرة حاجات في الامس كيو لو اتشقلبت في المذاكرة مش هتعرفها. الا هو انت تبقى عارف بولي ارتراس نو دوزا. نو بالمونر مانيفستيشنز نو كنكة نو سي انكة. معايا؟ طيب ندخل بعد كده دي الاسباب. طب هقول بس كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر فايبر تنشن اللي في دماغي غلط. ليه اللي في دماغكم كلكم غلط. انتوا في دماغكم ايه؟ ايوه بص يا ابني هقول لكم كلمه حكمه كويس انت جيت يا ابني عشان تلحق الحكمه دي. انت بتحب الكلام ده الحكم دي. اكتب الحكمه دي بقى. عيان الضغط اوعى تقول له هيدك. اوعى ده انت عارف يا ريته كان بيصدع. يا ريته تعود على الاقل. ده القاتل الصامت عيان الضغط والله العظيم اسيمتوماتيك. طب اكتبوا الحكمه دي يا جماعه. عيان الضغط ما بيصدعش لما يجيله الضغط. اكتبوا كده بس اكتبوا هتفهموا ما وراء الجمله دي.
عيان الضغط ما بيصدعش لما يجيله ضغط، لما بيجيله ضغط. عيان الضغط بيصدع لما يعرف ان جاله ضغط. يا اكتب ياه كده جميل اللي هو جمله ايه يا جماعه، عيان الضغط فعلا دي حقيقه. هو انت فاكر طب ممكن يبقى واحد عنده ضغط وما يعرفش؟ عشان كده يا جماعه كل عيانين الضغط كارهين مين دايما؟ يكره الدكتور اول دكتور راح له. يقول لك والله انا اول دكتور رحت له ده الله يخرب بيته، زلت من عنده. ما هو اول ما بتعرف انت تقوم قايل للعيان بتاعك ايه؟ تقول له انت عند استاذ ممدوح عايز اقول لك على حاجه. وطبعا هنقول لي الريأشورنس الحاسه جايه بتقول له ايه؟ لان دي امراض، ده مرض هيقعد معاك طول العمر. الامراض اللي بتقعد معاك طول العمر لازم يبقى انت برده تقدر ايه يا جماعه؟ تتعامل مع العيان كويس. فالمهم بتقول له استاذ ممدوح انت عندك كام عيل؟ يقول لك عندي 3 عيال. قول له بقوا اربعه. اربعه الرابع ده جه منين ويبدا ايه؟ قول له ايه ده ايه ده يا ابراهيم، ايه ده يا ابراهيم مش كده. يقول لك الرابع ده مين؟ قول له الرابع ده الضغط. زي ما بتراعي الثلاث عيال دول انا عايزك كمان هتراعي العيل الرابع اللي جالك ده، عشان بعد كده لما تكبر يقف جنبك ويبقى ايه يا جماعه وما يتعبكش. شفت بقى؟ فدايما دايما عيان الضغط. فاقول له ايه؟ قول له استاذ ممدوح انا عايز اقول لك على حاجه، اللي انت عندك ضغط في نقطه هنا بقى. اول ما هيسمع الكلمه دي هينزل من عندك في العياده ايه؟ اول ما هينزل على دماغي ودايما يبقى ماسك الحته اللي اصلا لا يمكن الضغط يعمل. يعني حتى في الافلام العربي تلاقي يا جماعه ما حد ضغطه بيرتفع، تلاقي مساء يا دماغي، كان مثلا الضغط ده اللي هو نافوره تطلع منين؟ من فوق هنا كده. مع ان هنا الفولت اوف ذا ما بيحصلش الضغط، ما بيعلق وجع الضغط ما بيجيش هنا، هو بيجي في القفا يجي ورا العين يجي هنا، انما ما يجيش ابدا فين يا جماعه؟ ما يجيش في الحته دي. انما الافلام العربي يقول لك ايه؟ الضغط كده. انما عيان الضغط عشان كده انا كاتب اسيمتوماتيك. طب وبعد كده مي ديسكفرد اكسيدنتلي، يعني اللي هو ايه يا جماعه؟ فجاه. شوف انا كاتب هنا كلمه، اكتب كده هيدك افتر انفورميشن. بس خد بالك هذا الهيدك يمتاز بانه ايه بقى؟ اولا اكتر حته الالم تقدر تتجمع فيها وتحس فيها الضغط العالي هي ايه يا جماعه؟ دايما القفا، جزء اللي هو تصحى من النوم الصبح كده تلاقي ايه يا جماعه؟ نايم طول الليل، تقوم تصحى تلاقي الدم كله فين؟ الدم كله متجمع هنا كده. هو اي صداع بيجي ليك اول ما تصحى من النوم ده ضغط؟ لا طبعا، لان اشهر صداع بيجي اول ما تصحى من النوم هو صداع ايه؟ صداع كنتر لو بتاع الطلبه او بتاع الشرق، بس لا مش انت، انا اسف، بتاع الطلبه اللي بتذاكر، الطلبه اللي بتذاكر طول الليل. لما واحد ما ذاكرش طول الليل هيصدع ليه؟ انما انت جرب كده يا جماعه، اللي هو حتى ايام الامتحانات ممكن تحس انت بيها، تفضل تذاكر طول الليل، بس تذاكر بقى مذاكره جامده قوي، تخش تنام لك 3 4 ساعات تصحى تلاقي نفسك ايه يا جماعه؟ ده اللي هو الصداع. مش شرط على فكره مذاكره، اي مجهود بتبذله طول الليل لو اللي بذلت مجهود وما نمتش كويس تلاقي نفسك عندك الصداع ده. المهم ان الهايبر تنشن خد بالك بقى هيدك افتر انفورميشن، وبيبقى فاكرين في زمان رسموكوا الرسمه دي، وش كبير كده وعينين كبيره ومناخير كبيره وبق كبير ودان كبيره، لان الهايبر تنشن بيبقى عنده كل الحاجات دي. هو بيبقى عنده ايه بقى؟ فودانو بليرنج فيجن، تينيتس بليرنج فيجن، نوزيا اسمها ايه في مناخيره ايه؟ ابستاكسس، وهنا كمان ايه؟ نوزيا وفومت. هو بيبقى عنده الحاجات دي. طبعا دايما حيان الضغط بيبقى عنده صداع مع زغلال، بس خد بالك بقى هو غالبا اسيمتوماتيك. يا ريته كان بيشتكي من حاجات، والله يا جماعه يا ريته ما كانش هيجي عيان ده. في ياما عيانين يبقى مثلا عنده ضغط من 20 سنه وهو مش عارف، هو مش عارف. انت عارف يعرف منين؟ يعرف اول ما تشوفه تلاقيه ايه يا جماعه؟ تيجي كده بيعمل ايكو تلاقي القلب بتاعه متضخم قد كده وعنده هارت فيلير، ويقول لك يا دكتور مش قادر اخد نفسي، عندي ديزني جامده قوي، عندك في ضغط، في سكر، في حاجه، يقول لك لا. تيجي تكتشف ان هو عنده الضغط بقى له 20 ايه يا جماعه؟ القاتل الصامت. احيانا بعض العيانين بتبقى نهايه ايه يا جماعه؟ يا جماعه روح الاي سي يو بقى. في حتى شباب صغير سنه صغير تلاقيه بيموت بسبب الاستروك. طب استروك ازاي؟ ايه ده انت عندك ده؟ تلاقيه اللي هو انت بتتكلم واحد مثلا في الاربعينات، في حتى لسه ما جابش الاربعينات وتلاقي عنده استروك ومات بسببها. ليه؟ لانه عنده ضغط وما يعرفش ان ايه يا جماعه؟ ان عنده ضغط. اول وهو بيموت مات بسبب ايه يا جماعه؟ نزيف المخ. فانت عندك، فعشان كده مرض لما تعرف الكومبليكيشنز بتاعته، عشان كده الكلينيكال بيتشر غالبا بيبقى بدايه شكوى المريض بالايه يا جماعه؟ كومبليكيشنز. هنقول في الكومبليكيشنز هم كام حاجه الاول؟ هم 5. عشان انت مستعجله هنقول كام واحده؟ هنقول من 5 4 بس، او نقول نقول 2، نقول 2 منهم، نقول 2 او 3. ده غير لما العيان يعرف ايه؟ لا مش غير لما بيعرف، لا هو بيعمل صداع عادي، بس معظم العيانين ما بيبقاش الصداع بتاعه بيبقى خفيف، ما فيش صداع. او خد بالك من حاجه، خد بالك احقر شكوى في الدنيا هي ايه؟ انا قلت لكم قبل كده انت ممكن تبقى واخد نوبل تبقى قاعد الدكتور فظيع جدا، لكن اسخف شكوتين هم ايه؟ اسخف شكوتين هيجوا لك والله يا جماعه، ومهما تبقى دكتور كبير لكن انت بتحس ان انت مخنوق منهم كده. وبالذات بقى لما ايه؟ يجي لك مثلا ممدوح وميرفت، ممدوح ومراته جايين الاثنين عيله كلها بتبقى عايز تولع فيهم هما الاثنين. ليه بقى؟ اللي هو ايوه الفت بتشيك منيه، تقول لك مثلا فتيك، اللي هو ستات مصر كلهم عندهم فتيك. ده دي بتدخلك في 70,000 ديفرنشال دايجنوز، اللي هو انت قاعد كده في سرك كمان، انت
اللهم طولك يا روح. يعني فعلا الشكوى دي يا جماعه ممكن تبقى بتعالج ستروك وانفاركشن مايوكارد انفاركشن او بالمونري امبوليزم وبتعالج الجن لا. انما تيجي في الحالات دي تاني اسخف شكوى بقى تلاقي جوزها تقوم انت سايب مرفت وانت ممدوح النظام انا مصدع. اللي هو تاني اسخف هو يا جماعه في واحد مصري مش مصدع يعني هو طبيعه الحياه اصلا في البلد دي تخليك تصدع زحمه وتلوث وضوضاء وبتاع وقاعد فلازم ايه يا جماعه ومفيش حتى حاجات راحه وجايه كده تفتح زي مفيش فكل الحاجات اللي بترفع ليه يا جماعه كل حاجات بترفع الضغط فهو انت خد بالك الشكوتين دول اسخف شكوى. فعشان كده عيان الهايبرتنشن ممكن الصداع ما يبقاش ممثل له ايه يا جماعه ممكن ما يصدعش اصلا ولو صدع مش هيشخصه ايه نبص على العدد اللي بيجي يا جماعه واقعد عليهم واحد صاحبه ده انا حاسس بصداع شويه يا راجل ما كنا مصدعين وفي واحد مصري ما يصدعش يا عم شد عشان تنسى وتبقى زي الفل بس كده. فهو عشان كده تفاجئ ان هو ايه يا جماعه بدايه شكوى عيانين الضغط في عدد كبير جدا منهم اللي هم المهملين في حق نفسهم اللي عمرهم ما راحوا كشفوا عن نفسهم دايما بتبقى بالكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز اللي هم كام حاجه خمس حاجات. وعشان ما تنساش بقى انا بحب برضه جمال اطراف برضه عشان ما حدش يزعل مننا لو في اخوان ولا جماعه. بصوا يا جماعه اتنين بحرف السي سي سي عشان الاخوان ما يزعلوش مننا او يزعلوا. اتنين بحرف الايه يا جماعه اتنين بحرف الار رابعه رابعه لا رئيسي رئيسي سي سي رئيس فدول كده اربعه ويبقى في واحده خمسه عشان ما يبقوش اربعه نخليها ايه فاسكولار. واضح ولا مش واضح؟ بس كده يبقى عندنا في ايه يا جماعه سي سي ار ار وبعدين ايه يا جماعه فاسكولار. كل اللي هنقوله النهارده نبدا بالسيسيات بالسيسيهات ولا بالارات؟ نبدا باللي انتوا عارفينه الاول بالار اللي في الاول انتوا عارفينها ريتينال. في دكاتره كده وانا بحترم الدكاتره دول على فكره لو مش يقولك قول يا ابني الاي بيحصل فيها ايه في عيان الضغط لا ما ده بيكتبه في النظر هنقوله دلوقتي. لما يناقشك يقولك هو ايه قيمه اصلا الاي اكزامينيشن في عيان الضغط هو انت ليه بتشوف عين واحد بيقول اي يا ضغط شفت الاجابه عامله ازاي الله يا ابني برافو عليك شفت شفت الاجابه قالك ايه قالك اصل العين بتعتبر مرايه للجسم كله ايه الاجابه كومبليكيشن على فكره على فكره بس انا هقول لك على حاجه روح جرب مثلا تعمل نظاره عارف لو دكتور رمض كويس يوم من عينك بس وانت بالراحه ده انت راح بتاع يقول لك على فكره كده انت ضغطك مش متظبط انت في حد في عيلتك عنده سكر ولا لا انت هو فعلا من عين. بص يا جماعه العين دي اصلا لازم تعرف ان هي خدته نشأة العين كانت اصلا جزء من الدماغ انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا هي جزء من الدماغ ونزل بس هي ما كانت في الدماغ كانت هتبقى شغاله يعني تخيل لو عينك في دماغك ما كنتش هتشوف فنزلت نزلت نزلت لحد ما لقيت ايه يا جماعه حفرتين فاستقرت هنا يوم واحد عشان كده اللي انا شايفه في عينك هو هو اللي بيحصل في دماغك بس انا مش شايفه عشان كده لما انا اعمل اي اكزامينيشن انا شايف ايه يا جماعه خد بالك بقى لما يسالك السؤال ده هتجاوب اجابه بس قبل ما اجاوب الاجابه تعالى نشوف ايه اللي بيحصل في العين اصلا بالاوبسالموسكوب لو انتوا فاكرين بقى يلا كان بيحصل اربع ايه فاكرين الريتينال هايبرتنسيف ريتينوباسي اول حاجه كان بيحصل عارف انت الريتينال بلاد فيسل تمتازه بيه رفيعه ما اكيد ده مش في العين مش ما ما تبقاش باينه تبقى شفافه حتى يا جماعه اكيد بتوع الرمد قال لكم تمتازه بشفافيتها شفافه عشان تشوف انما في وجود الضغط ده يبدا يعمل ايه يا جماعه يتخن الريتينال ارتريولز بدل ما هي شفافه تفقد شفافيتها تبقى عامله زي بقى عامله زي السلف تبقى سيلفر اللون الايه اللي هو عارف انت بتلمع زي السرفان او ايوه زي السرفان او زي اللي هو سلك يسموها سلك الصناره عارف انت السنانير بيبقى فيه ايه سلك بيلمع كده عارفينه يا جماعه مش لازم اجيب صناره اللي هو السلك اللي بيلمع زي السرفان تيجي كده بالاوبسالموسكوب تلاقي لمعه يقول لك سيلفر واير ابيرنس تعرف بعد كده لما بتبدا تدخل اكتر تقوم تضغط على الريتينال فين خدت الكلام ده والله في الرمض تعمل كينكينج اوف ريتينال فين بدانا نفتكر تلاقي فيه كينكينج تلاقي الريتينال فين بدات تبقى ايه يا جماعه متنيه يبقى بقى زي السلوفان في لمعه تلاقي فيه متعريجه في الريتينال فين لان الارتريولز بدات ايه يا جماعه تضغط عليها انما بعد كده يبدا الضغط عالي قوي في الريتينال بلاد فيسل بتبدا تنشع ايه تنزل ايه ميه يقوموا يسموها ايه بقى ميه كتير قديمة وممكن تلاقي نقطتين حمر كده شعيره دمويه ايه ترابشر تقوم عامله نقطه عشان كده ساعات هو قاعد تلاقي حته كده خيال كده بيمشي يا جماعه فيقول لك برده ممكن يبقى ايه في هيموريدج لكن لما الميه تستقر عند اغلى ما تملك اغلى ما تملك اللي هو ايه الديسك لو نسميها ايه بقى ميه قديمه حوالين الديسك نسميها ايه باب القديمه اسمع بقى السؤال ده وانا هسال سؤال والله العظيم اللي هيجاوبه هياخد جنيه ومش احمد موافق اللي بيرجع في كلامه بيقول لك ايه هو احنا قلنا المرحله الاولى ايه تاني مش هتعرفوا انتوا ما بتركزوش واسالكم سؤال اقسم بالله في الشفوي فضايح في الشفوي سيلفر مش عارف فاير ابيرنس وبعدين كينكينج وبعدين القديمه وبعدين مش عارف باب القديمه لما تستقر في اللم سمعتوا عن حاجه اسمها ده فضايح بقى
في الجن الشفوي هقول لكم الطلبه بيجاوبوا ازاي. في حاجه اسمها مالجنانت هايبرتنشن. انا ليه بعمل اي اكزامينيشن عشان احدد انت انهي نوع من الهايبرتنشن. هناخد الحصه الجايه في الكلاسيفيكيشن هايبرتنشن في حاجه اسمها مالجنانت هايبرتنشن وفي حاجه اسمها ايه اكسلريتد هايبرتنشن. او في الشفا وانت قول لي يا ابني تعريف الهايبرتنشن هتقول له الديفينيشن اللي انا قلته الحصه في اول الحصه وباين على عينيكم ان انتوا فاكرينه صح. يقول لك سمعت عن حاجه اسمها يعني ايه اكسلريتد هايبرتنشن. طبعا بتلاقي طلبه اقسم بالله في طلبه بتقول ايه يا دكتور اكسلريتد هايبرتنشن. تلاقي اه الدكتور ده بيبقى ضغط نفس الديفينيشن اللي انا قلته بس قد ايه بيبقى متسارع شويه اكسلريتد سريع جدا جدا وكده. طبعا على طول هيقوم سالك الدكتور السؤال اللي بعده ايه يقول لك والمالجنت يا حبيبي اللي هو الضغط الخبيث بقى ده ولا بيبقى ايه مالجنت اللي هو اه ده بيبقى خبيث جدا بقى تعرف ده يا دكتور اللي تعالجه زي ما تعالج كانك ما عملتش اي حاجه. هو يا ابني ايه الفرق الاكسلريتد والمالجنت؟ على فكره حاجه واحده بس بينهم فرق واحد. الاكسلريتد والمالجنت دول انواع من انواع الايه يا جماعه الهايبرتنسيف كرايسس اللي هو الضغط فوق 220 على 120. هيجي المستشفى ضغطه فوق كام؟ 220 على 120. بس ايه الفرق الاثنين هايبرتنسيف كرايسس والهايبرتنسيف كرايسس؟ ايه الفرق بين الاكسلريتد والمالجنت؟ اوعى يا جماعه تبقوا من الطلبه دول اكسلريتد متسارع ومالجنت خبيث. بصوا يا جماعه هسال سؤال فلسفي مش طبي. سؤال لو واحد اي كيو بتاعه عالي والله العظيم هيجاوب اكسلريتد الليتروباسي. ايه؟ ما بنشرح فريتنا ما حاجه في الرئه بتفرق. ايوه اللي هي ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه يقول لك اكسري اكسري ريتد اكسري ريتد يبقى هو بيبقى جريد كام في الريتينوباسي؟ جريد 3. حتى عشان في الشفر لما يقول لك اكسلريتد بيبقى ايه؟ قول له يا دكتور هو الضغط بيبقى فوق 220 على 120 زيه زي اي هايبرتنسيف كرايسس ولكن بيبقى معاه جريد ايه بقى ريتينوباسي؟ يقول لك جريد كام يا حبيبي؟ والسؤال ده بيجي في الام اس كيو فاكتب كده اكس. طب اكتبها بالعربي يا جماعه اكسري اكتبوا 3 ريتد. مش فاكر انا كنت كاتبها ولا في مذكره المراجعه؟ في المراجعه تلاقيها في مذكره المراجعه مكتوبه والله مش فاكر بس يعني موجوده في المراجعه. اكسري ريتد اكسلريتد هايبرتنشن بيبقى ويز جريد 3 يعني بيبقى ضغط عالي اللي هو فوق ال 220 على 120 ويز جريد 3 ريتروباسي. يبقى المالجنانت ويز جريد كام؟ 4 يعني هيبقى جريد 2 قبلها ما احنا بنزيد مش بنقل. يبقى تاني بقى في الام اس كيو قولوا لي ترو ولا فولس ان الاكسلريتد هايبرتنشن عباره عن ضغط عالي قوي فوق 220 على 120 ويز جريد 3 ريتروباسي. طب ويز جريد 4 ريتروباسي غلط. طب المالجنانت ويز جريد 3 ريتروباسي. طب ويز جريد 4 ريتروباسي. طب خلاص الكلام بقى سهل. احنا عايزين اكسلريتد بيبقى ايه يا جماعه؟ جريد 3. انما مالجنانت تبقى جريد كام؟ جريد 4. بعد كده الار الثانيه قلنا بيحصل رينال فيلير. وقلنا على فكره خد بالك من حاجه بقى ان احنا قلنا اي مرض في الكليه بيجيب هايبرتنشن جايز ما عدا مرض قلنا الحصه اللي فاتت اللي هو نيفروتيك سندروم. يعني الكليه تجيب هايبرتنشن وبرده الهايبرتنشن يجيب ايه يا جماعه؟ يجيب كليه. وهنعرف ليه كمان شويه على فكره يعني حالا هنعرف ليه. المهم الرينال فيلير وطبعا عارفين رينال فيلير اعراض الرينال فيلير والكلام ده بنقولها في النفرولوجي بقى. المهم وممكن كمان يحصل هيماتوريا. ما هو الهايبرتنشن يعمل اي نزيف فين؟ اي نزيف في الجسم فممكن يعمل هيماتوريا. في كمان عندنا اثنين بحرف سي وهما دول بقى اللي مهمين قوي. السي الاولى اللي هي الكاردياك. ولما اقول كاردياك كومبليكيشنز اوف هايبرتنشن لازم تكونوا عارفينها كويس قوي لان اول واحده اللي هي ايه؟ هما ثلاث حاجات منهم اول واحده طبعا كلكم عارفينها اللي هي ايه يا جماعه؟ لا ما تقولش هارت فيلير وتسكت. لازم تقول لي ليفت سايدد هارت فيلير. ده انا نفسي بعظمه لساني لو كان في لسان عظمي قلت الهايبرتنشن هو السبب رقم واحد اللي كان بيعمل ايه يا جماعه؟ ليفت سايدد هارت فيلير. بالمناسبه والسبب رقم اثنين كان ايه؟ هارت ديزيز. وبالمناسبه والسبب رقم 3 و4 كانوا ايه بقى؟ الفالفولر الكارديو مايوباسي والفالفولر هارت ديزيز. يبقى المهم ليفت سايدد هارت فيلير. وعشان كده خد بالك وانا قلت الكلام ده قبل كده بقلق جدا على عيان الضغط لما ايه بقى؟ لما ينهج. لان خد بالك الضغط انا زي ما قلت قبل كده القاتل الصامت. يعني ايه قاتل الصامت؟ يعني ممكن ما بيشتكيش من اي حاجه زي ما قلنا الحصه اللي فاتت ومره واحده تلاقيه بينهج. اول ما ينهج لازم تقول له ايه بقى؟ ما تقوم تطمن على ايه؟ ما تقوم تطمن على قلبك. فالمهم رقم واحد ليفت سايدد هارت فيلير. طب ورقم اثنين ليه ما بتقولوش رقم اثنين؟ مع اني انا نفسي بعظمه لساني في الاسكيميك هارت ديزيز قلت ان الهايبرتنشن هو السبب رقم اثنين في العالم بعد عامل الزمن اللي بيعمل اثيروسكلروزس. صح ولا غلط؟ فالهايبرتنشن هيعمل اثيروسكلروزس. واذا ذكر الاثيروسكلروزس ذكر ايه يا جماعه؟ الاسكيميك هارت ديزيز. وخدوا بالكم خدوا بالكم من حاجه انا دايما اقولها ان السيناريو بتاع العيان المصري واحد. يعني اي عيان هيجي لك هيموت على ايدك دي بسبب الميوكارديال انفاركشن هتقول له استنى قبل ما تموت قول لي تاريخك كده
قول لي الهيستوري بتاعك، هيقول لك ايه يا جماعه؟ نفس القصه بنفس الملل. هيقول لك يا دكتور بدات معايا الحكايه بالهايبر تنشن، وقعدت سنين عند هايبر تنشن وانا ما اعرفش، وعرفت لما في مره لقيت صداع جامد جدا وزغلله في عيني، وقعدت ارجع جامد جدا، رحت المستشفى لقيت الدكتور ابن حلال اداني ايه بقى؟ اداني كده حقنه لازكس، واداني حاجه كده حبوب. المهم الضغط قل. قعدت الحكايه دي تتكرر معايا 3 4 مرات، وفي مره من ذات المرارير جت لي اتاك جامد قوي، بس المره دي وجع ايه بقى؟ وجع في صدري جامد جدا، وجع في صدره. راح للدكتور اداني حبايه تحت اللي هي يا جماعه اللسان. اتكررت معاه مرتين ثلاثه، والنهارده يا دكتور انا بموت على ايدك اهو. بسبب ايه بقى؟ مايوكارديال انفاركشن. مين المتهم الاول؟ هو الضغط، هو الهايبر تنشن، خصوصا في الناس اللي ما يعرفوش ايه ان عندهم الضغط او عارفين بس بيستهبلوا في العلاج. يبقى المهم في القلب قلنا بيحصل كام حاجه؟ 3 حاجات. اول حاجه كلكم عارفينها اللي هي ايه يا اولاد؟ ليفت سايد هارت فيلير. طب وتاني حاجه؟ لسايلين اسكيميك هارت ديزيز. طب وتالت حاجه بقى؟ تالت حاجه للطلبه اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب بقى. يعني جايز تالت حاجه مش مهمه قوي، انما خد بالك تالت حاجه جه خواجه اسمه بيرنهايم. اسمه ايه بقى؟ بيرنهايم. قال بيرنهايم افكت. معايا ولا مش معايا؟ خدوا بالكم عمنا بيرنهايم ده ما قالش اللي في دماغكم. يعني انت في دماغك تقول لي ان الضغط ممكن هو بيعمل ليفت ولا رايت؟ ليفت سايد هارت فيلير. طب ممكن يعمل رايت؟ هو ما بيعملش رايت سايد هارت فيلير، انما بيعمل ايه بقى؟ بيرنهايم قال ايه؟ بيرنهايم ما قالش رايت سايد هارت فيلير، انما قال مانيفيستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير. خدوا بالكم في فرق جامد قوي. الرايت فينتركل حالته كويسه، لكن العيان بيشتكي من ايه يا جماعه؟ من المانيفيستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير. وهي المانيفيستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير ايه هي؟ اهم حاجه لو كاردك اوت بوت. طب ما هو اوريدي عنده لو كاردك اوت بوت، لان عنده ايه يا جماعه؟ ليفت سايد هارت فيلير. بس الرايت بيعمل ايه بقى؟ الليفت بيعمل لونج كونجيشن. طب والرايت؟ سيستميك كونجيشن. طب ايه رايكم ان هذا العيان الحقير ممكن يدخل في سيستميك كونجيشن، وممكن النهارده تروح تشوف رجليه مثلا تلاقي فيه ايه يا جماعه؟ اديما. وطبعا اعراض سيستميك كونجيشن كلكم عارفينها، عارفينها ولا مش عارفينها؟ اللي هما كانوا 7 حاجات، منهم بالمناسبه كانوا 3 ايه؟ اللي هي الساينز. الساينز كانت ايه اللي تشوفها انت على العيان؟ كانوا 3 ريه. 3 ريه اللي هما ايه يا جماعه؟ رقبه ورجل وريفر. اهو تبص على الرقبه مره واحده تلاقي كونجيشن نجمين، تبص على الرجل تلاقي ديما ولم، تبص على الريفر اللي هو الليفر يعني تلاقي ايه يا جماعه؟ عامل زي البالونه اللي هو الحاجات اللي انتوا عارفينها بقى. تقول لي طب هو العيان ازاي يدخل في المانيفيستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير؟ اقول لك يا راجل بس كده. هو ده ايه اللي انا رسمه ده يا جماعه؟ ده القلب اهو، وده ايه اللي خارج من الليفت فينتركل ده؟ رسمه قبل ميرفت دي. فالمهم الاورطه، وهنا الليفت فينتركل ايه يا جماعه؟ بيفيلير. بس قبل ما بيفيلير دي ايه؟ ما هو بيشيل حديد، لان الضغط عالي قوي، الافتر لود عالي قوي، فبيشيل حديد. يقوم الليفت فينتركل ايه يا جماعه؟ يتخن. ولما السيبتم ده يتخن يقوم يضغط على مين بقى؟ على الرايت فينتركل. يجي الدم راجع يقوم ما يلاقيش مكان. ما هو اصل الرايت فينتركل ايه؟ هل الرايت فينتركل كبر؟ لا هو ما كبرش، هو انضغط عليه. فلما انضغط عليه اللي حصل يا جماعه؟ الكومبريشن ده عمل ايه بقى؟ خلى الدم مش عارف يرجع، يقوم يستنى زي ما هو. يستنى زي ما هو فين؟ في السيستميك سيركوليشن. وهي السيستميك كونجيشن ايه غير ان الدم يستنى زي ما هو في السيستميك سيركوليشن؟ عشان كده بيرنهايم ما قالش ايه بقى؟ ما قالش رايت سايد اوف هارت فيلير، لانه لو كان قال كده كنا ضحكنا عليه، كنا قلنا ده واحد غاوي شهره وخلاص. لان احنا اصلا عارفين ان الليفت مسيره في يوم من الايام بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل رايت اللي هو كونجيسيف هارت فيلير. فهو لو كان قال لي كده يبقى ما قالش اي جديد. انما بيرنهايم قال لي يا جماعه ان بعض عيانين الهايبرتنشن تلاقي عندهم مانيفيستيشنز اوف رايت سايد هارت فيلير، على الرغم ان الرايت فينتركل لسه بحالته، لسه مش بايظ قوي، هو هيبوظ طبعا بعد كده. بس ده كده اللي هو الكارديا. يبقى الكارديا كام حاجه؟ 1 ليفت سايد هارت فيلير، رقم 2 عشان كده لما بينهج ما تقوم تطمن على ايه؟ على قلبك. اخطر حاجه في الدنيا على فكره عيان الضغط اللي بينهج. لما تلاقي واحد عنده ضغط بيقول لك انا بقيت ببص للسلم او بطلع دورين الاقي نفسي بنهج جامد قوي. هو ايه ده يا دكتور؟ قول له لازم اول حاجه تعملها لي روح اعمل ايكو. يقول لك اعمل ايكو ليه؟ قول له عشان نطمن على ايه؟ نطمن على القلب. وهي دي اللي بتحطك في مشكله جامده جدا على فكره. تقول لي طب ما في عيانين كتير قوي بينهجوا وما بيروحوش للدكاتره، هو الدكتور ما فهموش الحكايه دي؟ اقول لك ما هو ده عيب ايه بقى يا جماعه؟ عيب السموكينج بقى، عيب التدخين اللي انا قلته قبل كده. ان مشكله التدخين قلنا ايه يا جماعه؟ هم حاجتين. ولما تسال في الشفوي ايه هي اضرار التدخين، ما تقولوش الكلام اللي هو بتاع 5 لصحتك، انما اقول له ايه بقى؟ قول له يا دكتور السجاير ما بتعملش الا ايه؟ حاجتين وبس. ايه هما الحاجتين؟ ماسكينج لكل حاجه حلوه، ودي سيبك منها. قولها اللي هو لو فيكم حد من الاخوه المدخنين، وده طبعا ما يصحش مع طالب كليه الطب، انما لو فيكم حد بيدخن عمره ما يكون بيستنشق الهواء زي ما احنا بنستنشقه وحاسين بيه كده، او طعم الاكل وما بيحسش بيه زي ما احنا ايه يا جماعه بنحس بيه. انما عيب التدخين الاكبر ماسكينج لكل حاجه وحشه. ان عيان الضغط ده لما يدخل في ديزنيا
هل هيروح للدكتور؟ لا، انما هيفضل بقى هي السجاير بنتلازينه، هي اللي ده انا قاعده كحك طول النهار والكلام اللي احنا قلناه قبل كده ده. انما لو واحد طبيعي مره واحده بينهج، اول حاجه هيعملها يروح لمين يا جماعه؟ هيروح للدكتور على طول. فالمهم بقى ثلاث حاجات في القلب، يبقى احنا قلنا رينال وقلنا ريتينال وقلنا كمان ايه يا جماعه؟ كارديال. السي الثانيه اللي هي ايه بقى؟ السي الثانيه طبعا اللي هي سي ان اس. طبعا الضغط لازم هيؤثر على المخ. هيأثر على المخ ازاي؟ بحاجات انتوا عارفينها، يعني يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض بيعمل سيريبرال ايه يا جماعه؟ أثيروسكلروزس، صح ولا غلط؟ فأول حاجة أثيروسكلروزس. لا بس ما تقوليش أثيروسكلروزس وتقعد، لأن الأثيروسكلروزس هتؤدي إلى كارثة إسكيميا في الدماغ، اللي هي حاجة اسمها إسكيميك إيه يا جماعة؟ إسكيميك ستروك. يبقى أول حاجة الضغط عملها لي إنه ممكن على اللونج ران يعمل إيه يا جماعة؟ إسكيميك ستروك. تقول لي إسكيميك ستروك، طب ما هو ممكن برضو يعمل إيه؟ مش هو بيعمل أي نزيف في الجسم؟ طب ما هو ممكن يعمل هيموراجيك ستروك. يعني الضغط ممكن يعمل هيموراجيك ستروك ويعمل كمان إيه يا جماعة؟ اسكيميك ستروك. عشان بعض الناس اللي في النيورو اللي منكم شغال راوند النيورو، لا واحد يدخل لك يقول لك ايه كيف تفرق بين الهيموراجيك ستروك والاسكيميك ستروك، يقول لك ايه كلينيكيا عن طريق مثلا الضغط، هو بيرجع ولا ما بيرجعش؟ هو لا، الضغط غلط، لان الضغط ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل هيموراجيك ستروك، بس برضو ممكن على لونج ران يعمل ايه؟ يبقى واحد ضغطه عالي ويموت بسبب الايه يا جماعه؟ الاسكيميك ستروك وليس الهيموراجيك ستروك. خصوصا ان في النيورو خدته ايه؟ ان انا ما ينفعش امد ايدي على العيان غير لما اكون متيقن هل انت اسكيميك ولا ايه يا جماعه، ولا هيموراجيك. ما فيش حاجه اسمها متهيئ انت اسكيميك او متهيئ انت ايه هيموراجيك، لان علاج ده هيموت ده وعلاج ده برضو ايه يا جماعه هيموت ده. فعشان كده ازاي تفرق كلينيكيا، حتى ما تسال السؤال ده في الشفوي، اخسر كل حاجه بس ايه يا جماعه، بس اكسب نفسك احسن من لما تكسب كل حاجه وفي النهايه تلاقيك ايه يا جماعه خسران نفسك. لما يسالك السؤال ده في الشفوي قول له ايه بقى؟ قول له لا ما اعرفش، حتى لو انت عارف قول له لان انا مش عالج العيان ده غير لما السي تي والام ار اي يقولوا ايه، يقولوا كلمتهم. ما تعتمدش ابدا على الايه يا جماعه، على الكلينيكال بيكتشر. هنا معايا ولا مش معايا؟ المهم بقى يقول لك احنا في سي ان اس، واحد أثيروسكلروزس، ورقم اثنين قلنا ايه يا جماعه؟ اسكيميك ستروك او هيموراجيك ستروك. لكن واحد يقول لي هي اعراض الستروك ايه؟ اقول لك لنا موعد ولقاء فين؟ في النيورو نبقى نعرفها بقى. ولا انت عارف حته في المخ ايه يا جماعه؟ حته في المخ ماتت بطريقه او باخرى، فهيبقى في نيورولوجيكال ايه manifestations، ولو المسائل زادت قوي طبعا ممكن يدخل في كوما في غيبوبه، وطبعا هيبقى فيه صداع جامد جدا. انت بتتكلم نزيف في المخ او حتى اسكيميك ستروك بيبقى صداع جامد جدا. المهم بقى واحد يقول لي هو اي حد عنده ضغط ودخل في الحاجات دي اغمى عليه فجاه او حصل له نيورولوجيكال manifestations او حتى اتشل او اتنيل او كونفلشن اي حاجه، هل ده يبقى ستروك؟ اقول لك لا طبعا، قد يطلع، لا مش قد، ده هو الموست كومن هيطلع ايه يا جماعه؟ هيطلع هايبرتنسيف انكفالوباسي. وهو ده بقى الموضوع المهم. ليه موضوع مهم؟ لان انا قلت لكم في اول يوم في السنه ايه عندنا في 18 مرض. ايه هم 18 مرض دول؟ هيصنعوا منك دكتور مشهور في ثانيه، وبسببهم هتسمع دعوات كتير جدا في صالحك، وربنا يكرمك وربنا يخليك. انت تسمع الدعوات دي ليه؟ لان العيان بيجي بيموت وبيطلع في الروح. انت بتعمل حاجه بسيطه جدا، ممكن بتطبطب عليه وتعمل حاجه بسيطه جدا، تلاقي العيان ده ايه يا جماعه؟ خف على طول. فربنا يخليك وربنا يكرمك. من ضمنهم المرض ده هايبرتنسيف انكفالوباسي، عشان انت واقف في المستشفى وانت قاعد بقى واقف كده تقول يا رب ابعت ايه بقى، ابعت لي 18 وتكون حافظ 18 دول. بس خد بالك 18 دول في كل مرض فيهم ايه يا جماعه؟ ليه شبيه ليه هيدعي عليك، زي الانجينا مثلا، خدنا الانجينا هيدعي لك، لكن هيدعي عليك لو طلع ايه مايوكاردال انفاركشن. هنا الهايبرتنسيف انكفالوباسي ده مش هيدعي لك، ده هيحضرك ويبوسك كده كمان، انما يدعي عليك لو طلع ايه، او هو مش هيلحق يدعي عليك لانه هيتشل بصراحه، بس هو هيدعي عليك بقلبه كده اللي هو ايه يا جماعه لو طلع ستروك. 18 مرض، عشان لما نخلص السنه كلها نبقى نشوف ال 18 مرض ايه دول نجمعهم مع بعض. انما هايبرتنسيف انكفالوباسي، عايزين نعرف حاجتين بقى، ايه هو الهايبرتنسيف انكفالوباسي ده؟ وليه العيان هيدعي لك؟ هما دول الحاجتين اللي عايزين نعرفهم. هو هايبرتنسيف انكفالوباسي يعني، قبل ما اقول لك هايبرتنسيف انكفالوباسي يعني ايه، انتوا مذاكرين فيسيولوجي كويس؟ حد مذاكر فيسيولوجي كويس؟ لا. طب انا اسالك سؤال فلسفي بره الفسيولوجي، ما هي اعظم العمليات، لو انت بتذاكر فسيولوجي كويس هتعرف تجاوب بسهوله جدا، اعظم العمليات الحيويه في جسم الانسان ظاهره ايه؟ اللي اول ما هقولها دلوقتي هتقولوا يا ايه الظاهره دي، وكلكم هتقولوا سبحان الله، اللي هي ظاهره ايه يا جماعه؟ ظاهره الاوتو ريجوليشن. فاكرينها ولا لا؟ حد فاكر ظاهره الاوتو ريجوليشن في الفسيولوجي؟ فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ امال فاكرين ايه في الفسيولوجي؟ فرض ما مش فاكرين فسيولوجي واقعين انا تبقى فيه يا جماعة. ظاهرة الاوتو ريجوليشن، ايه الاوتو ريجوليشن دي؟ ظاهرة، انت عارف الظاهرة دي لو انت بتذاكر بس انت تفلسف مع نفسك لازم تقول سبحان الله.
لو انت النهاردة تخيلت كده وانت قاعد على كرسيك الهزاز قدامك الفيو الهزاز في البلكونة يتميل كده وانت قاعد بتشرب ايه يا جماعة؟ كاكاو سخن. وبعدين مرة واحدة تخيلت كده ان جسم الانسان شفاف قدامك. يعني ايه جسم مش يعني جسم الانسان شفاف؟ انا قصدي ان البلاد فيسل باينه من تحت الجلد. وانت قاعد كده تخيلت ايه يا جماعه؟ جسم الانسان والبلاد فيسل واضحه. يعني ايه البلاد فيسل باينه؟ البلاد فيسل باينه بتاعت الجسم كله واضحه قدامك. وبعدين سبحان الله تلاقي الضغط لما يزيد، سبحان الله اول ما الضغط يعلى يقوم ايه اللي يحصل يا جماعه؟ عندي فيه كليه ممكن برضه تبقى شفافه وتبان، عندي مش عارف فيه طحال، عندي مش عارف ليفر، عندي مخ فوق، عندي صبع رجل صغير وصبع رجل تحت، عندي المهم ده الجسم اهو وكل عضو فيه بلاد فيسل بيغذيه. سبحان الله اول ما الضغط يعلى، خد بالك الضغط لما يعلى هتلاقي فيضان دم رايح لكل الاورجانز دي. ضغط عالي قوي ده ممكن يغرق كل الاورجانز اللي هو مات ازاي كليته مات غرقان ازاي كليته غرقت وزبينك. فسبحان الله اول ما الضغط يعلى تقوم تلاقي كل البلاد فيسل في الجسم ايه يا جماعه؟ كلهم كونستريكتد. يعني انت منظر الانسان شفاف قدامك تلاقي البلاد فيسل كلها ايه يا جماعه؟ بتضيق. طب واول ما الضغط يقل تلاقي كل البلاد فيسل بتوسع تاني. سبحان الله هي دي ظاهره الاوتو ريجوليشن. معايا ولا مش معايا؟ عشان انها صمام بحافظ على كميه الدم اللي راح لكل الاورجانز دي. ولكن اضعف عضو يحمي نفسه بظاهره الاوتو ريجوليشن هو مين؟ اضعف عضو ان البلاد فيسل بتاعته ضعيفه جدا ولئيقه جدا هو مين يا جماعه؟ المخ. طبعا البلاد فيسل مش في قوه البلاد فيسل بتاعتي يا جماعه، بتاعت الكليه وبتاعت بقيه الاورجانز. فيقول لك هو بيحصل لها اوتو ريجوليشن ولكنه ايه يا جماعه؟ ضعيف شويه. يقوم الضغط العالي ده كله يتشطر على مين؟ يجي يروح على الكليه يلاقي سكه مقفوله بالضبه والمفتاح، الطحال مقفول بالضبه والمفتاح، يتشطر على مين يا جماعه؟ يقوم يطلع فوق على المخ. وهو ده اللي يفسر ليه عيان الضغط دايما بيحس بصداع في دماغه. يعني ليه ما بيجيلوش وجع مثلا في صبع رجله صغير؟ ليه ما بيجيلوش وجع مثلا في معدته؟ ليه ما بيجيله؟ هو بيجيله وجع دايما فين يا جماعه؟ الدم كله يقوم طالع لفوق. ولما الدم كله يطلع لفوق كل اللي عايز اقوله وصل خلاص. وطبعا احيانا يكون الايه يا جماعه؟ فوق معايا كده يا جماعه عشان برافو عليك، الصمت ابلغ مليون مره من اي كلام. لان لما الدم يوصل للمخ خلاص بقى انتوا كلكم هتقولوا لي لا كفايه ما تكملش، احنا فهمنا بقى. الضغط او الدم لما بيوصل لفوق يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض هيعمل ايه؟ اول حاجه هيزود الانتراكرينيال تنشن. لا استروك ايه؟ ما احنا قلنا لو عمل استروك ده موضوع خطير بقى، انما احنا بس هو الضغط عالي شويه يقوم يزود الانتراكرينيال تنشن. ولما يزيد الانتراكرينيال تنشن يحصل ثلاث حاجات كلكم حافظينهم بقى، اللي هو ضغط هيدي جامد قوي، بليدنج وفيجن زغلله فجاه. وعلى فكره معظم العيانين وطبعا ايه يا جماعه؟ فوميتنج. لكن خدوا بالكم يعني فجاه يبقى ايه يا جماعه؟ صداع جامد جدا، زغلله في عينه، الدنيا مسوده كده قدام عينه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ايه كمان؟ فوميتنج للاسف الاسيف. ومش عارف ده خبر حلو ولا وحش، معظم العيانين تلاقي عيان في منتهى الايه يا جماعه؟ عيان سخيف قوي وحقير قوي بيقف عند المرحله دي بس. طبعا انا عايزه يزيد ليه يا جماعه؟ لان كل ما هتبقى الاعراض اكتر كل ما هيدعي لك اكتر. انت عارف ان هو مرض هايل، فهو بيجي يقعد على ايه؟ يقف دايما على المرحله دي. تلاقي معظم العيانين ايه يا جماعه؟ طبعا صداع جامد جدا، دماغه هتنفجر، وعمال يرجع جامد جدا جدا جدا. واللي هو كمان ايه يا جماعه؟ يقوموا يتصلوا بيك، هم عارفين ان انت في سنه سته وخدت الموضوع النهارده، الحق تعالى جارك استاذ ممدوح اللي تحت ده بيرجع جامد جدا وزغلله في عينه وصداع غير عادي وبيموت وقاعد يحط راسه كل شويه تحت الحنفيه ومش قادر ويعمل مش ومش قادر خالص. تقوم انت نازل نصيحه بقى، استنى شويه. استنى ليه؟ عشان انا عايز بقيه الاعراض تحصل. لان يعني بقيه الاعراض لما تحصل هيدعوا لك جامد جدا، وربنا ده الراجل كان بيموت اصوله وكده. يوم ما هتقول له الف سلامه يقول لك بقول لك ايه يلا امشي انت عملت ايه؟ كان شويه صداع وقعدت ترجع شويه. انت فاكر نفسك دكتور امشي واللي هو ايه يا جماعه؟ فانا عايز ايه؟ حط رجل على رجل واقعد استنى شويه. استنى شويه لان لما الانتراكرينيال تنشن هيزيد هيعمل الثلاث حاجات دول. لكن خد بالك ان الضغط عالي قوي. خد بالك ان اصلا الانتراكرينيال تنشن ما هو لما الضغط والدم زاد جوه البلاد فيسل بدات تنشع او ترشح ايه يا جماعه؟ وتنزل ايه؟ ميه. فبدا يحصل اديمه. تقوم الاديمه دي تعمل ايه بقى يا جماعه؟ الاديمه هتلعب فين؟ في السيريبرال كورتكس. بقى في ميه بترشح في ايه يا جماعه؟ بقى في ميه بتنشع في دماغك، فتبدا ايه يا جماعه؟ تعمل اريتيشن في السيريبرال كورتكس. اللي منكم واخد نيورو فاهم الرسمه دي كويس قوي، واللي لسه ما خدش نيورو اقول له معلومه ان احنا عندنا في كام سيريبرال هيمسفير في جسمنا او في مخنا؟ اثنين. ده واحد وفي واحد تاني، وفي اريات كتير كده خير اللهم اجعله خير هنبقى لهم في نيورو. يعني اللي خد نيورو زمانه قاعد فاهم بقى الكلام ده، وعارف ان هنا اريا رقم 4 فيها الانسان مقلوب، وعارف ان قدامها مش عارف اريا رقم 6 و8 و44 وام 44 بتاعت الكلام او بتاعت ان انت تعبر عن جواك بالكلام، حاجات كده انا بقولها بعدين يعني. انما القديمه ممكن تلمس اي حته في دول، وخصوصا اريا رقم كام بقى؟ اريا رقم 4 اللي هي مسؤوله عن الحركه، اللي فيها الانسان ريبريزنتد من تحت لفوق. مش مهم الكلام ده دلوقتي. المهم بقى تلعب في المولدات اللي بينزل بينها الكهرباء.
اللي بتروح للعضلات عشان العضلة تتحرك. معايا ولا مش معايا؟ تقوم لما بتلعب في المولدات دي وتبوظها تقوم العضلة ايه؟ اوعى تقول تتشل، لان خدوا بالكوا اللي خد نيورو لو قال كده تبقى جريمة، اللي ما خدش نيورو لو قال كده عادي انا هعديها له، بس ما تقولش تتشل، لان خدوا بالكوا انتوا خدتوا هكلمكوا ازاي، مش عايز كلام نيورو خالص عشان ما تتلخبطوش. كلام كهربائيين، كهربائيين والله، يعني لو رحت الكهربائي ايه اللي مرسمه ده يا جماعه؟ ده ايه؟ مولد، مولد بيطلع كهرباء اهو زي ده بالظبط، وده سلك اهو ودي لمبه اهي. معايا ولا مش معايا؟ لو انت لعبت في السلك قطعت السلك ده اللمبه هيحصل لها ايه؟ هتطفي صح ولا غلط؟ انما لو لعبت في المولد اللمبه هتحصل لها ايه؟ يعني مثلا بدل ما ادي المولد 220 فولت اديته 440 فولت هيحصل ايه؟ ايوه هيحصل انها تنور الاول وبعدين تطفي. اذا بالبلدي انا ما بشرحش نيورو، فبحاول اقول لكم فرق يا جماعه، عند اللعب في المولدات فان العضله تنور الاول وبعدين تطفي، بس العضله ما تنورش طبعا، انا ببالغ يعني، قصدي العضله الكونفرشن الاول وبعدين ايه يا جماعه؟ وبعدين تتشل. انت عارف الكلام ده مهم ليه؟ عشان انت اللي خدوا نيورو فاهمني، لما تدخل في واحد عنده ستروك هيمبليجيا حلو كلام مثلا ويقول لك انا اتشليت يا دكتور، بس على فكره قبل ما اتشل انا اتشنكت، قول له والله العظيم انت ملعوب فين؟ في مولدات. يعني ملعوب فين؟ في ايه؟ رقم 4. لان لو كان اي، ما انت خد بالك اللي بيجيب شلل ده انت ممكن تقطع ايه يا جماعه؟ اللي هو الابر موتور، او تقطع الموتور سيستم من اي حته. انما معنى ان انت اتشنكت يقول لك يا دكتور كنت عارف عملت ليه؟ مره واحده لقيت دراعي بيتشن جامد قوي قوي، وبعدين مره واحده اتشليت. قول له والله العظيم انت عندك مشكله في السيريبرال كورتكس، يقول لك يعني ايه سيريبرال كورتكس؟ قول له ملعوب فين بقى؟ في المولد. بس كده ملخص الكلام، ان الايديما لما تلمس اريا رقم 4 بتعمل ايه بقى؟ كونفولشن ولا هيتشل؟ كونفولشن طبعا. وانت قاعد مزاجك حلو قوي، رجل على رجل، انا لما يتشنج حاجه حلوه عشان لما يخف يدعي لك اكتر. مره واحده قاعد ايه يا جماعه؟ بيرجع جامد جدا، صداع جامد جدا جدا، الحقني يا دكتور الله يخرب بيتك، تبرد ليه كده وقاعد كده ليه؟ وزغلله في عيني وبموت والحقوني. وانت قاعد يا استاذ ممدوح في ايه؟ استرجل كده في ايه؟ واللي هو طلع بقى الذكر اللي جوه، وقاعد الهمم بكل برود، فجاه يتشنج. فجاه مع البرود اللي انت عم تدوق فجاه ايه يا جماعه؟ يتشنج كونفولشن. اسمع وانت كل ده اقعد برضه. لان لو حصل حاجه ثانيه، بس للاسف لطيف، نحن في زمن قل فيه العيان المحترم. معظم العيانين بيقفوا عند الايه يا جماعه؟ معظمهم. هو شويه صداع وبيرجع وخلاص. انا نفسي يدخل في ايه؟ كونفرشن. انا نفسي يدخل في رقم 3 كمان. هو ايه اللي انا رسمه ده؟ مش ده سيرفر الكورتكس اللي هو بالمناسبه عندنا منه 2؟ طب ما الإديمة ميه، لو كانت ميه كتير قوي هتعمل ايه؟ ده هتعمل لك اريتيشن وتلمس تبوظ كل السيرفر الكورتكس. اما بتبقى الإديمة ماسيف قوي تقوم وتلعب في السيرفر الكورتكس، تقوم هو انت واعي بيه؟ انت مين هو العضو المسؤول عن الوعي؟ بتاع مخ. دي اجابه اقسم بالله ما عارف انا عارف اي حاجه في المخ، يعني مش الطحال يعني بالايه يا جماعه؟ لا مش برضه بالفرونت، بس السيريبرال كورتكس وحاجه اسمها الليمبيك سيستم، حاجه اسمها راس هنبقى نقولها بعد كده. انا ما يهمنيش النهارده الكلام ده، انما السيريبرال كورتكس لما حاجه تلعب فيها جامد تقوم تدخل في ايه يا جماعه؟ طبعا انا نفسي النهارده ممدوح لما اتصل بيا اروح الاقي داخل في ايه يا جماعه؟ في كوما. خلاص بقى داخل في غيبوبه، اللي هو يوم ما هيتعالجوا ده انت هتسمع شويه دعوات عنب في حقك. وعشان كده يقول لك ايه بقى؟ دول الثلاث حاجات بتوع الهايبرتنسفينج فانوكس. هنعالجه ازاي ونتعامل معاه ازاي؟ هنقول كمان شويه في تريتمنت، لكن قبل ما نعالجه ازاي؟ ايه؟ لا ما هو هيتشل. جميل قوي السؤال، طب والله كويس. بص حلو السؤال ده، هيتشل امتى؟ لا ما اسمعش هيتشل امتى، هو هيتشل امتى؟ لو كان عنده ستروك. وعشان كده كويس ان انت سالت السؤال ده، عشان قبل ما اسيب الحته دي لازم تكون انت عشان تطمن وتحط في بطنك بطيخه صيفي وتقعد بكل برود قاعد على الكرسي ورجله واستنى ممدوح عشان ممدوح ايه يدخل في ثلاث حاجات دول، لازم اعرف واكون متيقن هل اللي عنده ده هايبرتنسيف انفلوباسي ولا ستروك، او اللي هيتشل بعد لو كان ستروك هيتشل. وبينه وبينك لو كان ستروك انت مش هتعرف تعمل حاجه، يعني خلاص بقى انت تقوم نازل النهارده حتى وانت قاعد على القهوه يبقى منظرك حلو قوي. لو واحد وهو في القهوه فجاه، ممكن وارد جدا تبقى قاعد على القهوه وبعدين فجاه تلاقي واحد صداع جامد جدا وزغلله في عينه وبيرجع جامد جدا، اوعى تقول انك دكتور، عايزين يا جماعه دكتور بسرعه، انت وانت قاعد شايف فعملت ليه؟ ما تقولش انت دكتور غير بقى ايه بقى؟ تعرف دي هايبرتنسيف انفلوباسي ولا ستروك؟ لان لو طلعت ستروك للاسف الاسف معظم اهالي مصر مش مؤهله ان هي تتعامل مع ستروك. والله مش مؤهله، كان هو في مصر فيها سي تي مثلا مش هتلاقي، انما عشان كده يقول لك ايه بقى؟ فانا دايما بقول كده، ما تقولش دكتور ولا لا غير ما تتيقن. عارف لما تتيقن ان هو هايبرتنسيف انفلوباسي قول لهم يا جماعه دكتور وسعوا كده، وسعوا اشخط فيهم، وسعوا اعمل منك لو، وسعوا واعمل بقى، لان انت مش هتعمل حاجه، هنشوف العلاج هيبقى سهل قوي. انما لو طلع ستروك لهم عايزين دكتور بسرعه يا جماعه، واخلع انت وايه يا جماعه؟ قول لهم انا اصلا كليه زراعه قسم زخرفه وبس كده. فده طب تعرف ازاي بالمناسبه؟ اقولها في التريتمنت ولا اقولها دلوقتي؟ ولا نستنى على التريتمنت؟ طب تعرف ازاي؟ احنا قاعدين في مكان، دخلت على القهوه لقيت واحد نفس الصفات دي بالظبط.
الاستروك هيكون في الاستروك يا جماعه مش عارف المعلومه دي انتوا عارفينها ولا ما خدوش نيورو هيتعبوا سيلنا في الحته دي. هو احنا عندنا كام سيريبرال هيمسفير ولا اثنين؟ واحد يمين واحد ايه يا جماعه شمال بيدرعكس. حلو كلام او بيدو العكس. دي معلومات طبعا اللي عارفين اصلا نقولها في تريك ما تدعوناش كده وحاسس ان طب بيدو العكس يعني مثلا ايه عالي. فعندنا يا جماعه ايوه الشمال بيدي اليمين واليمين بيدي الشمال. وعلى فكره السبب الرئيسي للظاهره دي ما حدش في الدنيا يعرفه. يعني ايه الفلسفه ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده؟ هو قطعا حاجه لصالح الانسان حاجه كويس بس هو ما حدش في العالم كله يا جماعه يعرف. انا شخصيا شايف ان في تفسير برضو عشان الطلبه ما يقفلوش النيور لان دي اصعب حاجه بتغلس اللي هو دايما يقول لك كونترا لاترال ولا ايبس لاترال وتلاقي الطالب ايه يا جماعه قاعد في الحياه. اكتر حاجه تخبط فعلا كده في الام سي يو هي كونترا. المهم مش دي موضوعنا مش ده موضوعنا. عندنا في اثنين حد يجيب عندنا في اثنين سيريبرال هيمسفير. حلو الكلام. اللي عنده ستروك ده يعني نزيف او مش نزيف حاجه في الوعاء الدموي. بس اللي عنده حاجه في الوعاء الدموي ده هيبقى في واحد ولا في اثنين سيريبرال نزيفين؟ واحد. يعني ده لو كان عنده نزيفين ده عيان نحس ده ما بتحصلش يعني. وبعدين ده ما يهمنيش ده حتى لو مات ده اصلا لو عرفته والله نحس بيطلع من المستشفى عربيه بتيجي تشيله ونخلص بقى. فعشان كده يا جماعه اللي عنده ستروك بيبقى عنده دايما فين؟ يا يمين يا شمال. الا بالمناسبه بما انا خدت اليورو عالم كده قاعد قاعد في علمان هو انت تحب العيان يبقى يمين ولا شمال؟ يعني عنده ستروك يعني وانتم بتذاكروا حتى تقولوا يا رب لو هيجي لنا ستروك يبقى الستروك يمين ولا شمال؟ طبعا يمين. لان يمين هتكون مشلول بس. يعني لو جالك يمين مثلا وما تلحقتش بسرعه هتكون مشلول بس اللي هو ايده رجل مشلول معايا. انما لو جه شمال ده الدومينانت هيمسفير فهتكون مشلول وما بتتكلمش واعضاء وايه يا جماعه وعندك افيزيا وعندك اجرافي هتبقى بقى مشكله تبقى قاعد في الحياه معايا ولا مش معايا. فانت بتذاكر حتى تقول يا رب لو هيجي حد في هيجي لاي حد ستروك يبقى الستروك ايه يا جماعه؟ يجي في اليمين. المهم شوف انا بقول ايه يمين او شمال واحد بس. فلو جه في اليمين قول لي بقى مين النص اللي هيبوظ؟ الشمال. الشمال. ولو جه في الشمال النص اليمين ايه يا جماعه؟ هو اللي هيبوظ. يعني معنى كلامي ان يمينك هيبقى غير شمال. يعني هتيجي تبص هتلاقي نص جسمه اليمين غير نص جسمه الشمال. نص بايظ ونص ايه ونص سليم. يعني اللي هم حاجه اسمها ساينز اوف لاترالايزيشن. خدتوها ولا لا؟ ما خدتهاش في نيورو. انا قلت في نيورو دول تسع حاجات اللي هو بتشوف الجسم كله بقى تلاقي يمينك غير شمالك المزدوج اسمها ساينز اوف لاترالايزيشن. يعني ابسط حاجه تبص على البيوبل هنا تلاقيه واسع هنا ضيق تلاقي هنا بيستجيب هنا ما بيستجيبش. يعني انت واخد بالك يمينك غير شمالك واضح ولا مش واضح؟ انما انت قاعد على القهوه تقعد تبص على البيوبل هما تسع حاجات بالمناسبه تشوف العضلات هنا لا تشوف في هايبرتونيا ولا هايبوتونيا هنا حاجات كده وانت قاعد على القهوه خليك بقى معلم تعمل ايه من تسعة دول؟ ما انا لما هبص على البيوبل ازاي على القهوه تبقى الاضاءه هتجيب اللي هو الحجر بتاع الشيشه تقول له حط له نار وطمع عينه عشان يشوف ايه تشوفه ازاي. فانت الفن تعمل ايه يا جماعه؟ او انت قاعد في بيت العيان جرب مثلا هتنزل والنور طبعا بقى بيتقطع كتير طب النور مقطوع هتعمل ايه؟ بكل بساطه هات المفاتيح واعمل ايه يا جماعه؟ تجيب مفاتيحك تلعب في رجل العيان شفت بقى اللي هو بابينيسكي بتقوم تلعب في رجليه من تحت. اللي خد الراوند عارف في الحكايه دي تلعب في رجليه من تحت. هل في انسان محترم في راجل محترم لو لعبت في رجليه من تحت صباعه بيرجع لورا يا راجل مهزأ والله معنى تلعب في رجلين من تحت كده ونص بعض هيرجع لورا والله راجل مهزأ. شكرا اما حد النهارده يلعب في رجليك من تحت صباعه واقف كده ما بيتحركش تشكر ربنا تقول شكرا يا برامدل. حاجه اسمها البرامدل حاجه كده اللي هي نازله من اريا رقم 4 هنبقى نقولها بعدين. لان خد بالك انت عارف العيله الصغيره لو في عيل لسه مولود وكده يلعب في رجليه النهارده تحت لا صباعه رجع لان لسه البرامدل يا جماعه ما تكونش. عارف القرد لو جبت اي قرد ماشي في الشارع ولعبت في رجليه من تحت هتلاقي صباعه رجع لورا برضه لانه ما عندوش برامدل كويس. القرد الحركه دي لمصلحته ليه لمصلحته؟ على فكره امتع برانش انا اعتقد في البطنه على الاطلاق هو نيو. والله نيو لا مش القرود لان فعلا القرد ايه يا جماعه؟ القرد بيتنطط طول النهار على الشجر. عارف لما تبقى ماشي في شارع وتبص كده تلاقي قرد بيتنطط على الشجر تقول ازاي؟ هو بيتنطط بالحركه دي لان هو طول ما هو بيتنطط اي جذع شجره بيلمس في رجليه من تحت يقوم الصباع ده يرجع يلمس في الجذع اللي يا جماعه اللي هو لمس رجليه فما بيقعش تاخد بالك. انما البني ادمين ما عندهمش كلام. المهم بقى لما البرامدل يبوظ حد يلعب في رجليك من تحت هتلاقي صباع ده رجع لورا معايا بس الرجل الثانيه سليمه يسموها بوزيتيف بابينيسكي صح. شفت بقى ده اللي عنده ستروك هتلاقي الصباع بيرجع لورا هتلعب انت في رجلين على طول وانت قاعد على القهوه وريني كده اعمل حاجه طق طق تقوم لعب في ايه يا جماعه رجليه واحد بيرجع والتاني ما بيرجعش يبقى هو عنده ساينز اوف ايه يمينه غير شماله ساينز اوف لاترالايزيشن. عايزين دكتور يا جماعه تقوم قايل لهم عايزين دكتور يا جماعه انا اصلا زراعه قسم زراعه وتقوم واخد نفسك وماشي. انما لو لقيت اللي عنده هايبرتنسف انفالوباسي ده عنده ايه؟ اديما. فالاديما بتبقى في النصين زي بعض دي ميه فبتلاقيها في النصين فنو ساينز اوف لاترالايزيشن. واضح ولا مش واضح؟ يعني هتلعب في رجليه ممكن تلاقي الاثنين الصباعين بيرجعوا لورا يبقى عادي جدا اقول لهم ايوه يا جماعه دكتور
والنادي بتاع الشيشه تعالى راح تقول له ولع عنه ويحط لك الورقه وكله وهنشوف التريتمنت بتعمل ايه بالظبط. 20 دقيقه او نص ساعه بيبقى العيان بقى كويس جدا جدا. معايا ولا مش معايا؟ بس لازم تستبعد ايه الاستروك. الاستروك ولازم زي ما في الانجن كنت لازم استبعد ايه المايوكاردال انفاركشن. بس كده ندخل بقى بعد كده يبقى ايه اللي بيحصل. احنا بنتكلم فيه نيورولوجيكال او سيريبرال كومبليكيشنز اللي هم رقم واحد ايه بقى أثروستروزيس، رقم اثنين إسكيميا، إسكيميك ستروك وهيموراجيك ستروك، لكن أهم حاجة طبعا هايبرتنسيف إنكفالوباسي. بس كده ندخل بقى بعد كده نتكلم عن في لسه إيه كمان في سي كمان أو في الفاسكولار. طبعا فاسكولار يعني مش محتاجة فاسكولار. الضغط بيعمل أول حاجة مش هنتكلم هما هكتب حرف الإيه أثروستروزيس. أمال ليه الهايبرتنشن بيعمل اثروسكلروزس؟ لان الطبقات نفسها سواء الميديا او الانت ما بتنشف بيبقى ضغط عالي داخل عليها فبيعمل فيها اتروفي وبيخليها نشف فبتفقد اليونا بتاعتها. بس حتى طبعا لا الاثروسكلروز ما بيجيبش هايبرتنشن. الاثروسكلروزس يعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. خد بالك من الحته دي. يعني الاثروسكلروزس مش بالضروره يجيب هايبرتنشن. انت واخد بالك؟ ده بيعمل انت عارف ليه بس مش عايزك تلخبطه. عارف انت ليه اصلا اللي عنده أثروسكلروز اللي عنده الظاهره دي؟ عارف انت لو قست الضغط لواحد كبير وانا قلت الكلام ده حصل لفجاه واحد كبير في السن هتلاقي عنده الظاهره دي. تلاقي ضغطه السيستولي عالي لكن ضغطه الدايستولي قليل. ليه بقى؟ لان عنده أثروسكلروز تصلب في الشرايين. بالبلدي يعني ايه بالبلدي تصلب في الشرايين؟ يعني انت عارف انت ضغطك لما ديورنج السيستول بيحصل ايه؟ بلاد فيسل بيحصل لها ايه؟ تيجي توسع شويه. طب وديورنج الدايستول تيجي تقل شويه. تاخد بالك فالوسعان ده يخلي الضغط ما يعلاش قوي في السيستول والضيقان ده يخلي الضغط ما يقلش قوي فين الدايستول. لكن ده عشان البلاد فيسل عندك مرن. طب لما تتصلب بقى ديورنج السيستول هي مش هتوصل وديورنج الدايستول هي مش هتديك هتفضل ثابته كده. فعشان كده ديورنج السيستول تلاقي الضغط يعلى قوي وديورنج الدايستول ايه الضغط يقل قوي. عشان كده الاثروسكلروزس لو قلت لك بيعمل ضغط ولا لا قول لي لا هو ما بيعملش ضغط هو بيعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. يعني لو عايز تقول بيعمل ضغط لازم تحدد isolated systolic hypertension. مش عايزين نخد في الحته دي كتير لان هقول دلوقتي موضوع isolated systolic hypertension عشان ما نتلخبطش بينه وبين الهايبرتنشن العادي. لكن انا اللي يهمني بقى هو ان الهايبرتنشن تقريبا لا مش تقريبا هو بنسبه 100% السبب الوحيد في العالم اللي بيعمل حاجه اسمها ايه بقى موضوع هتاخدوه في الجراحه واحنا هناخده برضه في الكارديولوجي اسمه aortic dissection او dissecting aorta. dissecting aorta طبعا بص يا ابني سيبك من الطب والنبي والمذكرات الصفراء والطب الاصفر وانه هو من اسباب الديسكتنج اورتا واحد سيفلس وان رقم اثنين مش عارف يا ابني الكلام ده كله اسراريات. السبب الوحيد في العالم اللي بيعمل ديسكتنج اورتا تقريبا هو الهايبرتنشن. ومش هتشوف واحد عنده ديسكتنج اورتا في حياتك الا ايه يا جماعه اللي عنده كورونيك هايبرتنشن. لان الضغط العالي ده تعرفين بمناسبه بقى الاورتا كنا لسه بنقول عندك الاورتا اهو ده ايه اورتا كده معايا وضغط عالي جدا يوم يبدا الدم المفروض ماشي في اليوم صح. عارف بقى انت عارف ان هنا في ثلاث طبقات ده بيحصل حركة أول ما هقولها أنت نفسك هتحس بألامها وانت قاعد. والله يا جماعة لو مركز بكل جوارحك في الحصة هتحس إن أنت موجوع للعيان ده. الدم مرة واحدة يحصل تير هنا كده. الحتة دي تتعور يحصل فيها إنجري. بسبب الضغط العالي باستمرار ضغط عالي قوي يوم يبدأ الدم يمشي فين بقى يا جماعة؟ يخترق التير دي ويمشي فين؟ في الثلاث طبقات. ده آلام رهيبة أنت لو حاسس ده بتحس إن الطبقات بتتمزع. يعني انت بتخيل يا جماعه الدم بدل ما هو ماشي في اليوم بقى ماشي فين ان بتوين اللايرز نفسها بتاعه الوول. طبعا ان بتوين اللايرز الام لا تحتمل الام رهيبه فروم ذا ستارت بتبقى جامده جدا شارب تيرنج بين فروم ذا ستارت مره واحده يبقى العين قاعد هيموت كده وبعدين ممكن طبعا يحصل انيوريزم. طبعا الانيوريزم دي لو فرقعت كل سنه وانت طيب. طبعا في مطب هنا انا قلته في الاسكيميك هارت ديزيز لو تفتكر ان ممكن العيان ده يجي لك في الاي سي يو والحاجات اللي بتحصل فرق يجي الاي سي يو الام رهيبه وبتبقى شبه مين ساعات الانيوريزم دي. شوف بقى وقاحه العيان فعلا الانيوريزم تقوم ضغط عليه تضغط على الكورونري تقوم لما تضغط على الكورونري تقوم تخلي الوجع بالظبط شبه المايوكاردال انفاركشن. يجي العيان الحقن وريتروستردم بينه وبموت يقوم على طول العيان يديله ايه الدكتور يديله ايه ثرومبوليتيك ثيرابي. ادى ثرومبوليتيك ثيرابي يقوم الانيوريزم ايه فرقع الانيوريزم فرقعت خلاص هنتكلم في ايه بقى خلاص ما عادش فيه كلام يتقال. احنا ممكن بقى نتكلم ازاي الحانوتي بيجي وازاي غسل العيان بعد ما يقعد بقى ليها ايه الحاجات دي. انما هي دي عشان كده قلت لك الديسكتنج اورتا ما ينفع علاج المايوكاردال انفاركشن هيموته. واضح ولا مش واضح؟ مين السبب اللي بيعمل ديسكتنج اورتا؟ الهايبرتنشن هو السبب الوحيد تقريبا. بقى معايا ولا مش معايا؟ كومبليكيشنز اوف هايبرتنشن اعتقد السؤال ده جه السنه دي برضه ولا جه اتيولوجي؟ لا معلش
كومبليكيشنز اوف هايبر تنشن يورث كومبليكيشنز اوف هايبر تنشن هيجيب لك فانكشن باين فانكشن ليفت سايد اوف هارت فيلير على الفكره الكاردايت زي المفروض بقى يعني يعني خدوا بالكم انا شرحت اكتر في مواضيع فوق التلاته يعني انت متخيل يعني انت لو كنت دخلت تخلي التلاته مفروض بجاش كده المفروض تحلهم يا دكتور عبد الله يعمل زوج تيتنج فبصوا بقى يا جماعه اللي فقلنا ايه الكومبليكيشنز طب قولهم كده هم خمس حاجات اثنين بحرف سي اثنين بحرف الار وبعدين فاسكولار طب حد فكر الاسباب سكند هايبرتنشن كانوا كام برضو خمسه رينال طب رينال زي ايه بسرعه انا عايز اجابات سريعه بقى كل حاجه معاها كل حاجه معاها مش عايزين يا جماعه والنبي الطلبه اللي بتعيش لا يفضل وقالنا رينا وبصير في السماء وهي السماء دكتور وقعد بقى في شفا وزي ما قلت لكم ماسك الحته دي وقاعد بقى استنى كده يا دكتور ايوه جاي اهي جاي اديني فرصتي بس لا مش عايز كده يا جماعه رينا كله ما عدا نيفروتيك سندروم سواء رينو فاسكولار او رينا دي يا جماعه بارنت بقى انا من رايي ما ذاكرش الحته دي دلوقتي لان انا هاخدها في النيفرولوجي اندوكراين كلمه واحده خاطفه كل الغدد كل الهايبر ما عدا غده واحده الهايبو بتاعها بيعمل ضغط الا الهايبوثايرويدس هايبوثايرويدس الهايبر ما بيعملش ضغط الا لو كان ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن طب يلا بقى في الادويه اي دول حرف السي سي 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 كانوا اربع ادويه حرف انا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند بعض ندخل بعد كده ندخل بعد كده ايه ندخل بعد كده اي حاجه بتلعب في الدماغ وبعد كده كان في حاجات بسيطه ندخل بعد كده في الانفستيجيشنز الانفستيجيشنز في هايبر تنشن هقولها ولا انت تقولوها الساينز هقولها بس مش دلوقتي هقولها حالا كمان شويه ايه الانفستيجيشنز بتاعت انفستيجيشنز بتاعت الهايبرتنشن بص هما سطرين هما كلمتين investigations for هقولهم وانتوا ترتبوهم اقول investigations for the cause الاول وبعدين for complications ولا اقول for complications الاول وبعدين for the cause طبعا complications الاول طبعا لان ما ينفعش ان انا اقولك investigations for the cause وانت عارف اصلا ان causes 5% تبقى يعني دكتور مهرجة هندي ده بقى دكتور شاروخان في الهند اللي يقعد بقى العيان اميتاب يجيله بص الاسباب تعالى اميتاب نمسكها واحدة واحدة الاسباب ايه خمس اسباب اول حاجه فيهم الرينا ايه في الرينا اليوم ابيتاب يقول له ايه كله ما عدا النيفروتيك سندروم خلاص نمسك كل مره تروح بقى تطمن لها ما تقوم تطمن على الكليه وبعد كده اللي هو هيجيب له الضغط من كتر ايه يا جماعه ما تقوم تطمن على غدتك الايه الصماء وفي الاخر خالص هيفوق ان 95% برايمر يعني من غير سبب وبالتالي انت النهارده لو انا اكتشفت ان حد فيكم عنده ضغط لازم اول حاجه اطمن هو الضغط عمل ايه في جسمه من الكومبليكيشنز لانه القاتل الصامت زي ما قلنا الحصه اللي فاتت فيبقى رقم 1 انفستيجيشنز فور كومبليكيشنز طالب المهرجة الهندي بقى هنا يبان الطالب ده أو اللي هو ايه يا جماعة طالب المهرجة الهندي بيقوم راجع بقى investigations for complications ومفتح المذكرات الصفرة وسمع يا ابني بقول له investigations for complications صفحة كاملة يقعد يحفظ فيها ولسه مش واخد باله investigations for complications انا اجيبها من ايه من عندهم ما انا اجيبها من كتاب يا ابني هي complications خمس حاجات هم خمس حاجات اكتبهم باسلوبك يعني مثلا مش بيحصل كاردياك بتعمل ايكو يعني مش لازم احفظ الحاجات دي اختار انت في الامتحان اللي انت هتبقى تتكلم عنهم بيحصل مش بيحصل حاجات في المخ صور المخ ان شاء الله بكاميرا الموبايل يعني هات كاميرا الموبايل وحطها على دماغك في طلبه بتقعد تحفظ فعلا بغباء يا جماعه ودول اللي انتوا شفتوا اكيد ليكوا زمايل في ستة قديم اللي بيمتحنوا دلوقتي اكيد شفتوا اللي بيذاكر باساليب 1900 وخشبه كان عامل ازاي ليله الامتحان حمام السيدات في اول طريق السويس كان مليان كلهم قفشوهم من هناك حافيين فانت هتبقى قاعد ايه يا جماعه او لا افشوهم حافيين وهم افشوهم من حمام سيدات او طريق السويس فعشان كده لازم تكون واخد بالك ايه investigations for complications واحد صور ان شاء الله كاميرا الموبايل رقم اثنين القلب الكليه بتبوظ رينا فانكشن تيست خلاص يعني اختار انت باسلوبك واكتب يعني زي investigations for the cause لو انت عايز تعملها امتى اعمل investigations for the cause لو انت شكيت ان ده سكند هايبر تنشن واحد صغير واحد صغير في سن واحد جالك مثلا عنده 20 سنه تعالى يا ابني انت 20 سنه عندك الضغط ازاي؟ وفي نفس الوقت على فكره ده مش مهم قوي السبب ده، السبب الاهم نيجاتيف فاميلي هيستوري. يعني ابوك عنده ضغط؟ لا. طب امك عندها ضغط؟ لو سمحت يا دكتور ما تجيبش ايه؟ سيره امي لا ما عندهاش ضغط. طب البواب طب حد في مصر تعرفه عنده ده؟ يقول لك لا. طب تعالى هنا ما انت معطوه من الشجر ازاي؟ طب تعالى روح اطمن ايه بقى؟ يبقى انت اكيد سكند هايبرتنشن نطمن على ايه؟ نطمن على الحاجات دي. وطبعا برضه الحاجات دي اوعى تحفظها، انت بتعملها بايه يا جماعه؟ بما تحفظه ايوه بالسنس جميل قوي الاجابه دي بالسنس مش بتقول بالسنس بالسنس طب عليك يا اسلام ده انت بس فالمهم ده كده اللي هو ايه يعني مثلا الاكروميجالي هنبقى نشوف الاكروميجالي بتشخص ازاي انسولين جروث فاكتور 1 مش عارف انا بقول الحاجات دي بقى في الايه في طلب على فكره كده هو لسه ما خدش الاكروين ولا خد نيفرون
بتعمل ايه؟ انا بقى بذاكر انفستيجيشنز. في طلبه كده وبيبقى اي كيو شمبانزي قاعد كده شوف تحس ان اي كيو وطحالب ماشي في الحياه. فالمهم ده كده اللي هو الانفستيجيشن. ندخل بقى بعد كده نتكلم عن التريتمنت بقى، نعالج الهايبر تنشن ازاي. وطبعا ده جزء مهم جدا للامتحان على فكره كامتحان. اللي بيجي في الامتحان هم صفحه واحده وصفحه ونص اللي هي التشويس اوف تريتمنت والهايبر تنسف ايه اميرجنسي. ده اللي بيجي في الامتحان اللي هو لما نيجي نحل اسئله اقول لك هو الهايبر تنسف كرايسيس اللي هتذاكره ازاي تتعامل مع واحد عنده هايبر تنسف كرايسيس عشان الحاله اللي في الامتحان. هيجيب لك واحد هايبر تنسف كرايسيس ويقول لك ايه التريتمنت انفستيجيشن ستيتش عليه ازاي. انما للحياه لازم تعرف الموضوع كله. للحياه بقى هتعرفه ازاي؟ انا تقريبا كاتبه التواصل قوي قال لك جدول ده مطلوب منه ليه كده. لا اسمح منه ده الموضوع اصلا ما فيش ده عسر الموضوع كلها تريتمنت. تريتمنت ليه؟ عشان الحياه للحياه مش للامتحان. للامتحان على فكره هاخد كتاب منك دلوقتي اعلمك على حاجات معينه تذاكرها وخلاص. انما للحياه بقى بصوا يا جماعه، اولا علاج الهايبر تنشن لازم هل فارماكولوجيكال على طول ولا قلنا قبل كده نون فارماكولوجيكال؟ نون فارماكولوجيكال. لا مش حمادة بجنزبيل، نون فارماكولوجيكال في الاول. على فكره بره يقول لك اوعى تعالج عيان الضغط الا بعد من 3 ل 6 شهور. انا لازم احاول معاك الاول من غير ادويه. خد بالك ما فيش حاجه اسمها وانس انت عندك ضغط وبدات اعالجك ما فيش حاجه اسمها الضغط هيخف. هتفضل طول عمرك كده، احنا هنحاول نعمل كنترول بس. فانت بتقعد مع العيان تقول له شوف يا استاذ ممدوح احنا هدفنا في الحياه واحد، عايزين ضغطنا يقل عن كام؟ 140 90. بالمناسبه لو كان عنده سكر او كان بايظ 130 80، عنده سكر هنقول 130 80، ما عندوش يبقى 140 90. ده هدفنا في الحياه يا استاذ ممدوح. شوف يا استاذ ممدوح وتقوم قايم بقى كده بعد قدامه طبطب على كده تقول له شوف يا استاذ ممدوح عايز اقول لك رقم واحد هدفنا في الحياه خلاص 140 90. قدرنا نعمل كده من غير ادويه خير وبركه. ما قدرناش هنضطر ناخد ايه؟ ناخد ادويه. وطبعا الاشورنس اللي انا قلت لك الحصه اللي فاتت اللي هو بتاع ايه يا جماعه عنده هايبر تنشن انت عندك كام عيل؟ يقول لك عندي كام؟ عندي مثلا 3 عيال. قول له يا استاذ ممدوح بقوا 4. بقوا يقول لك الرابع ده جه منين؟ وما كل وهي لسه هيقول له ايه ده يا استاذ ابراهيم؟ يا استاذ ابراهيم مش الرابع اللي هو الضغط معايا. تاخد بالك منه وترعاه ونهتم بيه هتلاقيه في الاخر مش عامل لنا اي مشاكل وهيقف جنبنا بعد كده لما نموت. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ادي اشهر. بس هو بحاول ننفر ميكولوجيكال. بحاول ازاي ننفر ميكولوجيكال بقى؟ يقوموا يقول لك كلمه، يقول لك كلمه حلوه قوي، يقول لك مديتيشن نوت مديكيشن. مديتيشن اللي هي يعني ايه مديتيشن دي؟ تامل. تامل يعني انا عايزك استاذ ممدوح طبعا ما تبقاش برضه دكتور بارد يعني ما تبقاش من الدكاتره اللي هم ايه؟ تلاقيه قاعد بقى ومزاجه دولسي ويا استاذ ممدوح تنفس دي. تلاقي في دكاتره كده والله اللي هو كانه مثلا عايش في سويسرا وده عيان مصر جاي بيكشف عنده، كانه مش عايش في الصين. انت بتنفس ليه يا استاذ ممدوح؟ لا لا كده وتلاقي ضحكه صفراء وقاعد اللي هو ايه يا جماعه؟ ما تبقاش انت اصلا ما تجيبش الضغط للعيان. يعني اللي هو ايه؟ حتى لما تقول له كلمه زي دي قولها بطريقه فيها شياكه. قول له طبعا يا استاذ ممدوح انا عارف ان طبيعه الحياه في مصر لازم ترفع الضغط. شغل طول النهار والزحمه والمطبات والبتاع وكل حاجه في البلد ايه يا جماعه؟ ترفع الضغط. بس يعني بيني وبينك نحاول ولو نص ساعه في اليوم. نص ساعه في اليوم نتبقى وهي فعلا دي حقيقه على فكره. ترى نص ساعه في اليوم بس. نص ساعه اللي هما لو طبعا برضو ما تستفزش العيان اللي هو نص ساعه عايزها مثلا عايز نص ساعه يوجا يا استاذ ممدوح تلعب يوجا في اليوجا لو اخره يا ابني اقول لك كان بيجري على عربيه الرش يوجا رياضه اللي مثلا حياته لا دكتور ايه اليوجا هي على فكره بقى بره فانا يقول لك اليوجا حلو قوي فعلاج الضغط فعلا فاللي هو ايه اول ما كان اخره كده اللي هو يعلي الكاسيت وينط من فريده اخره مثلا انما انت بتتكلم ايه يا جماعه يوجا اللي هو مش بص انا هقول لك الحاجات كده اتكلم العيال ازاي كلمه ثقافته هو يعني اقول له ايه يا جماعه ليه عيال محترم دخل عليك ودي حقيقه فعلا اللي انا هقوله دلوقتي وقلته الحصه اللي فاتت عيال كده اقول له بص يا ممدوح مش حاجه سهله ابعد عن ضغوط الحياه كلها ابعد بقى ليه واحد دخل عليك مثلا وكده ابعد بقى عن الحاجات دي وابعد بقى عن السيسي ابعد بقى عن الكلام ده كله وانت بتصلي المغرب اتعود ان من المغرب للعشاء خليك في الجامع اقرا قران في الجامع تعرف ان الفتره دي ممكن تخليك ايه يا جماعه لقيت واحد لمبي داخل عليك مصري اللمبي مش هتقول له اقعد من المغرب للعشاء في الجامع هتقول له بس اللمبي اقعد على القهوه اقعد على القهوه بالليل اعمل اي حاجه انت بتحبها بس مش يعني تقعد على القهوه العب دوم انا العب طاوله اي حاجه بس المهم ايه يا جماعه بس ما يكونش بيتغلب هو ايه يعني يكون من النوع اللي هو كده اي حاجه النوم الظهر اقول لكم على حاجه يا جماعه النوم الظهر نوم نص ساعه الظهر او ساعه الظهر بس يقفل النور خالص ده كويس جدا وانت لو جربت ان انت مثلا تيجي فعلا تنام الظهر كل يوم نص ساعه هتلاقي برده العمليه ايه يا جماعه الضغط هتلاقيه بتاعك اتظبط ايه ما هو نوم الظهر معايا مديتيشن يعني التامل التامل فيقول لك مديتيشن نوت مديكيشن ما تبقاش بقى دكاتره اللي هو ما تاخد المدام والعلو تطلعوا مارينا خميس وجمعه استاذ ممدوح بس اللي هو خليك اللي هو ايه يا جماعه كده فالمهم ده كده احنا هنحاول طبعا الاكل طبعا اتكلمت عنه قبل كده كتير فلا داعي ان انا اعيد تنش الملح ده
بص يا ابني انت اتفق مع الراجل هتاكل ملح ما تنيش تديله قلمين وقبل من قبل ما يخرج من عندك انت تديله قلمين في الاول قول له تعرف انها ممدوحه ضرب وتقوم مدي رزعه كام قلم ايه يا دكتور ده قول له عشان ملح هتفكر تاكل ملح ما خلاص لان الملح وانت انا قلت لكم الحصه اللي فاتت الكلام ده شوف لو حد ليكوا ليه صاحب سويدي مثلا هل حد فيكم يعرف واحد من السويد صاحب سويدي او واحده سوديه زي او واحده سوداء تعرف واحد سويدي او واحده سوديه عندهم الضغط والله استحاله ده انت عارف منهج الكارديولوجي لا اتفرج على منهج الكارديولوجي في كليه الطب السويد كليه الطب السويد والله اسمع بقى الفرق منهج الكارديولوجي قد كده اصغر من عندنا لان ما عندهمش كارديولوجي والله ما هتلاقي واحد مش من جنب انما عندنا بقى في كليه الطب مصر تلاقي ايه يا جماعه عامله العمليه كده ففعلا فده يقول لك ايه اللي هو الملح والكلام اه كنا قلنا حاجه اول عيان الضغط حلو قوي لكل عيانين القلب اللي هي ايه خس اه ما غير ما الكلام ده قلنا بكده خس ومش عارف ماشي قلنا حاجه الموز اه في شيء عن الموز حياتي المشمش طب اكتبوا الكلمه دي لانكم بتنسوا المشمش حياتي برضه زي الموز في بوتاسيوم اه طبعا مش زي الموز زي الموز زي. في بوتاسيوم يعني بوتاسيوم يعني اه في بوتاسيوم هو على حاجه الموز اللي فيه بوتاسيوم الموز طبعا الموز فيه بوتاسيوم جدا حتى قلت لكم مفيش قرد ابدا تلاقيه عنده ضغط استحاله الكلسيوم يا دكتور يقول لك كمان عمر الدين ما اي حاجه فيها مشمش عشان كده حتى قلت لكم خلي العيان يسلي صيامه حتى هو في رمضان اه يسلي صيامه بتاع عمر الدين ايه اه موز ما تلاقيش ضغط في برضه الضغط موجود ما هو بقول لكم ما هو مش شرط بس تلاقي ملح كتير بقى ملح كتير ليه؟ بشرة سودة ايوه ماشي ما دي من الحاجات اللي بتساعد وعندك كمان والملح اكيد بوصلي في لكم ليه؟ هو النور لا بس هو الموز شفتوا بقى يا جماعه مش شرط الموز لازم الموز وايه؟ خلاص شغل بتصل وكلهم عندهم ضغط كتير بس لو ما بياكلوش موز كتير بس هي او زي منه او مش موز او موز مشوش اه يبقى نتعلم كده يا جماعه الموز الصومالي ما فيهوش تاسي هو كده احنا الجزء ده بيعمل فازو ريستريكشن دكتور كيرس هو اللي بيعمل فازو ريستريكشن بيسال اه مكتوب هاي كالسيوم تيك اللي هو فين لا ما ماشي بس اصل الكالسيوم هنا انت عشان بس ايه يعني هو مش لدرجه ان الكالسيوم تيك كتير هيعمل فازو ريستريكشن انت واخد بالك بس هو خلي الكالسيوم الاهم هي البوتاسيوم مش الكالسيوم البوتاسيوم المش مش حياتي والموز حياتي ما عدا ايه اكتبه كده بس اسمها الموز الايه الصومالي فده كده لو انا اسفل اسبرس بياكلوا برضه لحم اه طيب ما تقول ايوه بقى ايوه بقى هو ده الكلام بقى ايوه شوفني كده ما هو الموز لوحده مش كفايه يا جماعه بس انا هو هو الطرق كده في كلامي ان انا بقول علاج الضغط هيبقى الموز ما كانتش العمليه ما كناش خدنا دراسه كارديولوجيا بس هو بس انا اقول لك حاجه بقى لا بجد وبامانه بقى روح جرب النهارده لو ليك جار مثلا عنده ضغط بجد لو اللي ساكن تحتيك النهارده عنده ضغط وانت عارف ان عنده ضغط خبط عليه النهارده قول له استاذ ممدوح كل يوم اسله الضغط الاول وكل يوم هات له كيلو واحد موز قول له لازم تاكله بقشره تعالى في نهايه الاسبوع وقيس الضغط والله هتلاقيه قليل هتلاقيه قل هو بياخد العلاج عادي جدا بس هتلاقيه فعلا يقول لك انا حاسس ان الضغط فعلا ايه ما بزق. فهو الموز بيفرق في الحاجات معايا ولا مش معايا دي الحاجات النون فارماكولوجيكال فارماكولوجيكال بقى فارماكولوجيكال عندنا ست مجموعات طبعا فارماكولوجيكال خدوا بالكم بقى من حاجه فارماكولوجيكال مش بس ادويه الضغط في احنا اتفقنا تعالج الايه الهايبر ليبيديميا اللي عنده الضغط انا بخاف عليه جدا من الهايبر ايه يا جماعه ليبيديميا لان خد بالك الضغط بيجيب اثيروسكلروز والهايبر ليبيديميا برضه بتجيب ايه اثيروسكلروز اي واحد عنده الضغط لو انت عايز تمشي معاه مظبوط هايبر ليبيديميا والهايبر ليبيديميا تتعالج بحاجات كتير خدوا بالكم يا جماعه الكلام ده الموضوع ده مش للامتحان بس للحياه انت النهارده قاعد واحد عارف ان عنده الضغط يا دكتور انا عندي الضغط اعمل ايه خد بالك ده عنده ضغط بس مش ضغطه حاجه ثانيه عشان اقول لك هيروح لدكتور كبير قوي لا عنده الضغط ايه رايك فانت اتكلم معاه في الحاجات دي الهايبر ليبيديميا لازم نظبطها لازم نظبطها الامكان كان بقى حافظينه صم ايوه ال HDL وال LDL والترايجلسرايد الترايجلسرايد قال من كام كل مره هنقرب عشان 150 HDL اكتر من 60 ال LDL اقل من 70 ده اللي هو اي عيان قلب لازم تتعامل معاه كده طب السؤال نتعامل مع الهايبر ليبيديميا ازاي ممكن في ادويه اللي هي ستاتين وسيبروفايبريت واوميجا 3 انما مش كل العيانين لازم تكتب لهم ما خد بالك برضه هو بياخد ادويه ثانيه وبياخد ادويه ضغط وادويه مش عارف ايه ما تكترش عليه اول وشد ففي حاجات كده ممكن ايه يا جماعه ايه اللي حلو عشان نظبط الهايبر الدنيا وانت بتتكلم على العيانين اه ما ظبط اكلك ازاي بقى ظبط اكلك دايما يا جماعه في نصيحه لا قولها العيان لازم اول حاجه فنجان في اليوم زيت زيتون فنجان صغير
مش فنجان يشرب، مش قصدي فنجان يعني بما مقداره في اليوم شويه فنجان زيت صغير زيت زيتون، يعني نصه مثلا الصبح مثلا على الفول نصه لو كده. المهم يحافظ على ايه يا جماعه؟ على فكره العيانين لو مش على التعليمات دي فعلا الكوليسترول بيقل. بس هي المشكله ان احنا شعب نحن نتعامل مع عيانين، عيان المصر عيان ايه يا جماعه؟ غير محترم، هيفضل ماشيلك على حاجات اسبوع اخره، انما هيفضل ماشي طول العمر لا. ففنجان زيت زيتون اهو بقى لو طرف حد من اللي بيشربوا زيت زيتون كتير، توانسه مثلا تونس، ما تقوليش بقى بيشربوا زيت زيتون مع ده، دي حاجه يعني. فالاسبانيا مثلا، اسبانيا الفلسطينيين برضو يشربوا زيت، تلاقي برضو الضغط بيقل يا جماعه، بيقل لان هو زيت، او لو مش سوري مش الضغط، الهايبر ليبيديميا تلاقيها معقول عندهم قوي. عندك زيت زيتون دي حاجه مهمه جدا، وعندك عين الجمل، عارفين عين الجمل؟ عين الجمل والكمان اللي عندك اللوز، الاثنين دول على فكره دايما نقول للعيان خمس حبات عين جمل في اليوم صباحا من 3 ل 5. هي المشكله لا مش هجيبه، ده هم 3 على فكره. انت لو جيت تحسبها على فكره عين الجمل من اقوى، لو عايز تعتبرها بقى ميديتيشن، اقوى من اي دواء تاني يتعامل مع الهايبر ليبيديميا، تخيلوا. بس هي الفكره تبقى بانتظام، بانتظام اللي هي ايه يا جماعه؟ انا بقول ايه، انا مش بقول له كل عين جمل اللي هو 4 كيلو او نص كيلو، انا بقول له 3 حبات، 3 3 في اليوم كل يوم صباح. هو مش كده، العين المصري برده غير محترم. اولا يا اما مش هيجيبه خالص، او هيجيبه مثلا اسبوع وخلاص، يا اما ان هو لو جابه هيخلصه وهو قاعد على الصبح. ايوه يا ابني 3 حبات اه، دكتور مواظب عليه اه، بتاكل قد ايه؟ بيجي قدام التلفزيون وقاعد وجايب بقى عين الجمل، وجايب ايه يا جماعه؟ وقام جايب بقى معاهم بقى كيلو مزود بقى وكل حاجه وقاعد. لا ما بقولش كده، انا بقول 3 ايه يا جماعه؟ 3 ل 5 في نفس الوقت. ايه زيت زيتون ده بيبقى حلو جدا، وفي بقى حاجات ثانيه هنقولها بعدين في الاكل نفسه بتبقى حلوه جدا برده. المهم يعني ادويه الضغط بقى، ادويه الضغط عندنا 6 مجموعات. خد بالك 6 مجموعات خدتهم قبل كده في الفرقه، وانتوا برضو معلش انا اسف لو كانت الكلمه دي جرح البعض منكم، واعين شويه واعين في الفرقه. عشان كده انا هعمل حاجه خد بالك، اللي انا هقوله دلوقتي كله في البطنه مش مهم، انما عشان يبقى عندك فكره، يعني ما تذاكرش الكلام ده خالص. انت بدايه مذاكرتك من اول التشويس اوف تريتمنت. يعني ايه تشويس اوف تريتمنت؟ اللي هو واحد عنده ضغط بقى، دي ادويه ايه بالظبط؟ ضغطه وسكر، طب ضغطه وقلب، طب ضغط، وهو ده الجزء الممتع في الحصة على فكرة، هو ده اللي هتحس ان هي بطنة. انما في شقة هيبقى ممل جدا دلوقتي، هما 6 مجموعات بيعالجوا الضغط. لازم بما انكم واعين في الفارما، كانت سنة الثورة زي ما انتوا بتقولوا، كانت سنة الثورة فكان بعديها اللي عادة الثورة ثلاث سنة. لا والله احنا ثوره مستمره بقى، هنقعد واعيين في كل المواد. يعني هي ثوره مستمره خلاص. اللي هو بص يا جماعه، اللي في عندنا هقول المجموعات دي كلها 6 ادويه، 6 مجموعات. بس عايز اقول كلمه، ان انت ممكن بعد ما تذاكر الست مجموعات دول، اللي منكم هيطول معانا شويه في البطنه، ممكن في لحظه تلاقي الست دول اتغيروا، لان العالم كله بي يا جماعه بيحرجم، يعني بيراقب ايه العالم كله دلوقتي. في 9 مجموعات هينزلوا جداد في اي لحظه، 9 مجموعات جداد طلاسم بقى، ولا عمرنا سمعنا عنهم، لان كلهم شغالين على مين؟ على الاندوثيليوم بقى شخصيا. وطبعا هتبقى ثوره في علاج الهايبرتنشن، طبعا هتبقى حاجه عظيمه جدا، بس على الطالب حاجه عظيمه على العيان، انما حاجه هتبقى مصيبه على الطالب، لان الطالب هيضطر ايه بقى؟ يحفظ 9 مجموعات، وايه 9 مجموعات انت عمرك ما سمعت عنها، اللي هو لسه هينزلوا. وهم فعلا تحس يا جماعه ان هم هينزلوا في اي وقت، اللي هو بدا يبقى في مجموعات كتير، ابحاث كتير قوي بتتعمل على ادويه زي السكر مثلا. مرض السكر بدا من سنه، لقيت في ادويه كتير جدا، او سنتين بدات تنزل دلوقتي، وفي لسه كمان على السنه الجايه تلاقي في ادويه بدات. ايه يا جماعه؟ حلو للعيان، لكن على الطالب برده بتبقى ايه يا جماعه؟ وبعدين سبحان الله كل واحد بينزل دواء جديد تلاقي اساميها ملخبطه كده. الاسم نفسه كان زمان برده بتوع الاسامي بتوع زمان بيقولوا اسامي سمباتيك كده، دلوقتي لا الاسامي خلصت. فالمهم شوف بقى 9 مجموعات. فانا بقول كده ليه؟ انا بحذركم عشان اللي منكم الحق خد البطنه في الرخص، لان اللي هيقعد معانا شويه والله اللي هيقعد معانا شويه هيفاجئ ب 9 مجموعات طلاسم مش هتعدي بسببكم. فعندنا في 6 مجموعات كلكم عارفينهم بقى، ايه هما 6 مجموعات؟ حد يقول بقى. اول حاجه سيمباثيتك، ايه سيمباثيتك بلوكر. طب 9 مجموعات اللي هيشتغل الجسم يعمل فيها ايه يا دكتور؟ بيشتغل على الاندوثيليوم بقى وحاجات كده، اللي هو بيشتغل على الاندوثيليوم نفسه بتاع البلاد فيس، يوسع الاندوثيليوم، يمنع الاندوثيليوم يبوظ، يمنع يعني حاجات هتبقى كلها من هذا القبيل يعني. بس هنا احنا لسه عندنا دلوقتي الستة اللي هم ايه يا جماعه؟ سيمباثيتك بلوكر. طبعا اول مجموعه سيمباثيتك بلوكر عارفينها، بس على فكره مش اللي في دماغكم بس، لان اول ما بقول سيمباثيتك بلوكر دايما تقول ايه؟ اللي هم بيتا بلوكر، الفا بلوكر، لا في حاجات ثانيه. فاكرين في الفارما سيمباثيتك بلوكر بيبدا من ايه؟ سنترالي، سنترالي من المخ، بعدين ينزل 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 كده سيمباثيتك لحد النيرف اندنج اهو، يطلع حاجه اسمها كاتكولامين يشتغل على البلاد فيسل. البلاد فيسل دي بقى كان فيها الفا ريسبتور وكان فيها بيتا ايه؟ بيتا سيل. طبعا فاكرين بقى ايه؟ دي سي دي، يعني الالفا طبعا بتنزل. طيب انتوا طبعا كلكم حافظين الفا وبيتا بلوكر،
معايا. بس في حاجات بتشتغل من اول الطريق, يعني في حاجات بتشتغل سنترالي. سنترالي يبقى ده اسمه ايه؟ اكيد بالسي. وده اول الطريق عشان حتى لو نسيت او خط دكاتره بقى سي وخط اللي هو ايه كلونودين. ده مشهور قوي اسمه التجاري كاتابريس. كاتابريس ده مشهور برضه اسمه كلونودين. بس عيب الكلونودين ده ايه بقى؟ هو كلونودين اه طب اشوفكم. بس طبعا بما انكم قاعدين في الفارما محدش هيجاوب السؤال ده خالص. كلونودين ساعات بيجي السؤال ده في الام اس كيو, على فكره بيجي في البطنه في الام اس كيو, يقول لك ميكانيزم اوف اكشن اوف كلونودين از, ويجيب لك اربع اختيارات: استيموليشن اوف الفا 2 ريسبتورز, ولا بيوسع السفنكتر والبلادر يورينري بلادر, ولا بيوسع البيوب الاوزاي, ولا ديبريشن في الالفا 2 ريسبتورز. هو بيعمل انهيبيشن للالفا 2 ريسبتورز ولا استيموليشن؟ طبعا انت هتستبعد الاجابتين اللي في النص, معظمكم هيستبعدها ده عادي. انما هتقول بقى هو كان بيعمل هو سمباثيك بلوك, يبقى بيعمل انهيبيشن ولا استيموليشن اوف الفا ريسبتورز؟ لا استيموليشن اوف الفا 2 ريسبتورز. خد بالك هو هو انت لو فاكر فارما كان في الفا 1 والفا 2, دي الفا 1, لما الفا 2 الاستيموليشن بتاعها هو اللي بيعمل انهيبيشن للسمباثيك. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اكيد على الاقل دلوقتي بداتوا تفتكروه, مش معانا ناسينه خالص يعني. اه ثوره وكل حاجه وكان في ثوره, بس اكيد كنت سامعينها معايا ولا مش معايا. فالمهم ده كده اللي هو فكلونودين. بقول لكم ايه, كلونودين سمباثيك بلوك عن طريق ايه بقى لو انت فراغ عاطفي رهيب؟ عن طريق انه بيعمل استيميليشن اوف الفا. طبعا لو اخترت استيميليشن اوف الفا ريسبتورز تاخد صفر وشلوت وناس ضحك جاي في كنترول, وانت معدي كده تحت كنترول اللون ده. انا على فكره فانا كاتب السمباثيك بلوكر وبعدين قلت بيعمل استيميليشن للالفا ريسبتورز. بيعمل استيميليشن وبيعمل ايه يا جماعه؟ الفا استيميليشن اوف الفا 2 ريسبتورز. معايا الفا 2. الكلونودين ده عيبه ايه؟ قلت الحصه اللي فاتت عيبه ان ما يستخدمش غير بالعيانين المحترمين. يعني هتلاقي دكتور سويسري دلوقتي واقف في سويسرا بيشرح الموضوع ده, بيقول لهم يا طلبه السويسريين ايه رايكم في كلونودين؟ قالوا له حلو جدا يا دكتور. قال لهم على فكره ده رائع, لما تشوف عيان سويسري عنده ضغط اكتبوا له كاتابريس. ايوه حبيبي ده فين؟ في سويسرا. طب انا ممكن انا ادي على سويسري بس انتوا ما تدوش. عشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك هنا ما ينفعش مع العيان المصري تكتب كلونودين ده خالص, لان انت بتتعامل مع عيان, ما انت لازم تعرف العيان المصري هو عيان غير محترم بما فيهم احنا. وخدوا بالكم من الكلام ده, احنا دكاتره النهارده هتبقى عيان بكره لازم, وانت عيان هتلاقي نفسك مقرف برضه غير محترم وما تسمعش كلام معايا ولا مش معايا. فهو كده الكلونودين ده يا جماعه لو مش لو وقفته, لو فكرت توقفه فكر يعني العيان صحي من النوم الصبح قال انا بفكر ما خدتش كلونودين, طب واخدته ولا ما خدتوش؟ لا اخدته عادي بس فكرت, يموت. هيموت بسبب والله يموت. يعني لو ده انا ببالغ اللي هو لدرجه بقول لك ده لو وقفه خلاص العيان ده ايه يا جماعه؟ كلونودين وزدرول في منتهى الخطوره. على فكره معظم ادويه الضغط كده, بس ده احقرهم بقى. ده يا جماعه اول ما بتوقفه مره واحده تلاقي العيان ايه يا جماعه؟ جاي المستشفى هايبرتنسيف كرايسيس. فطبعا الموضوع ايه؟ موضوع سخيف قوي. في حاجات تانية كلونودين بيعملها لكونيه سمباثيك بلوك طبعا بقى عارفينها بقى, يعني ممكن هارت ريت يقل شويه, ممكن الحاجات اللي انتوا عارفينها بقه يبقى ناشف شويه, الحاجات دي كلها. في دواء لا لان هو بيبقى متعود اللعب سنترالي, بيبقى كده بتلعب سنترالي يعني خلاص حصل ادابتيشن. مره واحده انت عامل انهيبيشن للسمباثيك مره واحده اول ما هتشيل الانهيبيشن ده لازم ايه يا جماعه؟ زي الكورتيزون مثلا نفس الفكره. فانت عشان كده لو هتوقف كلونودين عايز توقف الريليز بتاع السمباثيك بلوك ده لازم يبقى ايه يا جماعه؟ جرادوالي واحده واحده, انما مش عادي جدا. ده هنا عادي جدا الواحد بياخد كتاب ريس ده كمان اسبوع ما بياخدوش. شوف يا جماعه يعني اللي عندهم الضغط في مصر عادي جدا يقول لك بقى شهرين ما باخدش الدواء, لانه خد بالك الضغط مرض غير مؤلم القاتل الصامت, فهو مش كيش من حاجه اصلا. بقول لك انا هاخد دواء انا كويس اهو, ما الدكتور الحمار اللي كتب انا بقى لي شهر ويجي يقول لك كده بقى شهر. على فكره دكتور ما باخدش الدواء تصدق بالله لو انت احسن من لما كنت ماشي على الدواء بتاعك. الله يخرب بيتك يا دكتور انا زي الفل دلوقتي, انا حديد انا هو لان القاتل صامت. فخد بالك الحاجات دي بتبقى مقرفه جدا. في عندنا بقى دواء بيطلع من هنا, دواء بيشتغل على الحته دي. في طبعا كان زمان دواء بيشتغل على الجانجليا هنا بس اتلغى, محدش بيستخدمه فسيبك منه. وانا متهيألي شربته في الطبعه الجديده مكتوب برده اشرب عليه بقى الباشا. انما في دواء سمعتوا عن دواء اسمه ايه بقى؟ انتوا عارفين هنا بيتكون ايه؟ انه مصنع الكاتكولامين. كاتكولامين في دواء بيقلل السنسس اوف كاتكولامين اللي هو اسمه ايه بقى؟ الفا ميثايل دوبا. الفا ميثايل دوبا. على فكره الفا ميثايل دوبا ده بيقلل تكوين الكاتكولامين وفي نفس الوقت سنترالي بلوك, يعني بيعمل سمباثيك بلوك سنترالي برضه. بس هو المين الميكانيزم هو ايه يا جماعه؟ هو ان هو بيعمل الفا ميثايل دوبا سنس اوف كاتكولامين. معايا الفا ميثايل دوبا. الالفا ميثايل دوبا ده بقى استبله وتشرب ميته اللي هو الالدوميت. الالدوميت ده بيعمل ايه بقى؟ طبعا هو دواء حقير جدا
ميزته الوحيده او ميزتيه الاثنتين الايه ميزتين الاثنين الميزتين الاثنين فيه ايه هما؟ ايوه اللي هو في الحوالي من ايام على فكره من ايام الفراعنه في ده في الحوامل ستات الحوامل دواء دي اصل في ادويه تانية سيف برضو احسن من الف مثال دول على فكره بس بتوع الناس هيقول لك بقولك ايه انا هكتب الدواء سيف من ايام الفراعنه امون حطه انت عارف خوف وخفر ما كان عارف امون حطه مراته لما كانت حامل كان خوفه كان كاتب لها ايه كان كاتب لها الف مثال دول على ورق البردي بشوف الكلام ده على ورق البردي هتلاقي كاتب لها الف مثال دوبه بس بالفرعوني كده فعشان كده الف مثال دوبه سيف الحوامل ماشي وليه ميزه كمان ان هو بيزود ايه الرينال بلاد فلو ترى واحد عنده رينال فيلير ممكن ياخد الدواء من الادويه القليله اللي بتزود الرينال بلاد فلو عيب الالفا مثال دوبه ايه بقى مليون عيب ده هو دواء اصلا انا متخيل هو ما فيهوش الا الميزه دي بس اسمع عيوبه اي حاجه بحرف الاتش اي حاجه بحرف الاتش صح عشان متعبر في الام اس كيو يجي صدى صوت لان الالفا مثال دوبه بالذات بيجي في الام اس كيو كتير كتير قوي فعلا في الام اس كيو بتفرج كده من اكتر الادويه اللي بتيجي في الام اس كيو في الادويه دي كلها يقول لك الالفا مثال دوبه قولوا لي صح ولا غلط يعمل هايبوتنشن صح ما بالاتش بس هو اللي بيعمل هايبوتنشن ما كل الادويه بتعالج الضغط فممكن تعمل هايبوتنشن ده بقى بالذات في عين اللي هو unpredictable response يعني ايه unpredictable response يعني استجابته ليست بالمتوقعة يعني انت ما بتدي نص قرص كونكور مثلا بيتا بلوكر انت بتبقى عارف بالويم كده هو هيعمل ايه انما تعالى بقى هات ألفت وميرفت وانجي والتلاتة حوامل والتلاتة هياخدوا الفا ميسايل دوبا تلاقي واحدة هتموت بسبب الهايبوتنشن واحدة ثانية ولا الهواء هتلاقي واحدة تالتة يعني هو دايما استجابته يا جماعة عشان كده انت دايما في بتوع النساء يبدأ بجرعة يا جماعة متوسطة وبعدين يقول لها يا أنسة انا عايز اشوفك كل مثلا ايه كل فترة اشوفك عشان نشوف هنظبط الجرعة ازاي ممكن تحتاج جرعة اكتر من كده او جرعة ايه اقل من كده بس كده فالالفا مثال دوبا يعمل هايبوتنشن يعمل هيموليتك انيميا صح ولا غلط؟ صح يا جماعة مش بالاتش هم بيفكروا في اي حاجة بالاتش هيموليسيس صح هيباتايتس صح يزود انزيمات الكبد ما هو هيباتايتس يعني بيزود انزيمات الكبد اي حاجه بحرف الاتش صح هدك وماله بص يا ابني واحده لدرجه اما حرف الاتش يخلص خش على حرف اللي بعديه اللي هو ام يعني لو انا بقول لك والله في حرف الاتش كله دخل خد واحده من ايه من الاي اللي هي ام بوتنس عشان كده ساعات تلاقي بقى ايه ما هو في الحوامل فاللي بيحصل تلاقي يا جماعه الفت جايه لك ومعاها ممدوح فداخلين بقى فبص يا الفت شوف يا انسه كان نضطر ان احنا نكتب لك ايه دواء ضغط ظريف كده الف مثال دوبا تلاقي ممدوح عم نضغط لك في الموضوع وبيعمل ايه ما تفهمش عم ده اول ما ضغط ده قال يوم ممدوح ايه طب يا دكتور بالحق طب انا عندي ضغط انا كمان ينفع احنا الاثنين ناخد الف مثال دوبا اقول له لا ممدوح ما ينفعش اه ما بلاش اقول له ما بلاش عشان كده اقول له ايه بقى اقول له الف مثال دوبا فعلا ما ينفعش يلا شويه انا بيعمل ايه متنسي على فكره معظم ادويه الضغط بتعمل ايه متنسي عدا ادويه قليله هنقولها دلوقتي عشان لو جالك واحد صغير وعنده ضغط فلازم برضو تبعد عن بعض الادويه هنقولها دلوقتي فالمهم ده كده اللي هو الالفا مثال دوبا في دواء تاني تعرف اللي بيطلع هنا ايه كاتكولامين هو كاتكولامين ده بيعمل ايه بيشتغل على الالفا والسمباثيك ريسبتورز يعني وبعد ما بيشتغل عليها اللي بيتبقى يعني هو كله بيشتغل بيتبقى شويه يحصل لهم يرجعوا يتخزنوا تاني في الايه ايوه ليه ابتي ما دام انت قلتي ليه ابتي يبقى انت اللي هتقول اسم الدواء دواء بيمنع ريابتيك اوف كاتكولامين يبقى اسمه ايه ريابتيك اوف كاتكولامين يبقى اسمه ايه بالمنطق وبالفطره وبالسليقه وبالبديهه ريزربين بس ليه سموه ريزربين عشان تبقى فاكره بقى طول العمر ان الريزربين ده بيمنع ريابتيك اوف كاتكولامين هو عشان بيمنع ريابتيك اوف كاتكولامين يبقى بيعمل ايه على فكره ده دواء حقيقي ليه حقيقي لانه بيمنع ريابتيك يقوم يعمل لك ايه بقى مصيبه ايه هي المصيبه انه بيخلص كاتكولامين دلوقتي كل شويه يطلعوا يعملوا شغل المفروض كميه كبيره ترجع تخزنها معايا انت ما بتحوش خالص يوم ايه اللي هيحصل في الاخر هتفاجئ ان انت ما عندكش كاتكولامين خالص عشان كده اقول لك دبليش انا في كاتكولامين كاتكولامين استنفذ خلص عشان كده العيان ده دايما تلاقيه حد فيكم بياخد ريزربين دواء اسمه التجاري بتاع شركه نوفارتس اسمه برينالدين علبه كده عليها باراشوت وهي فعلا على فكره باراشوت ده يفكرك ان هو بيعمل حاجه كمان غير الحاجه اللي انا هقولها دلوقتي هو دايما بيعمل ايه؟ اللي بياخد برينالدين تلاقيه مزكم على طول عنده زكام اللي هو ايه على طول عنده زكام ويجي هو مش عارف يقول لك يا دكتور انا عندي زكام على طول عندي برد ما عنديش برد انا حاسس ان انا حرف الميم والنون عندي مش واضحين عندي زكام على طول فكان عنده زكام على طول فايه علاقته؟ فممكن تبعت هو مش مدي ان ايه يا جماعه ممكن ده هو اللي بيعمل كده على فكره في حاجات كتير قوي عيان الضغط يقولها لك لازم تبقى عارفها يعني عيانين ضغط كتير قوي يقول لك انا عندي زكام على طول لازم تبقى عارف في كمان اقول لك بعض انواع بعض الادويه ولازم تعرفها للحياه مش الامتحان يقول لك انا حاسس ان انا طعم بوقي مش حلو
على فكره كتير جدا يعني الادويه اللي بتعمل ايه يا جماعه يجي حاسب في مراره في بقش تعرفوا دي ممكن تبقى حاجه مقرفه جدا لعينه هو مدايق من نفسه جدا وعارفان من نفسه بسبب الاحساس ده فممكن يبقى بسبب الادويه فلازم تبقى عارف الحاجات دي فالدواء ده من الحاجات اللي بيعمل كده يقول لك انا مزكم على طول طبعا هو مزكم على طول ليه انت عارفين بقى ليه هو انت لما بتجيب كان بتاخد ايه سيباسو مايميت سيباسو ايه مايميت طب انت هنا استنفذ السيباسو مايميت اللي عندك اصلا مفيش فخلاص بقى خش بقى زكام على طول هتلاقيك على طول عندك زكام بس خد بالك مش دي الحاجه اللي ايه الحاجه الاخطر بكده يا جماعه ان هو ممكن يعمل ديبريشن اب تو سيوسايدال اتاك لما ما بقاش فيه سيمباسات خالص هم عشان كده حطوا على العلبه ايه بقى باراشوت او انت بتيجي تفكر هما ليه حطوا اول ليه حطوا اول العلبه برينالين بتاع شكل النفرز هتلاقي فيه باراشوت موجود على العلبه عشان لو هترمي نفسك بالشباك او حاجه يبقى فيه باراشوت في تبقى فاكر اول يقول لك الراس وصدر ايه يا جماعه هو فعلا بيعمل ايه يا جماعه عشان كده عشان كده في دول اوروبا ودول المحترمه المتقدمه تلاقي لغو البرينالين ده اللي هو ايه مفيش لان في ايه عشان الدبريشن وكده فهو احنا عندنا اقول لك يا عم اكتب الريشم في مليون حاجه عندنا يا عم هي جت على الدواء يا عم اكتب وخلاص فالمهم ايه ده ليه ده تحس بقى موضه اليوم انت عارف ان هو يومين ورا بعض بقول لك مش عارف اللي بيضايقني اكتر حاجه تستفزني بجد يا جماعه عشان تعرفوا معلش ومحدش يزعل بس الشباب النحنيك بقى النحنيك بتوع الفيس اللي قاعدين طول النهار بتقول ايه يعني يا جماعه والله ربنا يكفر يعني ماشي طبعا ربنا يكفر الجميع بس انت يعني ايوه انت بتتكلم في حاجه ليه مش عايزين نقول كافر بس انت بتتكلم الاعمال بخواتيمها انت اخر عمل انت عملته جت يعني انا بقى ما هو يا جماعه اصل خدوا بالكم في شباب كتير بيحب يقلد من اجل التقليد والله اللي هو يلا بقى اي واحد عمل في مثلا اي مصيبه هتقابله في حياته يقوم ينتحر وخلاص وكده ما انت الكلام ده هيخلي فعلا الجيل خدوا بالكم مش انتوا الجيل اللي بتاع ثانوي واعدادي ده دي لسه مصيبه جايه في مصر دي اتفرجوا على الجيل اللي لسه طالع من الاعداديه اتفرجوا دول والله فعلا انتوا يعني نسبيا محترمين بالنسبه لدول نسبيا يعني لسه قاعد اشوف انا لسه انا كنت احكي لكم انا معزومين والله عزومه عائليه واحد في العيال في عائلتنا في عيل والله صغير وحتى مش شفتوش من زمان ومش عارف ايه وكده عنده كام سنه 11 سنه اقسم بالله 11 ده انا اقول لك بقى بعدين من كان انت عارف ان انا في اللي مؤيد ومعارض للسيسي في اللي والسيسي ومش عارف ايه وكلام من ده فجاه لينا ده ما هموش اي حد من عاديين كنا عاديين مثلا احنا 20 واحد وهو ناس كبار برضه فجاه عيل عنده 11 سنه ايه ده انتوا ازاي تأيدوا السيسي ده نظام مبارك على فانا وهم قاعدين بنتكلم ما حدش معبره بس انا سكت والله كلمه نظام مبارك طلعت على هنا ده نظام مبارك يا ابني انت كان عندك 6 سنين انت كنت لسه سبيرم في رايك كنت لسه عندك تعال هنا تطلع فين نظام مبارك ايه هو قاعد على الفيس ملعوب في دماغه ومسلم دوا الفيس فيس لعب في دماغه والنظام القديم بيعوض والنظام اللي هو فين بيتكلم بيه انا بشوفه بحرقه مش بيتكلم عادي يا جماعه ونظامه لا طب مش عارف ايه وانتوا الاجيال دي وايه الاجيال انتوا اللي انتوا اللي بوظتوا مصر انتوا اللي رجعتونا لورا قاعد سامع انا اتنفس والله قلت تعال هنا ده. انت ايام مبارك كان عندك كام سنه 6 سنين الله يخرب بيتك ايام مبارك ايه فساد ايه وانت جربت فساد ولا تعرف فساد تعرفه منين إيه؟ يعني اللي هو ففعلا يا جماعه بوريك ان فعلا تلاقيه بيتكلم انت لو كنت شفت منظره تعرف الكلام اللي انا فعلا بقوله دلوقتي ان الاجيال دي فعلا هتبقى مصيبه بعد كده ملعون في دماغه ومسلم الدماغ وطول النهار فيس هيدمروا البلد والله فالمهم بقى يقول لك بقى عندنا ده كده اللي هو ايه البرينالدين اب تو سوسايدال اتاك ندخل بقى بعد كده في الالفا والبيتا يلا حد يقول الالفا والبيتا بقى الالفا طبعا عارفينها هو انا ليه بكتب الالفا بلوكر في عيان الهايبرتنشن يعني ده مش سؤال اصلا يعني المفروض اسال السؤال ده تقوم تضحك كده ايه ده مش الدرجات هو الالفا بتعمل كونستركشن معايا يبقى انا لما ادي الفا بلوكر هوسع المسائل وهو انا عايز ايه من الدنيا غير ان انا اوسع المسائل معايا عشان الضغط يقل إيه؟ واضح ولا مش واضح بس كده الفا بلوكر زي ايه الفا طبعا ما هو اقول الفا اسكت معروف الالفا الفا 2 ده انهيبيشن اصلا فالفا بلوكر زي ده هو اسمه لا لازم تبقوا عارفينه برازوسين عارفين برازوسين؟ اوعى ما تكونوا مش عارفينه بجد. تعرفين بس طبعا ما برازوسين. سمعتوا عن دواء اسمه ميني بريس؟ بتاع الضغط ميني بريس؟ بلاش ده في دواء بقى ما فيش راجل فوق سن 60 ما يعرفوش وعلى فكره من 55 كمان. دواء كل الرجاله فوق سن 60 لازم يكونوا عارفينه. اسمه ايه؟ الفا بلوكر اهو. في دواء اللي هو انما هو لو عنده ضغط وعنده ايه بقى لازم ياخده اسمه كاردورا اسال اي واحد كده في حسين السيدي يقول له تعرف كاردورا اقول لك كاردورا مين ايه الكاردورا دي اسمه تجاري كاردورا هو عباره عن الفا بلوك ده حلو جدا مين بقى في مين بيعالج الضغط وفي نفس الوقت بيعمل ايه يا جماعه بيعالج البي بي اتش اللي هي تضخم البروستاتا فالناس اللي عندهم ودواء ده على فكره خدوه في الفارما وكان بيجي ام اس كيو في الفارما يقول لك ايه الادويه اللي ممكن تقلل البروستاتا شغل على البروستاتا دايركت لحتى ممكن تقلل حجمها شويه هو الالفا بلوكر فهي سلام بقى لو واحد عنده تضخم في البروستاتا وتضخم في الضغط
اللي ده تلاقيه حاطط الكاردوره علبه كاردوره على دماغه ماشي بيها كده في الكوتش ما بيقدرش يعني طبعا اسمه كده اسمه كده اسمه كاردوره ما هو العلم بتاعه الفا بلوكر برازوسين بقى والحاجات دي والمجموعه دي بس اسمه تجاري ما افتكرت ان انت عارفينه وده مش عارفينه خلاص انا حبيت اقوله وقلت اكيد هتبقوا عارفينه بسم الله لو تعرفوا اي حد بشوف اي حد كبير ست هتلاقي عارف الحاجات دي الفا بلوكر هو الفا بلوكر عادي طيب ندخل بقى في البيتا بلوكر البيتا بلوكر زي ايه يا جماعه البيتا بلوكر ليه ليه اه ما لسه هقول اهو ما هي البيتا بلوكر ما انا اتعمدت اقول الالفا بلوكر ليه عشان تقولوا ان هو فازو دايليت طب البيتا بلوكر ليه بقى عارفين هقول لكم بقى على حاجه بيتا بلوكر اشهر دواء على فكره هو اشهر دواء بيعالج الضغط لحد دلوقتي يعني معلش اللي عندهم الضغط لما نيجي بقى نتكلم على التشويس اوف تريتمنت تلاقي اشهر دواء هو البيتا بلوكر بيتا بلوكر تستخدم وهو الدواء الاشهر في علاج الضغط على الرغم ان الميكانيزم اوف اكشن ليس معروفا غير معروف وعلى فكره البيتا بلوكر دي دايما في كل المواضيع تلاقيها طالعه لك كده بان في الموضوع يعني في الهارت فيلير قعدوا سنين يقول لك ممنوع تستخدم في الهارت فيلير لحد ما الابحاث الجديده قالت تستخدم بس هم ثلاث ادويه بس طبعا لان هم كده اللي هم بالمناسبه كانوا ايه ام بي سي شفت بقى ما تبقى فاكر بقى على طول لان السؤال ده بيجي في الانسيو ام بي سي فمهم في عندنا خد بالك البيتا بلوكر كان بيستخدم في علاج الانجنا برغم ان نظريا قد تعتقد ان هي تضر عيان الانجنا بس اي واحد عنده انجنا او اسكيميك هارت ديزيز بياخد بيتا بلوكر صح ولا غلط البيتا بلوكر تستخدم في علاج الهايبرتنشن على الرغم ان الميكانيزم في حلقه مفقوده في الموضوع وعلى فكره يا جماعه هم اول ما اكتشفوا علاج البيتا بلوكر في الهايبرتنشن اكتشفوه بالصدفه بالصدفه هو الراجل كان زمان سنه 1900 وخشبه واحد كان عنده صداع نصفي فكانوا دي عنده صداع نصفي بالايه يا جماعه بالبيتا بلوكر ولغايه دلوقتي طبعا بيعالجوا الصداع النصفي بالبيتا بلوكر ان بتوين الاتاك لكن هو بياخد بيتا بلوكر بالصدفه كان عنده الضغط تاخد حاجه للضغط يا عم الحاج قال له لا ما باخدش قال له امال الضغط بيقل ازاي انت بتاخد ايه اصلا انا ما فيش ده ما باخدش البيتا بلوكر في علاج ايه يا جماعه الصداع النصفي ومن يوميها عرفوا ان البيتا بلوكر بتعالج ايه يا جماعه الصداع النصفي شفتوا بقى جت هي مشيت كده بعد كده نظريات كتير بقى بتلاقي ده انتوا حتى فاكرين في الفارما كان في سبع نظريات معنى انهم سبع نظريات معنى كده ايه ان مفيش ولا واحده صح لانك وبعدين النظريات كلها مش مقنعه كنت تلاقي الدكتور الفارما يجي يقول لك ايه اصل هي بتقلل الكارديك اوتبوت ايه ده يعني وبعدين الكارديك اوتبوت ياثر على السيستوليك اكتر من الدياستوليك يقول لك اصل بيقلل الهارت ريت طب ما برضه تحس ان حاجه مش مقنعه كده يقول لك اصل بيقلل الرينين هي صح بيقلل الرينين بيتا بلوكر بتقلل الايه يا جماعه الرينين طبعا ده اللي هو بيعمل ايه رينين ده اللي بيوصل انجيوتنسل بقى في بقى كلمة راس رينين انجيوتنسل ابدوسيرون سيستم فالرينين لما بيزيد الضغط يعلى فلازم عشان كده يا جماعه كنا بنكتب بيتا بلوكر في الهارت فيلير لانه بيقلل الرينين بس برضه نظريه مش مقنعه ايه يقول لك ده بيظبط كل ده كلام فارغ البيتا بلوكر از ستيل الميكانيزم اوف اكشن از ستيل انكلير از ستيل كويشن ابو لسه محل سؤال لكن بيتا بلوكر زي ايه بقى عندنا في بيتا 1 وبيتا 2 بسرعه يا بتوع الفارما يا الفارما هو اللي موجود في القلب بيتا 1 ولا بيتا 2 قلناها قبل كده بيتا 1 طبعا ايه قلب واحد طب اللي موجوده في الرئتين بيتا 2 بيتا 2 يعني اكيد معايا هو في سيلكتيف ونون سيلكتيف زي ايه قول بعد البيتا بلوكر المفروض ان انتوا عارفينها قوي يعني قلناها قبل كده اصلا بروبرانورول اللي هو الاندرول طب بيتا 2 اي حاجه فيها او ال او ال المقطع ساعات صار ده بيجي في الام اس كيو عامل يقول لك كل ادويه البيتا بلوكر تنتهي بالمقطع او ال او ال اكسبت طبعا عمره بعيد يعني سبت ما هشوفه فهو يقول لك بس هو فعلا على فكره اصل المعلومه دي موجوده في اقول لك فين في تكست بوك اللي هو ليفين كوت عارفين طبعا ليفين كوت في فرق عارفين هو كتب ليفين كوت هتلاقي بقى في بيتا بلوكر مكتوب كده ان بي ان كلهم بينتهوا بالمقطع او ال اي او ال ما عدا ايه بقى ما كانش لسه على فكره ما جابوش سيره كارفيدرول مع ان يعني اللي هو ما عدا اللابيتالول لابيتالول اي ال او ال واخدين بالكم لابيتالول شفت الهيافه بتاعتهم في ليفين كوتس يقول لك ما عدا لابيتالول اي ال او ال لو عندك التكست بوك ده روح شوفها هتلاقيها مكتوب فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه اي البيتا بلوكر اي حاجه بتنتهي بايه او ال او ال بس اخص بالذكر ام بي سي لان ام بي سي كانوا بيعالجوا كمان ايه الهارت فيلير ندخل بقى بعد كده يقول لك ايه السايد افكت بالمناسبه بتاعت البيتا بلوكر سايد افكت امبوتنس على فكره دي مهمه عشان لو لقيت واحد صغير واحد مثلا جاي في الثلاثينات وعنده هايبرتنشن ينفع اكتب له بيتا بلوكر لا بلاش اي حاجه بحرف البي مش لازم امبوتنس امبوتنس بحرف البي اهي بس برونكوس بازم راديكارديا هارت بلوك لا لا مش ريفرسبل لا 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 مش ريفرسبل تبقى ريفرسبل اول ما بيوقف الدواء خلاص يوقف الدواء يروح الامبوتنس معايا ولا مش معايا بس
هو مش ايه مش الريفرسبل يعني لا تنزلوا على مصيبه. فالمهم ده كده فده كده اللي هو ايه يا جماعه ده اللي هو البيتا ذكر. ندخل بقى بعد كده نتكلم عن دي المجموعه. كل الكلام ده مش مهم على فكره عشان ما تروحش تعيش فيهم. انا بشرحه عشان انتوا انا عارف ان انتوا في فرما كانت سنه ثوره وكده. رقم 2 يقول لك ايه بقى رقم 2 يلا قولوا دايرتك. لا دايرتك كلها قبل كده في الارتفاع اللي هو كانوا ايه لازكس وسازايد. لا هنا ما ينفعش اقول لازكس وسازايد. هنا اقول ايه بقى سايازايد ولازكس. لان مين الدايرتك اللي بيستخدم في الهايبرتنشن سايازايد وليس لازكس. على الرغم ان السايازايد اضعف من ايه اضعف من لازكس لكن ما هو ده اللي انا عايزه. انا عايز العيان يستوي على نار هاديه. يا جماعه في الهايبرتنشن ما ينفعش ان انت ايه لازم يستوي على نار هاديه. يعني مش لازم اديه حاجه جامده قوي. اللي بياخد لازكس ده هيدعي لك اول اسبوع بالظبط بعد كده هيدعي عليك. هو انت عمرك شفت عيان ضغط بياخد لازكس؟ عمرك شفتها دي؟ استحاله. غير طبعا الامرجنسي. انا ما بتكلمش على الامرجنسي اللي هو راح المستشفى اه ده هياخد لازكس. انما انا بتكلم كرونيك اللي هو بياخد كل يوم حبايه الصبح بياخد لازكس؟ لا. انما بياخد ايه يا جماعه؟ سايازايد. لان السايازايد اولا بيسويه على النار هاديه خلي العيان يستوي على النار هاديه. ضعيف مش قوي قوي بس انا مش عايز حاجه قويه قوي. انا عايز برده ايه يا جماعه ده حاجه كرونيك. وتاني حاجه التوليرانس حقير في اللازكس. يعني اللي متعود ياخد لازكس ياخد القرص النهارده هو نفسه يحس بيه يقول لك يا دكتور انا باخد القرص يا سلام. خش حتى شوف اليورين نازل كتير قوي. طب انت بتعرف منين القرص شغال؟ يقول لك اصل انا بقى اليورين بحس ان هو عامل زي ميه الحنفيه. يعني في بوليوريا جامده فالسبيسيفيك جرافيتي ايه؟ قلت بتاعه اليورين. انما دلوقتي يا دكتور اليورين نفس اللون. تعرفين لون اليورين كنا قلنا اللي هو ايه؟ اللون بتاع اليورين اللي هو ايه؟ لا مش اصفر دي انا بسال عشان مش عايز اسمع الاجابات دي والله. اصفر تلاقي برضه حاطط فيها امبر يلا اللي هو لون العنبر معايا؟ العنبر عنبر الكهرمان المهم يعني هو يقول لك القرص ايه مش شغال دلوقتي. فهو عشان وده طبعا لما بيجي لك بامرجنسي في الاي سي يو ولا هو ياخد اللازكس ولا هو تقعده على كرسي متحرك عشان يروح الحمام كل 10 دقايق ما بيروحش. باخر بيتك وانت اللازكس ايه ما بيعملش حاجه؟ لا. فعشان كده السازايد احسن. السازايد كمان بيعمل حاجه ثانيه حلوه قوي ان هو فازو دايليتور قوي كمان. يعني هو دايوريتك ايه؟ اللازكس التوليرانس. التوليرانس دي مشكله مشكله جامده جدا. العيان هيدعي لك لمده اسبوع بالظبط. طب بعد الاسبوع او اسبوعين هتلاقي لا خلاص. غير اللازكس القوي انا مش عايز حاجه قويه انا عايز حاجه تسوي العيان على نار ايه يا جماعه؟ خليه يستوي على نار هاديه. غير بقى السايازايد. سايازايد لا هو كل حاجه سايازايد. هو انا هنا مش عايز فازو دايليتور يعني كمان بيوسع المسائل شويه. فحلو على فكره في انواع سايزايد. اه طب بالمناسبه سايد افكت اوف لازكس اند سايزايد سايد افكت هايبو انا عايز اجابات سريعه بقى اللي هي ايه؟ اربعه هايبو واربعه هايبو. اربعه هايبو كلكم عارفينها. اربعه هايبر بسرعه هايبر جلايسيميا ليبيديميا يوريسيميا. مين اللي بيعمل هايبر كالسيميا؟ بسرعه سايزايد ولا لازكس؟ سايزايد. ليه؟ لا يزيد الكسر. انما اللازكس لا يزيد الكسر. لا ما هو بص اصل انتوا لا بص يا جماعه مش معنى ان هو بيعمل حاجه يبقى هو ما بيعملش. يعني في انواع سايزايد. السايزايد انواع كتير. يعني انا هقول لك على حاجه. في نوع من السايزايد اسمه اندابامايت. اندابامايت اللي هو اسمه تجاري ايه؟ بتاع شركه سافيه شركه اجنبيه. ده هو مشهور قوي اسمه ناتريلكس. عارفين ناتريلكس؟ بتاع كده 30 قرص بتاخدهم بيكفيك الشهر. اندابامايت ده سايزايد ولكنه دايليتور اكتر منه دايروتك. يعني بيوسع. يعني تلاقي اللي بياخده ناتريلكس مثلا هو سايزايد فانت تشوف النشره تلاقي سايزايد تقول له ده انت بتخش حمام كتير يقول لك لا لان هو دايليتور قوي قوي نعم دايروتك حاجه هايفه. فهو في بتختلف من ايه يا جماعه دلوقتي في اللي مشهورين قوي في السايزايد ايه موديوريتك في الدكتازايد. طب يعني الاسامي دي مش لازم يعني تعرفها انا بس اللي عامل شيء يعني ايوه ما بقول ما مش لازم يعني هو بس بيعمل حاجات تانية ممكن تعمل باظ دايليتور واخد بالك؟ فهو في حاجات بس برضه ما تفهمش كلامي ان هو باظ دايليتور قوي. ما يا جماعه لو باظ دايليتور قوي لا هو داي هو راح ولا جه هو دايروتك جاز انت بميت بس هو ده اللي بيبقى دايليتور قوي شويه. انما السايزاي طبعا دايروتك في المقام الاول. الايه؟ ده دواء 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 من النوع اللي هو سازايد برضه عباره عن برضه هيدروكلورو سازايد. يعني هتلاقي نفس الايه ده اسمه تجاري موديوريتك. في اسم تجاري تاني اللي هو الدكتازايد معايا. في كمان تلاقي سازايد ومعاها حاجات تانية زي ما هنشوف دلوقتي. يا اما حاطط لك مثلا سبايرون نكتون عشان الهايبوكاليميا يا اما حاطط لك مجموعات تانية هنقولها كمان شويه. في بقى عندنا المجموعه الثالثه قولوا بقى باظ دايليتور. باظ دايليتور ازاي؟ كل الكلام ده على فكره هيسيبلنا دوش ومالته بس انا لازم اقوله عشان طبعا في حاجات بتوسع. ده يا جماعه الرسم ده الارتريول ده ارتريول
وده ايه فينيو فيديو فينيو وده ايه ارتيولز في حاجات بتوصل ارتيولز بس زي ودي على فكره ما بتستخدمش الا في حالات الامرجنسي تقريبا زي ايه مثلا دواء اسمه هيدرولازين هيدرولازين ده بيجي عليه سؤالين في الام اس كيو وقلناهم قبل كده هيدرولازين كان بيجي سؤالين في الام اس كيو ايه هما انه لا يستخدم في حالات الانجرا لانه هو بيبرسيبيتيت الانجرا لو انتم ذاكرين فارما كنت بتوع فارما قلتوا اشرب على هيدرولازين كلمتين مضيئتين دول لا لازم احسسكم بالذنب كل شويه لا او ثوره بتاع ليه لا لا خلاص يعني ساعه بالظبط نص ساعه نص ساعه هيدرولازين بيرسيبيتيت انجرا وبيعمل ايه كمان هيدرولازين ده بقى يقول لك كمان سيستميك لوبس من الحاجات اللي هي دراج اندوز لوبس شفتوا بقى يا جماعه عشان كده بيجي في الام اس كيو لما نيجي نقول دراج اندوز لوبس هيبقى في كذا دواء من ضمنهم الهيدرولازين في عندنا دواء تاني اسمه مينوكسيديل عارفين المينوكسيديل حتى لو قلت لكم من كل الطب بيبقوا عارفينه ده جدا من كل الطب بزاد لو سالت اي من الطب هتلاقي عارفه المينوكسيديل اللي هو بتاع الشعر ده اصلا ما بيستخدمش في علاج الهايبرتنشن بس هو كسايد افكت هو سايد افكت بس هم بيستخدموه دلوقتي كافكت حد تعرف يا جماعه طبعا اي كريم شعر هتلاقي فيه مينوكسيديل وشوف كده هتلاقي عارفه الحكايه دي هي اي كريم شعر هتلاقي فيه ايه بقى اسم الكريم ايه اللي هو فيه عشان حتى انا اعرفه اما في ايوه في هير باك في ري هير في الحاجات دي يلا شويه بس كده فالمهم ده كده اللي هو ايه اللي هو في دواء ثاني اسمه دازوبسايد قلنا قبل كده برده طبعا بيوسع الارتيولز اللي بيوسع الفينيولز بس اللي هو النايتريت طبعا عارفين النايتريت كان الميكانيزم اوف اكشن بينه دايريتو طب اللي بيوسع الاثنين هنا بقى قلناهم قبل كده الصوديوم نيتروبرسايد وفي عندنا الاس انهيبيتورز ده ديورنج ايمرجنسي وده ديورنج ده بقى في الكرونيك عادي الاس انهيبيتورز دي مجموعه لوحدها نتكلم عنها دلوقتي مجموعه الاس انهيبيتورز يبقى احنا قلنا اول مجموعه اسمها ايه سمباثيك بلوكرز بلوكرز وبعد كده قلنا دايريت وبعد كده قلنا بسرعه الدايليتورز رقم أربعة اللي هو ايه بقى رقم أربعة الاس انهيبيتور اللي هو الانجوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز المجموعه دي من احسن المجاميع انا شخصيا الى قلبي وعلى فكره من المجاميع الحلوه جدا في علاج الضغط ليه اولا ما بتجيبش امبوتنس ثانيا ما بتاثرش على المود ثالثا اقول ايه ما بتعملش هايبوكاليميا ورابعا لو عيان ضغط وسكر هي المجموعه دي ضغط وقلب هي المجموعه دي فتيجي تبص تلاقي معظم المصريين بياخدوا الايس انهيبيتورز لان الايس انهيبيتورز دواء رائع زي ما هنشوف دلوقتي الايس انهيبيتورز يا جماعه زي ايه طبعا انت عارف الايس انهيبيتورز بتشتغل ازاي انها كده كتير انجوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز فبتقلل الانجوتنسين 2 فبتقلل الضغط في عندنا شورت اكتنج في لونج اكتنج شورت اكتنج زي ايه كلكم عارفينه بقى شورت اكتنج ده اللي تاخده مرتين او ثلاثه في اليوم يعني تلاقي برضو واحد بياخد شورت اكتنج مره واحده طب ايه ده انت بتاخده ثلاث مرات او مرتين اللي هو ايه يا جماعه كابتوبريل كابتوبريل اللي هو كابوتين لو انتوا عارفين كابوتين ده بيفضل شغال 8 ساعات فبعض الدكاتره بيطلبوا ثلاثه او اللي هو مرتين في اليوم حلو في عندنا بيشتغل بقى مره واحده اي بريل طلع الذكر اللي جواك واكتب اي بريل سجلوش ده باي بريل بقى تكتبه هيطلع صح ليزينو بريل رامي بريل ايزا بريل انالا بريل اي حاجه بريل واضح فهو ده بقى طبعا لونج اكتنج مره واحده فين ايه السايد افكت بتاعه المجموعه دي الاول قبل ما نقول المزايا كتير قوي على فكره المزايا بتاعه الادويه دي بقول لك المجموعه الوحيده اللي ما بتعملش ايه امبوتنس ما بيأثرش على الموت حلو جدا في ضغط وسكر حلو جدا في ضغط وقلب مجموعه من المجاميع اللي هي يعني فعلا حاجات ظريفه بس عيبه ايه بقى الحلو ما يكملش عيب المجموعه دي اولا تبان في الفيرست دوز في الجرعه الاولى ايه الفيرست دوز دي بقى ان انا ببقى خايف عليك قوي من الجرعه الاولى يعني انت واخد بقى مش سمعت قبل كده عيان يقول لك ايه انا خدت كابتو بريل اول جرعه موتتني لكن بعد كده استريحت اول جرعه والله فعلا انت بتتفرج على العيان اللي باخد كابتو بريل تلاقي اول يومين بيموت مش موتتني هي مات بهدلتني مات فعلا وبعدين بس الجرعات عشان كده يقول لك انها ظاهره الفيرست دوز عشان كده من الحكمه لما تيجي تكتب واحد كابتو بريل او اي دواء من المجموعه دي تكتب له الدواء صباحا ولا مساء حتى لو هو هياخده صباحا ومساء يعني الحاجات شورت اكتنج صباحا ومساء بس هقول له اول يومين ثلاثه تاخده ايه مساء لان لو خده صباحا صباحا هياخده وينزل شغله ماشي في الشارع يلاقي نفسه داخل كده شويه هايبوتنشن فيرس دوز بتبقى قويه قوي بيبقى لسه الجسم في مرحله صدمه فمره واحده هايبوتنشن يوم دايخ عربيه تيجي تشيله بسبب القرص اللي واخده ده او داخل مثلا سايق فيحس ببطء وهو سايق فعشان كده هنقول له ايه بقى اول يومين ثلاثه بالليل اصل بالليل ميزه ايه باخد الدواء وانام على السرير فقعد حتى لا هو مش مبوط هيموته هو
هي الفكره هيبقى مدروخ شويه بس انا هقعد على السرير مدروخ شويه مش مشكله استحمل اول يومين مدروخ شويه والكلام ده خد جرعه ايه يا جماعه كبيره شويه زي ما هنشوف عيب المجموعه دي الاجواء القويه اللي فيها زي ده اسمه ترايتيس ده رامي برين الحبايه قد كده بالظبط لا انا مش قصدي قد كده اللي هي دي طول الصباع قد كده حاجه صغيره جدا اول وده على فكره اقوى واحد فيهم رامي بريل ده اللي هو ترايتيس في منه 2.5 من الدرع شوف قد كده بس بالنسبه للعيان غير مقنع والله غير مقنع ترى له حبايه ايه يا جماعه تلاقي ممكن اخدها منه قرصين مثلا طبعا قرصين هو قوي فعلا بس بتاعه صغير قد كده فالمهم يعني يقول لك عيبه ايه كمان بقى عيب المجموعه دي كمان حاجه اسمها الفيرست مش الفيرست دوز بقى بيعمل هايبر كاليميا مش هو بيقلل الالدوستيرون طب الالدوستيرون بيعمل ايه في البوتاسيوم معلومات بقى فيسيولوجي الالدوستيرون بيعمل ايه في الصوديوم بيزود الصوديوم ويعمل ايه في البوتاسيوم بس عايز واحد ذكي بقى ويشغل دماغه وحاجه اللي هي بيعمل مليون عمليه في دماغه ثانيه الالدوستيرون بيقلل البوتاسيوم يوم ما تدي دواء يقلل الالدوستيرون يقلل البوتاسيوم الله ما شاء الله عليك شفت الذكاء بقى بيعمل ايه يا جماعه اللي هو بتربط الامور ازاي البوتاسيوم يزيد عنده هايبر كاليميا يوم واحد يلطب يقول له هايبر كاليميا يا نهار اسود ويقعد يلطب بتاع اقول له يوم واحد بقى تاني يقول يا جماله يا جماله لو تعمل ايه بقى تروح للسوبر ماركت النهارده تقول له انا عايز شويه اس انهبيتورز بس يا بتاع السوبر ماركت رشيل عليهم شويه ايه بقى سايازايت مش السايازايت بيعالج الضغط والاسس بتعالج الضغط واحد بيعمل هايبر كاليميا واحد بيعمل هايبو ايه هايبو كاليميا طب ما الاثنين على بعض يبقى يدار ما دخلك ايه يا جماعه شرط يوم واحد يقول لي عشان كده بقى اقول لك عشان كده ايه في اي سوبر ماركت تلاقي دايما على الرفوف بتاع السوبر ماركت فيه ايه يا جماعه في دواء اسمه كابتوبريل كابوتين جنبه على طول بتلاقي في دواء اسمه ايه بقى كابوزايت فهمت بقى كابوزايت ده اللي هو ايه كابوزايت انت بقى تعرف سايز شايف زايت دي اللي هي سايزايت ما مش هكتب كابو سايزايت انما يقول لك ايه بقى كابوزايت بلاش مش في دواء اسمه ايزابريل يقوم قايل لك ايزابريل كو ايه كودي انت ممكن تقول ايه كودي جمعيه طاوليه كو الشركه دي ده شركه اه والله اللي هو كودي اللي هي ايه يا جماعه كومباينيشن يعني هو مش هيكتب بقى ايزابريل كو ويز مش عارف في العلبه يعني مش هيجيب الضغط من اسم الدواء اسمه ايزابريل كو في دواء اسمه ترايتيس لسه قايله دلوقتي اللي هو رامي بريل انما في ترايتيس كوم كوم دي اللي هي كومباينيشن برضه على بص يا ابني لقيت اسم الدواء جنبيه كو كوم زايد في اي حاجه اي علامه اعرف ان في سايزايت شفت انا بقول ايه في سايزايد مش لازمس لان عيان الضغط لازم سايزايد مش لازمس معايا ان في سايد افكت ثانيه لو ما قطعتهاش يبقى انتوا فعلا بقى يا جماعه ما خدتوش فارما خالص لان حتى لو انتوا خدتوا الفارما في الرخصه قالوا لكم اشتبه على حاجات كتير بس هو ده السطر الوحيد اللي كنت لازم تعرفه عشان الام اس كيو الادويه دي بتعمل حاجه في 10% من الناس دراي كاف في بعض الناس ملهاش حل عندهم ملهاش حل يعني الناس اللي عندهم ال 10% اللي بيكحوا بقول لهم انا اسف جدا مش هاخد الدواء كنا بنكتب له بديل تاني بقى اغلى منه بكتير بديل اللي هو ايه يا جماعه حاجات بقى هنبقى نقولها كمان شويه كوزار احنا خلاص بنخلص يا جماعه عشان شايف ان انتوا ايه يا جماعه تعالوا بسرعه قوي الهايبر كاليميا دي ساعه 5 ليه مش سايد افكت بس انا برضه مش مصحتك دي هايبر كاليميا كتير يعني مش عايز اعمل خد بالك لا مش معنى ان انا بقول البوتاسيوم حلو ان انا دخل عين هايبر كاليميا ما الهايبر كاليميا برضه بتضعف العضلات وليها مشاكل كتير قوي تاخد بالك هايبر كاليميا عشان كده برضه لو بتاكل موز كتير طبعا باستثناء الموز الصومالي دي معلومه عرفناها النهارده الموز الصومالي برضه كده فايه تاكلش موز بالصومال خالص اه كده خلاص يبقى بلاش بقى الموز اللي في الصومال ده ما فيهوش بوتاسيوم فبقول لك انا مش المصلحه تعمل هايبر كاليميا فهو عشان كده يقول لك انما هنا بقى في 10% دراي كاف دراي كاف ليه مين يقول دراي كاف ليه سمعتوا عن ماده اسمها هو الاسس دي بتشتغل ازاي بتعمل انهبيشن للانزيم اسمه انجوتنسين كونفرتنج انزيم هو بقى انهبيتورز بيعمل انهبيشن للفعل طب هو الانجوتنسين كونفرتنج انزيم بيعمل ايه بيمنع انجوتنسين 1 يتحول لانجوتنسين 2 طيب بيعمل ايه كمان سمعتوا عن ماده في اسمنا اسمها براديكاينين براديكاينين عارفينها مين شاطر جدا بقى يقول لي مين الانزيم المنوط به التخلص من البراديكاينين ايوه برافو عليك يا اسلام والله اللي هو الانزيم ده الانزيم ده بيخلص اه هو بيخلصنا من البراديكاينين شفتوا بقى يا جماعه فما بيخلصنا عشان كده يا جماعه كل اللي عايز اقوله وصل خلاص ما الانزيم ده بقى لما تعمل له انهيبيشن البراديكاينين ايه عشان اتخلص منه ولما ما نتخلصش منه البراديكاينين ده بيعمل ايه برونكوس بازم وقف تلاقي العيان 10% من الناس اللي بياخدوا ايسز على فكره يا جماعه قول لي طب اشمعنى 10% و90% هي كده هي الابحاث قالت كده ان فعلا بتلاقي 10% وهو قاعد عامل لك ازاي بقى مش كحه بمعنى كحه كمان تلاقي طول ما
هو نفسه يقول لك انا مش عارف يا دكتور بدات كده احس بالاحساس هو ايه ده ده من دوت قول له تاخد ايه ولا كابتن بريل وقف كابتن بريل عايز بقى تكتب المجموعه دي في مجموعه احسن منها اسمها ايه بقى انت مش هتشتغل على الانزيم مش الانزيم ده بيمنع انجوتنسن 2 وهو يتكون طب انا هسيب انجوتنسن 2 زي ما هو بس الريسبتورز اللي انجوتنسن 2 بيشتغل عليها انا هقفلها حاجه اسمها ارابس عرب يعني طبعا ما دام عرب فيها يبقى هتلاقي دوت مش عرب ايه الارب انجوتنسن ريسبتور بلوكرز طبعا هو ده حلو بس عارف ان هو غالي يعني هو ده حلو جدا هو زي الاسس بالظبط على فكره نفس الايفكت بس ميزته الوحيده في الحياه انه ما بيعملش كحه عشان كده انا من عدم الحكمه ان انا اكتبه لك من الاول يا عم تاخد الادويه دي ارخص بكتير والله لو انت بتكح خلاص خد بقى ايه انا كاتب لك سمات عن دواء اسمه طارق طارق عارفين ده مشهور قوي يا جماعه لا مش طارق جبزيت لا طارق عارفين يا جماعه ده دواء مشهور قوي ده عباره عن ايه بقى ما هو ده عباره عن عرب عن شوتينسر ريسبتور بلوكر سمعت عن دواء تاني اسمه ايه في حاجات كتير بقى كوزار المهم طارق هتلاقي طارق ماشي اللي هو النوسرتان والحاجات عارفين يا جماعه الحاجات دي قفص طارق وخلاص قفص طارق وخلاص ايه اي حاجه فين دي مش مكتوبه لا مكتوبه يا اخي مكتوبه في المربع لا مكتوب فده كده اللي هو ايه يا جماعه طيب اخر بقى مجموعه تعالج ادي اخر مجموعه عشان نخش على الجزء الشريط بقى اللي هو كالسيوم تشان بلوكر انظر الايه الانجن كنا قلنا في الانجن عشان نكس. كنا قلنا نيفيديبين نيفيديبين يوسع يوسع شرايين ديلتيازيم نص نص فيرابامين بيقلل الايه كونتراكشن طبعا عنده الضغط وصاد فيت طب اهم صاد فيت الكالسيوم شاف له بقى سيبوكم النبي من كلام بقى كونستيبيشن بريفرال ايديم بريفرال ايديم هي دي اللي بتيجي في الامسكي السلام عليكم بصوا يا جماعه اهم حاجه عشان بس اصحح كده يبقى ما خدناش حاجه لان كل اللي خدناه فارما وبينهم يمكن انتم ذاكرين فارما كنا كل الكلام ده ما لهوش اصلا شويس اوف تريتمنت يعني ايه شويس اوف تريتمنت بقى واحد عنده ما دي بقى الادويه كلها بالتجاريه لو انت عايز تعرف نفسك لا انا مش عارف بص ما بص مش علينا اصلا بس ليه نفسك مش عليك مش عليك بس لنفسك يعني مثلا عيان هيجي يقول لك الدواء ده انا كاتبه بالاسامي التجاريه اورين كده ايوه صح لو بتدوز حلو يا جماعه بتدوز كل يعني مثلا عيان انت النهارده قاعد على ايه هو افتح الكتاب والله والله قاعد فهيقوم قايل لك مثلا شوف انا كاتب حتى البراند نيم اللي هو الاسم الايه التجاري لان لازم تبقى عارفه دي الادويه المشهوره على فكره دي معظم الادويه المشهوره بناية عدلية الكاردورة مكتوبة فين الكاردورة ده؟ موجود تحت لا ده انا فاكر الالفا بلوكرز شايف الالفا بلوكرز؟ تحت كاردورة ده كاردورة ده مرفقه يا جماعة ارسم بقى جنبيه بروستاتا ارسم بروستاتا بروستاتا؟ ارسم بروستاتا عشان تتفاجئ شكل الالفا جوايا ارسم بقى ال... شكل الالفا جوايا ارسم ايه؟ المهم يعني المهم بص بقى يا جماعه ندخل بقى بعد كده في ايه التشويس والكريتين ده بقى ده بقى المهم في الضغط الحته دي هي دي اللي مهمه مهمه فعلا التشويس اوف تريتمنت يعني ايه يعني ايه التشويس اوف تريتمنت هو ده اللي انت هتذاكره بقى يعني الاحتمالات كلها وعلى فكره اي احتمال عايزين تقولوه يعني هو ايه الاحتمالات كلها واحد عنده ضغط وبس واحد عنده ضغط وسكر ضغط وقلب ضغط وذبحه ضغط وثايرويد ضغط اي حاجه ضغطه حامل ضغطه اي حاجه بقى نعالجه ازاي واحده بقى ضغطه حامل اول حاجه نبدا الاحتمال الاول ضغطه بس ضغطه ايه يا جماعه وبس طبعا ضغطه بس الكلام واضح طبعا ضغطه بس عشان ما حدش بقى وانا قاعد بشرح يقول لي ايه طب امال لو كان معاه سكر ما هو معاه سكر ده احتمال تاني بس انا بتكلم دلوقتي ضغطه بس يعني يا جماعه واحد دخل علينا لسه صغير في السن بتكلم ان هو في الثلاثينات مثلا في اول الثلاثينات لقيت عنده ضغط عندك حاجه ثانيه ممدوح قال لك لا ما عنديش ضغطه بس تعالجه ازاي بتعالجه كلاتش A او B او C او D هما دول الادويه الاشهر اكثر شهره يعني اما تبدا معاه بال A او B او C او D معايا ولا مش معايا واللي يقول لك واحد احسن من الثاني يبقى كذاب يعني انا بتكلم عن واحد ضغطه بس يا اما يبدا بايسس يا اما بيتا بلوكر يا اما كالسيوم شان بلوكر يا اما ايه يا جماعه دايروت اي واحد طب لو لقيته وطبعا انا ترايل اند ايرور خدوا بالكم يا جماعه علاج الضغط علاج الامراض دي مبني على ترايل اند ايرور والدكاتره اللي مضيعيننا مضيعين الطب في مصر ايه بقى دكاتره اللي هم عندهم 70 سنه اللي هو الاجيال القديمه ليه بقى لان الاجيال القديمه تحس عندهم حته بارانويا مش عند كلهم بس عند بعض الدكاتره
على يمين اثر على اجيامه ما كانش فيه ولا ايكو ولا في اي سي جي, ما كانش لسه الكهرباء اصلا اخترعوه, اللي هو زي ما انا قلت لكم طب هنعمل ايكو للعيان, طب يعني هنحط في شبين لسه مش كهرباء, ما اخترعناش كهرباء, فهو دايما اتعود يعمل اكزامينشن كتير وكلام من ده, واتعود الفولو اب مش حلو والانفستيجيشنز مش حلوه, فتلاقيه بارانويا طالع انا اي دي دي ايكو. على فكره الدكتور اللي بيعمل كده بيضيع الدنيا في الاخر, تلاقي مليون عيان تنيل على ايده, ايده دي برضه اللي بيقول لك عليها ايه. فهو في بعض الناس يقول لك ايه انا بص امثالك اللي يمشي ترايل اند ايرور, انما انا لا ما امشيش. بص برضه الدكتور ده بيطلع حمار في الاخر, اللي هو يقول لك لا ده وحش في حقي قوي, لو جاني العيان وكتبت له قلت له هتاخد قرص مثلا من كذا وبعدين لقيته تنيل فهكتب له قرص ونص او نص, لا ما ينفعش انا هي من اول مره. لا يا جماعه انت لازم تقعد مع العيان تفهمه الحكايه دي, قول له ترايل اند ايرور, هنمشي على الدواء ده الاول نحاول من غير ادويه, ما عرفناش هنمشي على الجرعه دي, ما عرفناش من حقي بقى ان انا اعمل لك ايه يا جماعه, نزود الجرعه, نقلل الجرعه, اضيف دواء تاني, اغير الدواء خالص, يعني كل ده لازم تفهمه للعيان. المهم بقى ايه او بي او سي او دي, فان لم يستجب فهخيركم بين خيارين وانتوا اختاروا الخيار المناسب, هل تزود الجرعه ولا نزود الجرعه بتاعت الدواء اللي انت اديته ولا تدي دوايين مع بعض, دوايين مع بعض يعني. قبل ما تجاوب خد بالك بمناسبه الموز, هو انت النهارده مثلا سي انت عامل جين وعايز تمشي على فاكهه بس, المنطق بيقول كل يوم تاكل 2 كيلو موز ولا كيلو موز وكيلو تفاح, او كيلو موز وكيلو برتقال, او كيلو موز وكيلو خيار, او كيلو موز وكيلو, المنطق بيقول ايه 2 كيلو موز؟ لا لا بوصل لا, المنطق بيقول ما ينفع ده 2 كيلو موز دي اللي هتلاقيك فرق 12 فراخ, لو كل يوم موز ما ينفعش, فتاخد كيلو موز وكيلو ايه يا جماعه وكل حاجه ثانيه يعني عشان صادي فيت عشان ما يجيلكش عليها ما تاخدش بحساسيه, واحد بياكل كل يوم 3 كيلو موز ايه يا جماعه في ايه, فعشان كده كيلو وكيلو هو ده اللي هو هديك دوايين احسن, دوايين احسن من لما ازود ايه عشان صادي فيت معايا ولا مش معايا, طيب بس بشرط, فان كانوا دوايين فلا بد, الفقهاء اتفقوا على شرط ايه, هو فقهاء الهايبرتنشن قال لك فان كانوا دوايين دوايين فلا بد ان يكون بينهما ثيرابي, وعشان كده الكومبينيشنز كلها اللي موجوده في اي صيدليه لازم تلاقي فيها دايوريتك. هو انت عمرك شفت واحد بياخد دوايين هايبرتنشن من غير دايوريتك ازاي؟ يعني عمرك شفت واحد بياخد كالسيوم بلوكر مع بيتا بلوكر؟ لا, انما ياخد لازم دايوريتك, لان الدايوريتك برضو ايه يا جماعه لو في ميه زياده في الجسم هي بتقللها, انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ لازم ياخد دايوريتك, فان لم يستجب ياخد ثلاثه بس بشرط ان يكون بينهما ايه؟ موضوع طبيعي يا جماعه, يعني هو فين كان باخد دايوريتك ما تجيش تفكر فيها, طب فان لم يستجب ياخد اربعه, الاربعه دول او ثلاثه منهم, طب والرابع بجيبه منين؟ بقيه الادويه اللي احنا قلناها في الفارما دي كنا بنقولها ليه؟ مش عشان ناخد صوره سيلفي معاه؟ كنت بقول لهم ليه عشان تروح تاخد الكتاب تاخد صوره؟ لا, انا بقول عشان لو ما استجابش يبقى الثلاثه دول معاهم دواء ايه يا جماعه؟ دواء رابع, دواء رابع يعني بس كده. طب لو واحد بقى عنده ضغط وسكر, نبدا بضغط وسكر ياخد ايه؟ لسه قايلها على فكره, طبعا هنا بقى دخلنا في الامس كيوات ودخلنا في الشفويات ودخلنا في الحياه, ايوه واخد ايه انجوتنسل واس ان ليه بقى؟ بصوا يا جماعه اللي عنده سكر وضغط استجاوب بالله, انا دايما بقول كلمه, انت لو في بلد محترمه وعيان سكر وضغط ما بياخدش كابتوبريل, كابتوبريل او ما شابه يعني ما بياخدش كابتوبريل, ارفع قضيه على الدكتور اللي بيعالج العيان ده, والله لو في بلد محترمه وقضاء شامخ هتكسب القضيه, لو قضاء شامخ والله تكسب القضيه, لان ما ينفع, لان الابحاث كلها في العالم كله قالت ايه, في العالم كله قالت ان واحد عنده ضغط وسكر سكر دراج تشويس ايه يا جماعه, ما عادش عليها كلام يعني, ما عادش في ناس يقول لك والله ممكن, كلهم اجزموا ان لازم تاخد اي سي دوز. ليه بقى؟ انت عارف اقولها دلوقتي ولا نستنى لما يجي الدايبيتس؟ لا عايزين تعرفوها دلوقتي ولا نستنى لما يجي موضوع السكر مش عارف بالظبط؟ طب بلاش, طب اقولها بس بسرعه, ده ايه؟ لا ده افرنت, ده افرنت افرنت, يبقى دي ايه؟ جروميرولاي. طب ده ايه؟ الله ما بنعرفش منين بقى, اشمعنى ده عارفينه وده مش عارفينه؟ لما ناخد السكر فاكرين السكر صايع وداوي الحواري ده, ان السكر عاشق للافرنت يعني ضيق بدايه الافرنت, بس هو ما بيقربش اول افرنت, هو بدايه الافرنت. انت عارف بقى ميزه الحته دي ان انت بتعرف مستوى الذكاء بتاعك الاي كيو بتاعك وصل لتاني, لان لما اقول ان هو بدايه الافرنت في ناس فهموا انا عايز اقول ايه, بس في ناس لسه طبعا كل ما واحد هيتاخر في الفهم في الفهم كل ده كل ما كان اي كيو بتاعك اقل يعني, في ناس فهموا طبعا لما قلت له الافرنت ده هو خلاص فهم, اه كبر يا دكتور بقيت الناس اللي انا فهمت. فهم ايه بقى؟ ان الافرنت لما يجي فالدم في الجروميروراي مش عارف يعدي, يقوم يستنى فين؟ في الجروميروراي, يقوم يزود الضغط في الجروميروراي, عشان كده كان بيعمل حاجه اسمها جروميروسكليروزس, عشان كده المين باثولوجي في الدايبيتك نيفروباسي او الدايبيتك جروميروفرايتس كان جروميروسكليروزس لو انت فاكر,
لان الضغط العالي بيعمل تصلب في اي حاجه، مره تصلب في شرايين، طب في جروميروراي تصلب في جروميروراي، لكن مش دي قضيتنا. في ناس فهموا وفي ناس لسه، اللي فهم دلوقتي الاي كيو اقل سنه من اللي فهم في اول سطر، وفي ناس لسه. الناس اللي لسه الناس اللي لسه اقول لهم خدوا بالكم بقى، ما الضغط لما بيزيد هنا ضغط عالي قوي يوم يبدا ايه اللي تحت هنا كده هومنز كبسول بقى، وبينزل في التريبيولز اليورين الجي اف، او مثلا بس الجي اف وهو نازل لما يبقى ضغط جامد قوي يوم مش بس هينزل يورين، هينزل بروتين، بروتينات، حتة البروتين نازله بروتينوريا. عشان كده مشكله عيان السكر في البروتينوريا، اول ما بتلاقي عيان السكر عنده بروتينوريا لو هي مايلد بروتينوريا بتستنى شويه، انما لو كانت يا جماعه مثلا مودريت بروتينوريا ده بتبقى مصيبه 100%. انا اعرف ان فروجين البروتينوريا دي هي اللي بتعمل كورونيك لينر فيلير. يعني عيان السكر اصلا في رعب بيرفرف الاجواء، بيبتدي بروتينوريا ينتهي بكورونيك لينر فيلير. معايا ولا مش سببه ايه؟ مين يعرف يقول سبب الفيلم ده كله؟ سبب الفيلم كله حصل ليه؟ المصيبه فين؟ حط ايدك على المصيبه ان الافرنس ده جاي. مين شاطر جدا واسلام بيعرف يجاوب الاسئله دي على طول؟ اول ما بيعرف يجاوبها هو تشوفه دلوقتي. مين شاطر جدا بقى يقول لي على دواء يوسع الافرنس؟ الاس انهبيتورز. كل مره هو انت الاس انهبيتورز شفتوا بقى يا جماعه؟ شفتوا الاس انهبيتورز ايه؟ بيعمل ايه؟ يوسع. طبعا لما يوسع الافرنس خلاص فهمنا بقى، وسع الافرنس فالضغط مش هيعلى هنا، فانت بتحمي العيان من دايابيتك نفروباثي. يا سلام بقى، يا سلام لو عندك سكر وضغط كمان. يبقى يا جماعه ده في ناس عندهم سكر من غير ما يبقى عندهم ضغط بياخدوا ايه؟ كابتوبريل. هو انت ما تعرفش عيانين سكر بياخدوا كابتوبريل حتى لو الضغط بتاعهم نورمال؟ وانت بقى تروح النهارده تعمل تتفزلك بقى، تروح لممدوح النهارده جرب ساكن تحتيه، تعمل ممدوح احنا خدنا هايبرتنشن وريني كده الادويه بتاخدها الله يخليك، كل دي ادويه. تشوف الادويه تكون تلاقي انسولين ومش عارف الحاجات دي كلها وادويه مش عارف بياخد، وبعدين تبص تلاقي مكتوب كابتوبريل. الله الله كابتوبريل ده انت عندك الضغط يا حلو. لا يا دكتور لا انا ما عنديش الضغط، انا عندي ايه؟ سكر. لا 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 ده الدكتور مش راضي بس عشان ما اصدمكش ويحبطك، عندك الضغط. الكابتوبريل ده بيعالج الضغط اصلا، وتقوم فتح له الكتاب كابتوبريل. هو الدكتور كاتبه مش عشان الضغط، ده ما كاتبه ليه يا جماعه؟ لكي يحمي الكليه من اثار الجانبيه للدايابيتيك نيفروباثي. فيا سلام بقى لو انت عندك ضغط، انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ يبقى الدواء ده بالنسبه لك ايه؟ لو انت عندك سكر وضغط اهو ده الدواء. ايوه والله اكتب كده يا جماعه في عيان السكر اهو ده الدواء، اكتب كده اهو ده الدواء اللي ضرب حجرين بعصفور واحد. هو ده الدواء اللي ايه يا جماعه؟ ضرب حجرين بعصفور واحد. واضح ولا مش واضح؟ طب عيان السكر ما ينفعش ياخد ايه؟ ايه الادواء اللي ما ينفعش ياخدها عيان السكر؟ دايريتكس. شايف طبعا هايبر جلايسيميا. بس قبل ما اقول دايريتكس والكلام ده، هو صح طبعا عشان تعمل هايبر جلايسيميا لازم تدرك ان الطب ايه. خدوا بالكم يا جماعه من المعنى ده، وعمرك ما تبقى دكتور كويس غير ما تعرف المعنى ده. الطب يا جماعه مكسب وخساره. عشان ما تروحش النهارده تلاقي واحد مثلا بياخد دايريتك، الله 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 تعالى هنا دايريتك الله يخرب بيت ده بيعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا. يا سيدي ما هو مكسب وخساره. بص ما فيش دواء يا جماعه امن بنسبه 100%. هو في حاجه في الدنيا كده؟ طيب ما ياخدش ايه كمان؟ بيتا بلوك. هتروح النهارده هتلاقي واحد عنده ضغط وسكر بياخد بيتا بلوك. ما هو برده الطب ايه يا جماعه؟ مكسب وخساره. انما مش مستحب ياخد بيتا بلوك، لان البيتا بلوكر بتعمل ايه؟ قلنا بقى ماسكينج الكل ايه يا جماعه؟ ماسكينج للوردنج سايت. يعني ايه الورد؟ انا مش قلت لكم قبل كده وهقول الكلام ده في مريض الدايبيتس. انت لما بتقعد مع عيان سكر بتقول له ايه؟ انا مش خايف عليك من ارتفاع السكر في الدم يا استاذ ممدوح، على قد ما انا خايف عليك من ايه؟ انخفاضه. ودي حقيقه على فكره. انت عيان سكر بيموت بسبب ايه؟ لو مات فجاه هيموت بسبب ايه؟ هايبو. مش الهايبر جلايسيميا على فكره، هايبو جلايسيميا كوما، دخل في غيبوبه سكر مات. فعشان كده لازم بتحفظه لمده نص ساعه اعراض الهايبو جلايسيميا. اول ما السكر يقل هتلاقي نفسك ايه؟ اللي هم الخمس حاجات او الخمس حروف كلمه تستاهل. انا بنعرفهم في الدايبيتس تستاهل ليه؟ لانه سمع كلام سويسرا. طب السويسري يقول له خد حقنه الانسولين قبل الاكل، صح؟ انما الطب المصري بنقول له خد الانسولين وانت بتاكل او بعد الاكل. هو الصح الصح كفارما ياخده قبل الاكل طبعا، يقوم ياخدها سبكوتينيس قبل الاكل. بس يا جماعه ده مع العيان السويسري، العيان المصري لا. العيان المصري يقول لك اه خد حقنه الانسولين، يا سلام خد الحقنه النهارده نفسه سادس على الاكل. يبقى انا عملت ايه؟ اتاخر على الشغل، جاله تليفون فجاه يلحق ابنك حماده اتوبيس شال، هيقعد ياكل طب افطر عشان الحقنه وينزل، اقوم نازل جاري لا حماده اتوبيس خبطه وميت، واقوم ميت يا جماعه جايبوه بعد كده. فعشان كده نقول له ايه؟ احنا دايما نقول كده للعيان، نقول له اعمل ايه يا جماعه؟ لقمتين فول كده وكوبايه بتاع اي حاجه، بس المهم لازم ايه يا جماعه؟ تبص الاكل بعد الاكل. لما قبل الاكل بالذات في الفطار الصبح دي ما تضمنوش، لانه يعني بينزل بره وممكن ما اعرفش ايه في الشارع بقى هيحصل له ايه؟ هيقوم يدوخ والكلام اللي احنا بنقوله بعدين ده. المهم يا جماعه اول خمس حروف كلمه تستاهل بنحفظه من العيان اللي هم ايه؟ تريمورز. يعرق تلاقي نفسك استفتعش جامد يا استاذ ممدوح، استفتعش جامد جدا. هتلاقي دايما على فكره عيان السكر يقول لك كده بالظبط، دكتور ببقى في حاله لا اسمع انت عارف اهم حاجه ايه؟ احس ان انا جوعت جدا. على فكره جوع غير طبيعي،
يعني بيبقى جعان بطن وجعان جدا. عارف انت لما بتيجي انت بتصوم طبعا 2 وخميس رمضان عارفين احساس من العصر بيكمل لغايه المغرب عارف من العصر للمغرب تلاقي نفسك جعان جدا. لا ده بقى جوع غير طبيعي اللي هو ايه يا جماعه جوعت جدا تريمورز قلب مقبوض بالبيتيشن حاجات كده انا بنقولها عرقان نقول له على طول اجري بسرعه كل حاجه ايه مسكره. على فكره احسن حاجه مسكره كلها ايه هي طنجون ليه السكر معلقه سكر لوحدها السكر العادي اصفي حتى تلاقي في الافلام يقول لك ايه تلاقي مثلا كريمه مختار دايما عم جايبه وقاعده وايه طب خد شويه ميه وسكر اهو انت في الافلام العربي اي حد عيان لازم ياخد ميه وسكر انت شكلك عيان خد شويه ميه وسكر مش عارف ايه ده هو صح ايه الحاجات اللي انت عارف معلقه سكر لوحدها احسن من ميه سكر على فكره يعني تاخد معلقه سكر اللي هو فايق لسه دايما على شكل انه عيان سكر دايما ايه خلي عندك عصير خلي عندك جرب هو ماشي العيان المحترم هو ماشي في الشارع دايما عنده سكر نقول كده صينيه ايه تبقى ماشي صينيه بسبوسه تورتايه شايلها على لازم عشان تحسبها يا جماعه الظروف. خد بالك الخمس حاجات دول بيحصلوا مين بسبب السمباسات. طب السمباسات لو بايظ لو بيتا بلوكر واخد بيتا بلوكر هل هيدخل في وردنج ساينس؟ لا هيدخل في الوردنج ساينس ولا هو حاسس بداش يموت من غير ما حد ياخد شوف بسبب ان هو واخد بيتا بلوكر عملت حاجه حقيره ولا هتقول لي انا اعرف ناس بياخدوا بيتا بلوكر وعندهم سكر اقول لك يا ابني ما هو الطب برضه ايه مكسب وخساره يعني يعني برضه مش بالطريقه ما تاخدوش المعلومات اللي هي قفش يعني يعني 1+1=2 مش شرط قوي يعني في حاجات كده ايه يا جماعه الطب ما بيمشيش ورا المنطق القديم. فالمهم بقى ده كده. طب لو واحد عنده ضغط وايه عايزين حاجه صغيره عشان ما نطولش عليكم ضغط وقلب يلا بقى ضغط وقلب ياخد ايه ازمه ضغط وقلب ما خلاص قلناها ضغط وقلب ايسس برضه. طب كويس عشان المرضين النهارده اللي خدناهم الاثنين ايسس يعني عشان بالفوتو ميموري كده تبقى فاكر حتى المحال ايسس انجوتنسل كونفرتنج اتزاي. عايز اقول كلمه يا جماعه والله العظيم عارف انت لو جالك مجروح النهارده وكتبت له ايه عارف ايسس بس بقى ضغط وقلب انت بدات تدخل في احسب ايسس محترم يعني بلاش كابتو برين بقى والكلام ده تمبلو ترايتيس هو ترايتيس ترايتيس 2.5 ترايتيس ويا سلام بقى لو ترايتيس كومب يبقى كويس 2.5 في 2.5 وفي 5 خليك في 2.5 ما جابش نتيجه خليهم 5 ترايتيس كومب ممدوح يبهبل لو سمع كلامك كنت لسه في سنه ست ده عنده ضغط وقلب مش ضغط بس يعني لو ضغط بس ممكن ماشي انما ايه يا جماعه ضغط وقلب هيروح لمين اكبر دكتور في مصر ويحجز عنده لمده 3 4 5 شهور ويروح مش عارف كشف عارف هيروح هيعمله ايه انت عندك ضغط وقلب على طول هيبص لك ترايتيسكم يلا يقوم يفتكر مين يفتكرك انت لسه في سنه سته وكتبت له ترايتيسكم بس ما فيهاش فصاله على فكره على فكره دي من الحاجات اللي بتصنع منك دكتور مشهور في ثانيه برضه هو ترايتيسكم على فكره ممكن اختلاف بقى مسميات التجاريه يعني بدل ترايتيسكم بيقوم كاتب لك ترج مثلا لو عايز يغلي شويه يقوم كاتب لك كده يعني بس هو ترايتيسكم خلاص حلو جدا في الضغط والقلب لان اصلا الايسس كانت بتعالج القلب وبتعالج الضغط برضه ايه كمان انا كاتب ترايتيسكم يعني ايه ايسس مع دايرت اللي ما ينفعش اديه في واحد عنده القلب كالسيوم تشانل بلوكر معايا كالسيوم تشانل بلوكر كان يستخدم في نوع واحد بس من انواع الهارت فيلير الا وهو وبسرعه دايستوليك ايوه دايستوليك نوع اسمه IHSS IHSS اللي هو ايديوباثيك هايبرتروفيك سب ايورتيك سينوز اللي هو الهايبرتروفيك كاردوميوباثي اللي انا شرحه في كاردوميوباثي عموما. طب لو كان مثلا ضغطه حامل ضغطه حامل واحده بقى عندها ضغطه حامل الفا ميثايل دوبا ماشي. طب الفا ميثايل دوبا قلنا ده دراج اوف تشويس ممكن كالسيوم تشانل بلوكر وعلى فكره الكالسيوم تشانل بلوكر كويس بس دكاتره النساء مصممين برده من ايام الفراعنه على الالفا ميثايل دوبا انما لما بيجي البريجننسي في الام اس كيو بيقول لك ما ينفعش تاخد ايه بقى ايه الدواء اللي ما ينفعش تاخده طبعا بيتا بلوكر لانه بيأثر على الجنين والايسز برده ما ينفعش تتاخد وخدتوا الكلام ده السنه اللي فاتت فين يا جماعه في النساء الايسز ما ينفعش وفي نفس الوقت ايه يا اولاد اللي هو البيتا بلوكر. ندخل بقى بعد كده طب لو واحد عنده ضغط وانجينا ضغط وانجينا يبقى لازم ايه بقى ده البيتا بلوكر حياتي لان البيتا بلوكر بتعالج الضغط وبرده بتعالج ايه يا جماعه الانجينا. بيتا بلوكر او كالسيوم تشانل بلوكر صح ولا غلط بيتا بلوكر او كالسيوم تشانل بلوكر سؤال بقى ايه الدواء اللي لو واحد عنده ضغط وانجينا ما ينفعش ياخده دواء المفروض كلكم تقولوا هيدرالازين وقلنا الهيدرالازين بيجي في الام اس كيو عليه حتتين ايه هما الحتتين دول بقى قلنا اول حاجه ان هو بيعمل انجينا وتاني حاجه قلنا ان الهيدرالازين ايه يا جماعه سيستميك لوبس لان الحته دي بتيجي في الام اس كيو. المهم طب قلنا كمان اي احتمال طب لو واحد عنده مثلا ضغط وثايرويد ضغط وثايرويد نعمل له ايه يا جماعه ايه الدراج اوف تشويس ضغط وثايرويد عنده هايبر ثايرويديزم مثلا دراج اوف تشويس ايه بروبرانولول اللي هو بيتا بلوكر لان البيتا بلوكر تستخدم برده كانتي ثايرويد الاندرال معايا ده اللي عنده ثايرويد كرايسس هناخدها في الاندوكراين هنعرف ان اول دواء بنديه هو البروبرانولول ان فول دوز معايا.
هايبرتنشن مع ازمه افويد ايه يا جماعه البيتا بلوكر خصوصا اي حاجه تانية خصوصا اللي ايه يا جماعه النون سيلكتيف بس حتى بينه وبينكم انتوا خدتوا في الفارما ان حتى السيلكتيف برضو هي نفسها بتعمل برونكو ايه يا جماعه برونكوس بس